بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من الاستوديو التحليلي. والنهاردة إن شاء الله هتكون مباراة القمة بين الأهلي والزمالك. النهاردة فعلا قمة كروية جديدة بين أكبر ناديين في مصر، النادي الأهلي ونادي الزمالك. النهاردة عيد كروي في مصر، زي ما احنا متعودين مصر كلها بتنتظر المباراة دي، سواء ليها أهمية على بطولة أو ملهاش أهمية، يعني نتيجتها ما تسويش حاجة، ولكن ماتش الأهلي والزمالك بطولة خاصة للجماهير وللعيبة ولكل الناس اللي بتنتمي للناديين. النهاردة القمة 122، مباراة بينتظرها الجماهير بمختلف انتماءاتها، تجمع بين زي ما قلنا أكبر ناديين في مصر، الأهلي والزمالك، واللي هم بيتنافسوا لحد دلوقتي على قمة الجدول أو قمة الترتيب. طالما بقى انها قمه واحنا عارفين انها قمه وعرس كروي كبير في مصر، احنا لازم نحتفي بيه ولازم نحتفل بيه، مش نزود التعصب والفتن بين الجماهير وبين الناديين، لان اللي بيحصل على الساحه اليومين دول امر غريب جدا، امر غريب جدا، وحاجه بقى ايه قديمه قوي زي اللي كانت بتحصل زمان في الشوارع واحنا بنلعب في الشارع. اللي انا عايز اتكلم فيها نقطه واحده، حته التحكيم. التحكيم اللي بيتعمل عليه ضغط من المنافس، ومش ضغط مش عادي، ضغط في يوم وليله اول ما تعرف ان الكابتن امين عمر هو اللي هيحكم، ضغط رهيب جدا جدا. شفناه في يومين، شفناه من مسؤولين في نادي الزمالك، واحد يطلع يقول لك احنا متحفظين على تعيين امين عمر، مش موافقين على ادارته للماتش. طبعا ده نوع من الضغط، يعني مش عايز اقول لك بقى، يعني حاجه قديمه قوي قوي قوي، اتلغت من زمان دي، ما حدش بيتكلم فيها. عشان ايه؟ عشان امين عمر يعني لما ينزل الملعب ياخد باله من الحته دي شويه، يبقى ما يجيش على فرقته ايه ده، ايه الكلام ده؟ عمرها ما يعني بصوا، اخر مره حصلت يمكن كانت في السبعينات او الستينات الكلام اللي بيتقال دوت. لا، ومسؤول كبير جدا في نادي الزمالك طلع وقال لك ايه؟ في كل وسائل الاعلام قال لك ان ايه؟ هو من عنده كده، امين عمر اهلاوي. جبت منين الكلام ده سعادتك؟ وقال لك بص كمان الزياده، قال لك ازاي بيعينوا حكم اهلاوي لماتش زي دوت، ماتش الاهلي والزمالك؟ والكلام ده خلي بالكم بيصدر منين؟ من مسؤول كبير في نادي الزمالك، وفي التوقيت ده وقبل ماتش مصر كلها والعالم العربي بينتظروها وبيتابعوها. يعني هو حضرتك عايز تاثر على الحكم؟ يعني دي حاجه، يعني مش عايز اقول دي حركه بلدي قوي يا حسين. ده معروف من زمان قوي الكلام ده. يعني الكلام ده مفيش حد بقى، ما انا طالما لجنة التحكيم حطت أمين عمر يبقى الراجل ده قد المسؤولية، يبقى مش هيتأثر بالكلام اللي بيحصل ده. وإحنا حضراتكم بندعم التحكيم المصري وكلنا ورا الحكام المصريين وبنقولها على طول، إنما أنت تطلع بأسلوب أو بآخر عمال تاجم في الحكم علشان يتأثر، عشان يتردد في قراراته، عشان يحسب لك، إيه الكلام ده؟ إيه الكلام ده؟ إحنا النهاردة عندنا أمل كبير جدا إن أمين عمر يدي كل فريق حقه. فاكرين الماتش الأولاني لما برضه كان في اعتراض على محمود البنا، ولكن محمود البنا كان قدها وقدود وادانا حقنا، ده اللي احنا عايزينه، مش عايزين أكتر من حقنا، نلعب وحش نلعب حلو دي حاجة بتاعتنا، احنا بس عايزين حقنا، بس احنا عايزين العدل اللي احنا بننادي بيه. الأهلي من زمان كده، الأهلي حتى لما طلب حكام أجانب كان صح. ليه حضرتك؟ لأن شايف إن الأخطاء اللي ضد الأهلي الفترة اللي فاتت كانت مؤثرة جدا، مؤثرة مضيعة منك نقط كتير جدا، وكمان كانت لصالح المنافس. يعني إحنا ما بنحبش نتكلم على المنافس، ولكن يعني قدام الناس كلها كان في أخطاء في مباريات المنافس لصالح المنافس، مش بكلامي أنا، كلام كل خبراء التحكيم. يعني الأخطاء في المباريات بتاعت النادي الأهلي ومباريات نادي الزمالك كلها في اتجاه واحد اللي هو لصالح المنافس. يبقى احنا قلنا ان الحكم الاجنبي هو الحل. ممكن الاخطاء ما تكونش متعمده، ممكن، احنا ما قلناش الاخطاء متعمده، ولكن في اخطاء اثرت علينا احنا كنادي اهلي في نقاط كثيره جدا احنا خسرناها بسبب اخطاء التحكيم. وبعدين خلي بالكم الاهلي كمان لما طلب الحكام الاجانب قال ان هو هيتحمل نفقات استخدام الحكام الاجانب، وقبل الماتش باسبوعين
هيسدد قيمه التكاليف الحكام الاجانب. طب هتقول لي حضرتك هو ليه الاهلي وافق انه يلعب النهارده والنهارده مفيش حكم اجنبي، طالما طلع بيان ان النادي الاهلي عايز يلعب بحكام اجانب؟ لان النادي الاهلي بيعرف اللوائح والقوانين صح. هي مش خناقه في اللوائح، مش خناقه على القوانين. هو بتقول لك قبل اي مباراه باسبوعين، وده اللي عمله النادي الاهلي. ولكن ما كانش فيه هناك وقت كافي قبل مباراه الزمالك، عشان كده الموافقه كانت من النادي الاهلي بادارتها بحكام مصريين، واحنا كنادي اهلي تحركنا بشكل قانوني فقط. بس الغريبه بقى ان الضغوط اللي هي على امين عمر من المنافس. تعالوا اقول لكم، امين عمر مثلا حكم كام ماتش لنادي الزمالك؟ امين عمر حكم 18 مباراه لنادي الزمالك. نادي الزمالك فاز فيهم كام مباراه؟ 15 مباراه، وتعادل في 3 وما خسرش ولا ماتش. يبقى المسؤول اللي بيتكلم ده جاب الكلام ده من ايه؟ كابتن امين عمر ادار النادي الاهلي 13 مباراه، النادي الاهلي حقق الفوز في 9، خسر مرتين وتعادل مرتين. طب اللي يتكلم بقى بالاسلوب ده يبقى مسؤول النادي الاهلي ولا مسؤول نادي الزمالك اللي ما خسرش مع الكابتن امين عمر ولا مباراه؟ بصوا اللي بيحصل ده وسيله ضغط، سيبكم منها. انا بس عايز افهم جمهور الاهلي او الجمهور في مصر بصفه عامه اللي بيحصل من ضغوط على الكابتن امين عمر من مسؤولين ومسؤولين كبار في نادي الزمالك. ده ضغط فقط بس لارباك الحكم. لما انت تنزل الملعب، لا خلي بالك من النقطه دي، دول قايلين عليك انك اهلاوي، يبقى انت هتتحفظ، خلي بالك عشان ما تجيش على الزمالك. لا، الكلام ده طالما لجنه الحكام حطت ثقه في الكابتن امين عمر، هو قد الثقه دي ان شاء الله. احنا بس بنطلب التوفيق للكابتن امين عمر وبنطلب العدل. شفنا ماتشات كتير جدا، اخرهم ماتش المحله اللي احنا ما كناش كويسين، ولكن اتظلمنا وما خدناش حقنا وخسرنا وكان ممكن نكسب. كابتن محمود البنا الماتش اللي فات ادار المباراه بعداله تامه، ماتش سواء ماتش الزمالك اللي فات وماتش الاهلي والاتحاد اللي فات، وفي المباراتين النادي الاهلي كسب. ملناش دعوه حلو وحش، بالعكس النادي الاهلي كان كويس كمان، والنادي الاهلي سهل مأموريه الكابتن محمود البنا الماتش اللي فات. ولكن الكابتن محمود البنا حكم من الحكام الممتازين وملوش، يعني ما تقدرش تقول ان ليه هويه، هو هويته بس انا عايز اطلع بصوره كويسه، لا انا اهلاوي ولا انا زملكاوي، انا بدي لكل واحد حقه، وده اللي احنا عايزينه كنادي اهلي. انا لا عايزك يا كابتن لا تبقى اهلاوي ولا تبقى زملكاوي، انا عايز اخد حقي، وحش حلو اخد حقي. بس النادي الاهلي خلي بالكم اكتر نادي في الفتره الاخيره اتاذى من اخطاء الحكام، واكتر نادي في الفتره الاخيره بيدعم الحكام المصريين وواقف وراهم على طول. لكن اللي شفناه في الفتره الاخيره، لان الاخطاء، عشان احنا بنتكلم عشان بالاسلوب دوت، لان الاخطاء كلها في اتجاه واحد كده وكلها ضد النادي الاهلي، فكان لازم ناخد حته خطوه التحكيم الاجنبي، خاصه ان اتحاد الكوره في البيان الاخير اعترف بان في اخطاء فعلا، ولكن الاعتراف نفسه ما قللش الاخطاء، لم يقلل الاخطاء. وفي الاخر خالص انا كنادي اهلي ما استفدتش. احنا ما بنقولش اخطاء متعمده ولا بنقول انها يعني مقصوده في بعض الاحيان، لا، احنا زي ما بقولنا بنقول كل مره احنا سواء وحشين او كويسين دي حاجه بتاعتنا، انا لما انزل الملعب عايز حقي فقط بس كلاعب نادي اهلي، انا عايز حقي بس. عموما الفتره دي فتره حرجه جدا جدا جدا، نادي الاهلي عليه ضغوط كتيره جدا جدا جدا، النادي الاهلي بيلعب في اكتر من جبهه واكتر من اتجاه، وعنده ماتشات كل يومين ثلاثه، وداخل كمان على دور الثمانيه الافريقي. نتمنى ان شاء الله باذن الله ان الفتره اللي جايه تعدي على النادي الاهلي اولا بدون اصابات، توفيق من عند ربنا باذن الله، ونتمنى التوفيق للحكام المصريين اللي بيحكموا لنا المباريات في الدوري العام المصري. تعالوا ناخد زميلنا فاروق صلاح ونشوف اخر التطورات واخر الاجواء عنده قبل مباراه الاهلي والزمالك. اتفضل يا فاروق.
كل التحيه ليك يا كابتن ايمن، كل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، من هنا من مقر اقامه فريق النادي الاهلي واخر استعدادات فريق النادي الاهلي لمواجهه فريق الزمالك في القمه رقم 122. طبعا مباراه مهمه جدا لفريق النادي الاهلي في مشواره نحو الدرع رقم 43. الفتره الاخيره طبعا النادي الاهلي كان فرض نوع من السريه على تدريبات النادي الاهلي، يعني النادي الاهلي عمل معسكر مغلق استمر ليومين وفرض فيها نوع من السريه، يعني كان الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي كان حريص ان هو يكون متواجد مع اللاعبين ويدي رسائله للاعبين. عندنا مرحله مهمه جدا ويعني مباراه صعبه جدا، بدا من مباراه الزمالك ثم مباراتي مباراه الذهاب امام فريق سان داونز ثم مباراه الاياب وايضا مباراه كاس السوبر الافريقي. اقدر اقول لك النهارده واحنا يعني متواجدين مع الفريق حاله من الجديه والتركيز على لاعب النادي الاهلي بتفرض نفسها في هذا اللقاء، مباراه مهمه جدا لفريق النادي الاهلي. مستر بيتسو موسيماني طبعا بيعي قيمه هذه المباراه بالنسبه لجماهير النادي الاهلي وايضا لاعبي النادي الاهلي عارفين قيمه هذه المباراه بالنسبه للجماهير وانها خطوه مهمه جدا بتقرب النادي الاهلي ان شاء الله من القمه بتاعته ان يعود للقمه ان شاء الله. يعني لو بيقرب طبعا النادي الاهلي بيدخل اللقاء ورصيده 40 نقطه بينما نادي الزمالك 44 نقطه، خطوه مهمه جدا قبل ما الاهلي يخوض اللقاءين المؤجلين. اقدر اقول لك ان في جلسات ثنائيه النهارده، انت عارف يعني فتره الصيام كان في وقت اطول للاعبين يبقى في جلسات ثنائيه ما بين اللاعبين. مستر بيتسو موسيماني كان حريص ان هو يتكلم مع كل لعيب لاعب على الانفراد، جلسه يعني استمرت لاكثر من نصف ساعه جمعت ما بين مستر بيتسو موسيماني ومحمد مجدي قفشه وبحضور الدكتور عمرو محب بيدي بعض التعليمات لمحمد مجدي قفشه وكيفيه استغلال يعني قدرات وامكانيات قفشه ان شاء الله واحد من الاسلحه المهمه جدا للنادي الاهلي في هذا اللقاء. طبعا التدريب الاخير للنادي الاهلي مستر بيتسو موسيماني بيحاول يركز اكتر على الكرات الثابته، انت عارف في الضيق الوقت وان الفتره قصيره جدا، اشتغل مع اللاعبين على الكرات الثابته وتنفيذ بعض الجمل ان شاء الله اللي هنتمنى نشوفها ان شاء الله في هذا اللقاء. ثم كان في محاضره فنيه النهارده لمستر بيتسو موسيماني كانت في تمام الساعه الخامسة والنصف استمرت لاكثر يعني من 45 دقيقه. مستر بيتسو موسيماني حريص جدا ان هو يعني يركز على كل امر وان اللعيبه كلها تستوعب الكلام اللي هو عايز يقوله ويوصل فكره للاعبين. يعني كان بعض لقطات الفيديو كان عرضها الفريق الزمالك وبعض نقاط الضعف في فريق الزمالك قدر ان هو يقف عليها. بعد انتهاء المحاضره شفنا حاله من الجديه والتركيز على وجوه اللاعبين، اللعيبه مصممه ان شاء الله انها تحقق نتيجه ايجابيه في هذا اللقاء. طبعا الاتحاد المصري كان اعلن طاقم تحكيم لقياده هذا اللقاء بقياده الحكم الدولي امين عمر بيعاونه يوسف البساطي وهاني عبد الفتاح واحمد الغندور حكم رابع، اثنين لتقنيه الفيديو محمود عاشور ومحمود بسيوني. من المقرر طبعا يا كابتن ايمن انت عارف ان المباراه مباراه النادي الاهلي، النهارده النادي الاهلي هيظهر بالزي الرسمي للنادي الاهلي. احنا خلال لحظات هيكون تحرك فريق النادي الاهلي لاستاد القاهره الدولي اللي هيستضيف احداث اللقاء. كل التوفيق لفريق النادي الاهلي. من جديد تعود ليك الكلمه يا كابتن ايمن ولضيوفك الكرام. شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح، ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي وزي ما قلنا قبلها كل التوفيق لطاقم التحكيم المصري بقياده الكابتن امين عمر. عايز اتكلم عن حاجه ثانيه برضو موجوده اليومين دول ونغمه من بعض الناس اللي ما بتحبش النادي الاهلي والبعض الناس اللي بتحب تعمل إحباط للنادي الأهلي وبتعمل إحباط للعيبة بالذات وبتعمل إحباط لجمهور النادي الأهلي. وإحنا خلي بالكم كجمهور للنادي الأهلي بناخد بالنا جدا من الحاجات اللي زي دي، يعني يطلع يقول لك مثلا أصل حسين الشحات زعلان ومن موسيماني وموسيماني مش عارف زعلان من حسين الشحات ومش عارف عمل ايه وقال ان حسين الشحات الفتره اللي جايه مش هيبقى متواجد. ده احنا بنشوف حسين الشحات كل ماتش موجود، يعني الكلام ده بقالنا اسبوعين ثلاثه شغالين عليه وكل. طب ما لو مستر موسيماني مش عاجبه حسين الشحات هيقعده بره، سهل قوي وعنده بدائل كتير. ما طالما انا مدير فني انت بتكلم على اساس ان انا مش عاجبني الراجل ده احنا في النادي الاهلي، يعني المفروض البديل تقريبا بنفس مستوى اللعيب الاساسي. مش هتفرق قوي بقى لما انت تبقى عندك لعيب اساسي ما بيلعبش وهو مش كويس وتلعب الاحتياطي بتاعه اللي هو مثلا اقل منه حتى لو 50%. طب ما الكلام ده لو الراجل ده ما بيدينيش فعلا، طب ليه مستر موسيماني ما بيقعدش حسين الشحات؟ طب ما بيلعبه كل ماتش. شائعات لازم جمهور النادي الاهلي ياخد باله منها. شائعات هي المقصود منها ايه؟ تضرب استقرار الفريق، يعني فريق مستقر قال لك ايه نلعب بقى على حته اللعيبه، يعني ابتدوا على حته الضغوط والاصابات وبتاع. طب ما مش جايبه فايده قوي، لكن نتكلم بقى ايه عايزين نهد استقرار الفريق ده من جوه. الغريبه
ان اللي بيطلق الشائعات دي او اللي بيطلقها من بره هو طبعا مش ممكن يكون اهلاوي. مش ممكن. هو عنده مشاكل وازمات كتير جدا 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 في ناديه او في الحته اللي هو فيها، لكن عايز ايه؟ يصدر لك المشاكل دي. انت كجمهور نادي اهلي لازم افكر في الكلام اللي بيتقال. يعني حتى لما حد يقول لك كده ان حسين الشحات مش عارف ايه، بدل ما تقول له اه يا عم ده احنا مش، طب لما حسين الشحات اصلا مستر موسيماني مش عاجبه حسين الشحات بيلعبوا ليه؟ قول له كده. يعني اللي بيتكلموا دول لما هو الراجل دوت مش عاجبه ده ليه مصمم عليه كل ماتش؟ ما انت يعني اديني عقلك. لكن احنا على ثقه تامه بان جمهور النادي الاهلي ورا فريقه، واحنا اتعودنا كلعيبه طول عمرنا ان جمهور النادي الاهلي على الحلوه والمره معاه على طول. احنا بندعم كجمهور نادي الاهلي وواجبنا هنا في قناه النادي الاهلي وكجمهور نادي الاهلي ندعم كل اللاعبين من اجل الدوري الممتاز. وعلى فكره مش من اجل الدوري الممتاز بس، وكمان كل البطولات اللي بيخش فيها النادي الاهلي ودوري ابطال افريقيا. وعلى فكره كمان جمهور النادي الاهلي طول عمره ورا النادي الاهلي حتى لو ما بيجيبش بطولات. في المحن وفي الازمات وفي الصعاب جمهور النادي الاهلي هو نمره واحد بعد ربنا ورا لعيبه النادي الاهلي وورا النادي الاهلي في كل الالعاب مش في الكوره بس. احنا بنلعب في كذا بطوله وعندنا ضغوط جامد جدا، ولكن احنا عندنا امل في ربنا وعندنا امل في لاعبتنا وعندنا امل ان جمهورنا اللي ورانا طول عمره اللعيب نمره واحد هو ده اللي يفضل ورانا. كسبنا خسرنا اتعادلنا ما جبناش بطولات جبنا بطولات، انت ورانا على طول. جمهور النادي الاهلي ورانا على طول، جمهور النادي الاهلي على الحلوه والمره معاه. ليه لا؟ لان احنا طول عمرنا واخدين على ان جمهور النادي الاهلي هو ده حما النادي الاهلي. احنا نادي البطولات وجماهيرنا اتعودت على كده، ولكن جمهورنا واعي جدا وجمهورنا زي ما قلنا في اي وقت معانا واي وقت مع لعيبه النادي الاهلي ومع رئيس مجلس اداره النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي ومع الجهاز الفني لجميع الالعاب مش الكوره بس. نروح بقى الماتش النهارده، وزي ما احنا عارفين او زي ما قلنا دي بطوله خاصه بين الاهلي والزمالك، ما لهاش علاقه باي حاجه خالص. هي مباراه في نفس الوقت بثلاث نقط، وان شاء الله ان شاء الله تكون من نصيب النادي الاهلي. ولو النادي الاهلي ان شاء الله كسب النهارده هيقرب من القمه شويه، خصوصا ان في كمان مباراتين مؤجلتين، وده اللي بيفرق بينه وبين المنافس. ماتش مهم جدا 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 محتاج تركيز. لعيبه النادي الاهلي عندهم حافز كبير جدا جدا النهارده، لان اي لعيب هيلعب مباراه قمه هيكون عنده حافز بدون بقى ايه مكافئات. اللي يقول لك مش عارف اترصد 30,000 مش عارف لمين عشان لو كسبوا النهارده، واللي رصد 50,000 عشان، لا لا لا، احنا ما عندناش في الاهلي الكلام ده. احنا النادي الاهلي الطبيعي ان في ماتشات القمه لما تيجي تلعبها دي اكبر مكافاه ليك. ده يوم من يوم ما شفناها ليها طابع خاص، بطوله خاصه. اللي بيلعب النهارده دي بطوله خاصه، مش يقول لك لو كسبت النهارده تاخد مكافاه ولو كسبت النهارده هديك كذا. ما عندناش احنا الكلام ده، لان اللعيبه بتاعتنا لما بتنزل الملعب في اي ماتش دي مكافاه. فما بالك بقى بلقاء القمه، دي مكافاه خاصه، مش مستنيين فلوس. لعيب النادي الاهلي مش مستني فلوس، لعيب النادي الاهلي بيلعب للفانيلا، بيلعب للنادي. ان شاء الله ماتش النهارده كلنا، كل لعيبه النادي الاهلي وكل جمهور النادي الاهلي جاهز للمباراه دي. ولعيبه النادي الاهلي يمكن دخلوا معسكر مبكر قبل اللقاء ب 48 ساعه، وكل اللعيبه عندهم حافز كبير جدا للمشاركه في اللقاء. احنا باذن الله كل اللي نتمناه النهارده ان القمه المصريه دي تطلع بصوره مشرفه لمصر وللناديين. تعالوا نروح نشوف الدكتور اشرف صبحي قال ايه عن لقاء القمه قبل مباراه اليوم. مباراه القمه ده فيها قطبي الكره المصريه، كلنا لازم يعني كلا يعني في نطاقه
كل جمهور يشجع ويحب النادي اللي بيحبه، غير ان ما يكونش فيه خروج عن القاعده العامه. اي مباراه بصفه خاصه كره القدم، واحنا بنتكلم تاني على اكبر حدث موجود على المستوى المصري والعربي والافريقي، قطبي الكره المصريه، كل مباراه بيكون توقعها يا فوز يا تعادل يا هزيمه. بذل الجهد من خلال اللاعبين في الملعب، احنا نشجع يعني كل الناس تشجع، لكن ان شاء الله تطلع على المستوى اللي احنا نراه من حيث الشكل والمضمون، ونتمنى التوفيق للجميع. شكرا. طبعا زي ما قال الدكتور اشرف صبحي، مباراه مهمه جدا ونتمنى انها تخرج بصوره مشرفه. وعايز اقول لكم حاجه، يعني هو يمكن في بعض الجماهير متعصبه جدا، انما معظم اللعيبه حبايب جدا مع بعض. يعني احنا طول عمرنا هفتكر اقول لكم مباراه من ضمن المباريات وهذكر فيها اسماء. الكلام ده كان سنه 87 بالظبط، كان 22 ابريل سنه 87، كان نهائي دوري بين الاهلي والزمالك، كان بين الاهلي والزمالك. الاهلي كان يكفيه التعادل والزمالك كان لازم يكسب المباراه دي. المهم احنا الحمد لله رب العالمين كسبنا 2-1، وربنا وفقني في المباراه ديت، وانا اللي سجلت الهدفين طبعا بمعاونه زمايلي. انا يعني حاجه بسيطه جدا ان هو انا بجيب جول، تبقى حاجه بسيطه جدا، لكن زمايلي هم اللي عاملين الشغل كله. المهم حصلت في نهايه المباراه، قبل نهايه المباراه بحاجه بسيطه، كان حكم اجنبي، قبل نهايه المباراه بحاجه بسيطه حصل، كان الكابتن مصطفى عبده هو كابتن النادي الاهلي في المباراه دي، حصل كده بعض المناوشات بينه وبين بعض لاعبي نادي الزمالك اللي انا بكن لهم كل تقدير واحترام، لانهم احنا كنا مع بعض في منتخب عسكري في منتخب مصر، كنا بنخلص المباراه من هنا وبعدين نطلع كلنا على معسكر واحد. يعني ممكن مثلا انا ابقى مثلا مع احمد رمزي لاعب نادي الزمالك في اوضه واحده، ممكن انا والكابتن مثلا طارق يحيى في اوضه واحده، انا وحماد عبد اللطيف في اوضه واحده. المهم حصل خناقه جامده بين بعض لعيبه نادي الزمالك والكابتن مصطفى عبد. الخناقه دي كان فيها من الطرفين يعني بعض المناوشات، حصل خطا يعني احد لعيبه نادي الزمالك يعني بصق عليا على وشي، وانا بكن له كل التقدير واحترام، وكانت علاقتي بيه مش عايز اقول لكم هايله، لا فوق الممتاز. كنا بنطلع من المنتخب العسكري او منتخب مصر بنيجي على ماتشات الاهلي والزمالك نلعب ضد بعض، وبعد الماتش نسلم على بعض. قبل الماتش ما ينتهي حصل الموقف ده، انا فوجئت. يعني هو حصل بعض التطاول ضد الكابتن مصطفى عبده، فانا رحت بقول يا جماعه اللي بيحصل ده عيب، ده كابتن مصطفى كابتن مصر. فالمهم كانت يعني حصلت حاجه مش كويسه بالنسبه لي، فانا ما اتكلمتش. والله انا كل اللي انا قلته قلت له ماشي، الله يسامحك يا عم انت زي اخويا. بس طلعنا من المباراه ديت على مباشره، ما روحتش البيت، طلعت المباراه دي مباشره على معسكر المنتخب العسكري. المهم لقيت حد بيخبط على باب الاوضه، لقيت احد لاعبي نادي الزمالك اللي هو عمل معايا الواقعه ديت، وانا بكن له كل التقدير واحترام، وانا لحد دلوقتي على صله وثيقه بيه، وجاي بيعتذر لي وقال لي ايمن انا مش عارف انا عملت كده ازاي، انا اسف جدا جدا جدا، وارجو انك تقبل اعتذاري. وجه بس دماغي، احنا اصلا كلعيبه ولعيبه النادي الاهلي بصفه خاصه لعيبه النادي الاهلي عندها حته التسامح دي بطريقه رهيبه، طول عمرنا متسامحين، طول عمرنا ما بنسقش لحد وملناش دعوه بحد، احنا لينا فرقتنا وبس. وجمهورنا نفس الحكايه، اتمنى ان جمهورنا ما يصدقش الشائعات اللي بتتقال عننا، اتمنى ان جمهورنا يفضل ورا فرقته لحد نهايه المطاف، ما يهمناش في نص السكه تحصل شويه مطبات شويه صعوبات، لا، ما انا كجمهور مش معاك على الحلوه بس، انت كجمهور عودتني ان انت على الحلوه وعلى المره معايا. طيب انا خلصت كل اللي عندي،
هنطلع بقى دلوقتي لفاصل وبعدين نرجع نستقبل ضيوفنا الكبار ونجومنا الكبار اللي هيشرفونا النهارده، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء ميهوب، كابتن عادل عبد الرحمن، والكابتن احمد بلال. ارجوكم انتظرونا. بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، بنرحب بنجومنا الكبار اللي مشرفينا النهارده، كابتن شريف عبد المنعم. اهلا وسهلا بحضرتك. انا كابتن ايمن، بالتوفيق ان شاء الله. والله انت اللي منور. الله يخليك. كابتن علاء ميهوب، اهلا وسهلا بحضرتك، منورنا. اهلا بيك يا ايمن، ربنا يخليك. كابتن عادل عبد الرحمن، منورنا يا كابتن. اهلا وسهلا كابتن ايمن، اهلا بيك. كابتن احمد بلال، اهلا وسهلا بيك كابتن. اهلا بيك كابتن ايمن، ربنا يخليك. الله يخليك، منورنا. كابتن شريف، قبل ما نروح للماتش سريعا، واحنا عارفين ماتشات القمه دي بطوله خاصه، ايه رايك في الضغط اللي بتعمل اليومين اللي فاتوا على الكابتن امين عمر؟ لا، ما هو انا سامع ان كابتن امين عمر بيدي ضربات جزاء كتير قوي للزمالك، وفي نفس الوقت بيقول عليه اهلاوي. فتضربت الامور عليه يعني كتر، يعني ربنا يكون في عونه. احنا جبنا الارقام كمان، بقول لك ربنا يكون في عونه. فالنهارده يقدر كابتن امين عمر يثبت ان خلاص تحكيم المصري بخير، وتقدر مباراه القمه واي مباراه ليها شكل حساس في الدوري او في اي حته، انتهينا بقى موضوع الحكم الاجنبي ده. فهم بايدين الحكام النهارده بالهدوء اللي شفناه. محمود البنا عمل مباراه عظيمه، خدت بالك؟ وبيعمل مباراه احنا كلنا بنشيد بيه، بنقول عليه دكتور في التحكيم، راجل هادي وبيدي قرارات، ما فيش انتماءات، ما تحسش ان في اي حاجه، كل واحد بياخد حقه. فبالنسبه للتحكيم والحاجات دي كلها في ايد الحكم وهدوء الحكم، وما يتاثرش باي كلام. زي ما انت قلت لي دلوقتي ان الدنيا مقلوبه في السوشيال ميديا، عايزين يعملوا اي حاله عشان بس ما لو حسب ضرب الجزاء هنا لازم يحسب ضرب الجزاء هنا، لو فاهم قصدي. فبيبقى الشكل ده احنا متعودين عليه، مش من دلوقتي يعني، احنا عايزين من زمان قوي يعني، قديمه قوي يعني. فبالتوفيق لكابتن امين عمر النهارده ان شاء الله، وتبقى قمه مصريه باذن الله في كل شيء يعني. صحيح. كابتن علاء، شايف ازاي تبقى واخد حقك وزياده، وحتى الاخطاء اللي بتحصل في صالحك، وطالع عمال توجه كلام وضغوط على حكم مباراه النهارده، وتتهمه كمان بانه اهلاوي؟ ما هي بص يا ايمن، هي بتبقى دي الحرب اللي بره الملعب، وغالبا هو بيركز فيها قوي لان هو ما عندوش ثقه في الحرب جوه الملعب، فبيبدا يعمل ضغط على اسباب ممكن تحصل، ان ممكن ده الحكم مش الحكم، يعني كلام
في 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 علم الكره الوقت بقت قديم قوي وما بتعملش على فكره النتيجه. وشاف ان الحكام حته الضغط عليهم دي لا هو شاف يعني المباراه اللي بيتكلم عليها كابتن شريف الكابتن البنا اداره بامتياز. وبعدين في عنصر دايما مهم جدا وفي صالح الحكام، مفيش جماهير صح، دايما اللي يبقى الضغط بقى على الحكم مع الجمهور نفسه، جماهير اذا كان اهلي او زمالك هي بتبقى عامله الضغط على الحكم، لكن الحكام المصريين في بعض بيتاثر وفي بعض لا اللي شايفه صح بيحكمه. يعني المباراه السابقه في بنالتي حسب على النادي الاهلي، النادي الاهلي ما اعترضش على حاجه خالص، الموضوع تماما وثقه كامله في الحكام. النادي الاهلي ما عملش ضغط على الحكام لان هو النادي الاهلي عنده ثقه في لعيبته، هو عنده الضغط اللي بيعملوه في الملعب، ضغط بره الملعب ده هيجي عليه وقت 9:30 ملوش لازمه. ده انا عايز اقول لك حاجه يا كابتن، احنا طول عمرنا ودي سمه لعيبه النادي الاهلي، حتى لما بنيجي بنعترض على حاجه الاعتراض بيبقى بكل ادب في الملعب. دي طبيعي، لا ده اذا كان لعيب او اداري او حتى حد بيتكلم باسم مجلس اداره النادي الاهلي بتلاقي الموضوع اولا محترم جدا وطالع بصيغه رسميه، مش اي حد بيطلع يتكلم. وده النادي الاهلي ايمن، ما هو النادي الاهلي غير حته الملعب وكوره وبطولات، ما هو ده النادي الاهلي في احترامه وفي ادبه وفي تقاليده وفي عاداته، حتى ما بيجي يتكلم او في حاجه عايز يعترض عليها ما بيطلعش واحد كده لوحده زبوط. انا بقول كذا، لا بتلاقي في مجلس اداره، في اجتماع، وتلاقي في بيان رسمي بيطلع بمنتهى الاحترام وبيقدر الناس كلها، عشان كده هو ده النادي الاهلي. صحيح. عشان توصل للنادي الاهلي يا ايمن الموضوع مش موضوع كره وبطولات، عشان توصل للنادي الاهلي انت قدامك عمر كبير جدا عشان توصل لكيان النادي الاهلي نفسه. الكلمه مش سهله، كيان النادي الاهلي ده مش كلمه بتجيش كده، ما بتجيش على فكره من سنه واثنين وثلاثه او مجلس اداره لا 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 لا، دي مجلس ادارات متعاقبه وكله بيجي سبحان الله على نفس المبادئ ونفس الكلام بتاع النادي الاهلي، انك انت بتعمل كل حاجه عشان ازاي النادي الاهلي ده في اعلى مكانه بغض النظر عن الاشخاص نفسها. عشان كده بقول لك هو ده النادي الاهلي، اتكلم واعمل كل حاجه، لكن انا دايما ردي في الملعب، انا عندي ثقه في الملعب، بره الملعب بقول لك هنتكلم والسوشيال ميديا والدنيا هتقلب لحد 9:30 او حكم يصفر صح، 11 ضد 11 اتفضلوا. وخلي بالك احنا بنحترم جدا جدا طول عمر النادي الاهلي بيحترم ويقدر الحكام المصريين، وعمرك ما اتكلمت على الحكم واحد. بقول لك يا ايمن المباراه بتاعت كابتن بنا بقول لك بنالتي مفيش حد اتكلم فيها مظبوط، مع ان عارف لو كان حصل حاجه ثانيه كان، لكن هو ده النادي الاهلي ايمن، انت النادي الاهلي كل واحد دي منظومه كبيره قوي بسرعه كده، واللي بينجح المنظومه دي كل واحد عارف انا ايه دوري في الحته دي، عشان كده هو النادي الاهلي كده. صحيح كابتن عادل، طبعا بعض الحكام بتتاثر بالضغوط دي طبعا، يمكن الفتره الاخيره حتى اخطاء الحكام اللي هي غير متعمده، يعني احنا بنقول هنا دايما غير متعمده واحنا حاطين ثقتنا في الحكام المصريين، ولكن كلها في اتجاه واحد، حتى الاخطاء بتخدم الخصم قبل ما بتخدمني، بالعكس دي بتضرني، عشان كده النادي الاهلي طالب بحكام اجانب. طب بص يا كابتن، خليني الكباتن اتكلموا، الكابتن شريف والكابتن علاء اتكلموا في جزئيه بالنسبه للضغوط بتاعه الحكام، وازاي الساعه 9:30 زي ما الكابتن علاء قال ان الموضوع بيبتدي والمباراه بتبتدي. خلينا ناخدك لجانب اخر، عارف ايه هو؟ انه في النادي الاهلي دايما اللي بيتكلم عن الكوره ومش مجالس ادارات ولا ناس بره منظومه، يعني بره بيديروا الكره بس من بره ما لهمش بالقرار ان هم بيتكلموا، لكن في اماكن اخرى مباح ليهم ان يتكلموا في اي حاجه، عشان كده التخصصات والشماعات بتتعمل. خلي بالك هو نوع من الشماعه المسبقه في اي وقت بيتقال على الحكام المصريه ان لو جبنا حكام مصريه هيساعدوا النادي الاهلي، رغم ان انت لو مسكت مثلا النادي الاهلي السنه دي كام بنالتي وضربات الجزاء، ضربات الجزاء جبت الاحصائيه هتلاقي 2-3 للنادي الاهلي و10 للنادي الزمالك، 2 للنادي الاهلي او 2 للنادي الاهلي ولا 3 للنادي الاهلي، 3 للنادي الزمالك و10 للنادي الزمالك. عارف لو حصل العكس كان زمانهم قالوا عليك ان انت حتى الفار كمان يا كابتن، وانا بقول لك امتى الفار يخلي عنده دم ويروح للاهلي ويبحث حالات الاهلي؟ عمره ما بحث حالات الاهلي. بص ركز يا كابتن في الموضوع ده، الحكم اي كوره سهله على النادي الاهلي يجري بره يتفرج عليها الاول، اي كوره للنادي الاهلي يعني يوم لما بيروح للفار كل 3 ماتشات بيروح مره. الراجل ده لو لعيب عطس من النادي الاهلي هيروح يبص في الفار، وبيروح ليه؟ لان هم مش ضغط ولا حاجه، هو دايما القوي والبطل لما تدي عليه حاجه انت فاهم هتتصيد اكتر، وده فكر ودي مدرسه انت فاهمني. ولكن الحكام بقى نرجع، في حكام ما بتخافش
وفي حكام بتشوف اللي قدامها وفي حكم من الحكام اللي مثلا اللي احنا المباراه اللي فاتت شفنا احسن من الحكام الاجانب اللي جم حكموا مباراه قمه 10 سنين اللي فاتت. صحيح. عارف ليه؟ رغم انه حسب على النادي الاهلي بنالتي. أيوه. وبنالتي ممكن يمشي يعني هو بنالتي حقيقه، لكن في البنالتي في فكر عالي قوي من الحكم ومن الفار انه يجيبه. أيوه. ادعى لعلي لطفي ما ادهوش على اللعيب رامي ربيع. أيوه. ولكن في الاخر احنا عاوزين نتكلم مين اللي بيتكلم وبيضغط الحكام. ناس عف عليهم الزمن في الكوره، بعاد قوي عن الفكره، اصله في حاجات جديده نزلت السوق وما مش عارفينها. انت عشان تضغط حكم ما تبينش قوي انك انت بتضغط، بالعكس انت تلمح من بعيد وتدي وعيد بس. يعني اللي هو ايه، نرجو ان الحكم يبقى كويس. نرجو ان يشيل فكره اللي هي بيتقال عليها انه بيساعد الاهلي، يدي الفرقتين حقهم. يدي الفرقتين حقهم. ده الفكر الجديد، لكن القديم بقى الحكم يسلمنا والحاجات دي. ايه بلدي قوي يا حسين. لا بص يا كابتن، يعني عايز اقول لك حاجه. كابتن علاء قال كلام حلو قوي عجبني، لك لسه بدري قوي عشان يروحوا للنادي الاهلي، مش عشان بننتمي له. لا، التخصصات، احنا بنؤمن بالتخصصات. يعني تلاقي من اكبر راس في النادي ما يتكلمش في حاجات مش بتاعته، الاقل واحد في النادي ما يتكلمش في حاجات اكبر منه. في تخصصات وهي دي الاداره الممتازه. وانت المشكله كره القدم، انا بقول لك بمنتهى الامانه، معظم لعيبه مصر بقى شبه واحد. معظمهم كلهم متشابهين، ما عدا ادارات هنا وادارات هنا. هنا بيهيئ لك المجال وهنا ما بيهيئ لكش المجال. صحيح. هنا بيبقى في استقرار، هنا ما بيبقاش في استقرار. صحيح. ولكن في الاخر عاوز اقول لحاجه، الحكام لازم سمعتنا تبقى كويسه. صحيح. الحكام لما يحكموا اهلي والزمالك سمعه الحكم المصري كويس، لان دي هي سمعه الحكم المصري كويسه. عادل اكيد. بدليل دايما بتفرج لما بيعوزوا حتى مباراه خارج في افريقيا ولا هنا، مباراه صعبه جدا، بيلجأوا الحكم المصري. بس انت عارف يا كابتن علاء اللي بيحصل لما يجي انت بره تقول مباراه اهلي والزمالك بحكام اجانب، يطلع في دماغك على طول ان عدم الثقه في الحكم المصري. فلما الحكام المصريه هي اللي بتحكم اهلي وزمالك اكبر درب في العالم العربي مثلا، يبقى انت حكامك بخير. صحيح. هتلاقي الايام الجايه هيديهم بيشيلوا عنهم الحرم. بس خد بالك كابتن، برضو الكلام ده ما جاش من فراغ. يعني الكلام ده جه سنين سابقه كان ما فيش ثقه في الحكام، وفي نفس الوقت الاختيارات غلط. انت برضو زمان ما كانش فيه الاختيارات الصائبه، ما كانتش الاختيارات الموفقه بالنسبه لك. كان برضو المعايير بتاع الاختيارات بتاعه الحكام برضو ما كانتش على ادق حاجه. النهارده مثلا لما يبقى عندك الجاب الكبير اللي بتتكلم فيه ده 10 بنالتي للزمالك مقابل 2 للاهلي، ومع ذلك النهارده مين اللي طالع في الجرايد بيتكلم مقابل 3، اسف يا كابتن، مقابل 3 للاهلي، ومع ذلك مين النهارده اللي بيقول لك احنا الحكام وخايفين وقلقانين ومرعوبين؟ هم مسؤولين نادي الزمالك. بس في نقطه حلوه قوي لصالح الحكام دلوقتي، ان زي ما الكابتن علاء قال ان عندهم فرصه كبيره. المباراه من غير الجمهور ده كان 120 الف متفرج بيتفرجوا علينا، الحكام تنزل تموت تترعب. لا بيبقى ضغط ضغط، لكن دلوقتي مفيش. فانا اقدر اقول لك انه في، احنا بناسس لحاجه جديده. انا بتكلم عشان كره القدم في مصر وصناعه كره القدم في مصر، لان الحكم من اكبر العناصر المؤثره في صناعه كره القدم. صحيح. طب كابتن بلال، من الضغوط اللي بتتعمل على الحكم اليومين اللي فاتوا دول، ازاي الحكم ينزل يتخلص من الضغوط دي بمجرد ما ينزل الملعب؟ خد بالك، بص، يعني هي ثقه الحكم في نفسه وفي امكانياته وفي قدراته، زي لعيب بالظبط. انا النهارده انا داخل بلعب مباراه قمه كلاعب، يعني بتكلم كلاعب، لو انا ما عنديش ثقه في امكانياتي وفي قدراتي وعندي ثقه في زمايلي نفسهم، مش هعمل مباراه كبيره. صحيح. لو عنصر من العناصر اللي انا بمتلكها، المميزه اللي بمتلكها، قل بالنسبه لي، مش هعمل مباراه جيده. كذلك الحكم، لو انا النهارده ما عنديش ثقه في امكانياتي الفنيه، ما عنديش ثقه في قدراتي البدنيه، دي حاجه مهمه جدا. مزبور. ما عنديش ثقه في الاثنين اللي موجودين معايا المساعدين، هعمل مباراه غير جيده. يعني هعمل مباراه سلبيه، هيبقى عندي مشاكل كبيره جدا. المهم يبقى عندك ثقه في نفسك. كابتن قالوا ان النهارده انت بتلعب من غير جمهور، تمام؟ وانت بتلعب بجمهور ممكن تحسب الحاجه صح 100%. وجمهور معترض عادي جدا. تمام. الثبات الانفعالي بتاعك موجود ولا مش موجود؟ عندك ثبات انفعالي ولا لا؟ مزبوط. دي مهمه جدا جدا بالنسبه للحكم. لو صفرت كوره مثلا وجي مدير الكوره اعترض، ولا اللعيب نفسه اعترض، ولا الفرقه كلها اعترضت، النهارده الحكم في عوامل مساعده. زمان ما كانش فيه كده. زمان كان ممكن تحسب بنالتي خلاص انتهى، هو قرار واحد. صح. ما بترجعش فيه، وكانت كارثه بالنسبه للحكم. فالنهارده عندك عوامل مساعده، فالحكم اصبح
يعني الامر بالنسبه له يكاد يكون سهل. الكارت الاحمر بيساعدك فيه الفار، البنالتي بيساعدك فيه الفار، يعني في حاجات كتيره جدا جدا عامل مساعده بالنسبه لك. فلو انت ما استغلتش امكانياتك الفنيه، رؤيتك في الملعب، تحركاتك الجيده، ثقتك بنفسك، يبقى ما ينفعش تتحكم في الوقت اللي احنا فيه ده. في الوقت اللي احنا فيه ده يا كابتن، يعني النهارده معلش النهارده كابتن علاء مثلا بلال شريك كابتن شريف، كابتن امين عمر على فكره الحكام الممتازه بغض النظر عن مباراه النهارده، يعني طبعا خلي مباراه النهارده على لوحدها، لكن هو طبيعي ان هو المباراه جيده يعني دايما تشهد له بكفاءه. يعني هم معترضين عليه يمكن عشان شبه شادي، شبه شادي بس شادي خلاص وبعدين اهلاوي وزملكاوي اعتراض ابدا، طول عمر الكوره فيها حكم اهلاوي وحكم زملكاوي طبعا صح، بس مجرد ما بينزل الملعب خلاص دي مهنه الانتماءات. هل النهارده يا كابتن معلش النهارده لو حكم امين عمر النهارده واجاد زي ما قبل كده البنا اجاد، هل مش كلنا هنرفع له قبعه؟ طبعا. هل مش ده هتتحسب نقط بالنسبه له؟ هل مش ممكن يتم اختياره في افريقيا للبطولات الافريقيه ويبقى من ثم كاس العالم وبعد والبطولات الاولمبيه وما الى ذلك؟ هو مش البنا وضع طبيعي كابتن، كابتن محمود البنا لما حسب علينا بينالتي مش اشدنا بيه في نهايه المباراه؟ طبعا طبعا، وادى اداء جيد جدا وكان اداءه رائع جدا. انا بشوف الحكم اللي يعني يخيب او يخطئ مع الفار ما يعني المفترض ما يكونش له وجود على ساحه التحكيم. صحيح. اه والله العظيم مش معقول، اصل انت النهارده يعني معاك عامل مساعد مهم جدا في الكارت الاحمر وفي البنالتي، يعني اهم قرارين في الماتش. صح. اهم قرارين اللي ممكن يحصل فيهم جدل بالظبط، اللي هم فيهم مشاكل، انما مثلا فاول في نص ملعب ملحوقه معقوله يعني مقبوله مبلوعه تمام مش مؤثره. لكن النهارده لو انت وخد بالك كابتن في بعض الاوقات وبعض الحالات بتعتمد على ذكائك وفكرك انت، ان انت في النهارده في كوره كابتن زي كوره الزمالك كده مثلا، الزمالك كان اللي هي سموحه زمالك وسموح في ايده كده جريش مصفر بنالتي، طب ما دي مش بنالتي، ما دي بقى ترجع لخبرتك انت كحكم ودراستك للقانون الجيد وقرارك تمام قرارك اللي هو ما بخافش خلاص انا شايفها ان هي مش بنالتي زي ما بيحصل في كل اوروبا يلا مش لازم ترجع في لا انت قصدك على الماتش اللي قبل اللي فات قبل اتكلم على البنالتي كان ماتش سموح هو ماتش سموح يعني في اوقات انا بشوف في اوروبا مش لازم يرجع للفار خلاص هو قرار صح. هو شايف صح. ومهما اللعيبه اعترضت مفيش هو انا خدت قرار السليم لان انا عندي الرؤيه السليمه المظبوطه مظبوط تمام انما النهارده كل كره ما هو كل لعيب النهارده عايز يقع في ال18 عايز الكره تخبط في كتف اللعيب عايز يجري يشوف الفار والنبي يا كابتن احسب لها بنالتي لا الكلام ده مش لا وعارف ايه بقى مش سليم. الايام دي اللي بيحصل ان هم الحكم والفار بيورطوا بعض يقول له تعالى اتفرج يعني في حاجات تبص تلاقي يقول له صاحب القرار بقى الفار بقى صاحب القرار لا هو اللي صاحب القرار هو لو شاف لانه صح. الحكم بياخدها في ثانيه في الملعب لكن انت ممكن دلوقتي انا بتكلم على الحكام القدام بيحسب القرار في ثانيه طبعا لكن دلوقتي الحكم الالماني عندك خمس دقائق اشهر حكم دلوقتي تقريبا من اشهر حكام في العالم الحكم الالماني مش فاكر اسمه ايه في اكتر من يعني في اكتر من كوره في بطوله اوروبا كل اللعيبه بتجري عليه خلاص لا انتهى الموضوع خلاص. مش هرجع لحد انا شايف انا قدام الكوره امبارح ريال مدريد بيلعب على البطوله جاله بنالتي لا بص جاله بنالتي يا كابتن انت تمام وهو كان في بنالتي قبله ليهم وهو راح ببنالتي الحكم عمل ايه في الاخر ادى البنالتي لاشبيليه وخسر بنتين ريال مدريد في الصراع طبعا حكم بجراءه قلب قوه هي كده لازم هو بقول لك ايه لو ما فيش انتماءات والراجل ماسك الصفاره ونادي يحكم طبيعي الشغل بتاعه زي ما علاء ده حكم كويس جدا ما عندناش مشاكل في اي حاجه صحيح. اللي يتكلم يتكلم بقى واللي يقول صحيح. يقول لان عمرنا ما هنتقدم بقى بالشكل ده هنفضل بقى نقول تاني للناس اللي هي كانت عايزه حكام اجانب ومش حكام اجانب لا احنا ماشيين كويس اهو الحمد صحيح. لله طيب قبل ما نخش بقى على اجواء المباراه تعالوا مع بعض نروح لزمايلنا الاعزاء فاروق صلاح وكريم احمد من ملعب المباراه ونشوف اخر التطورات للاهلي والزمالك اتفضل يا فاروق ليك كابتن ايمن وكل التحيه لكباتننا الكبار كابتن شريف عبد المنعم والكابتن علاء ميهوب والكابتن عادل عبد الرحمن والكابتن احمد بلال ويعني استوديو مدجج بالنجوم وكل التحيه طبعا لكل مشاهدينا مشاهده ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان وباذن الله وبمشيئه الله القمه 122 تكون باللون الاحمر وكل التوفيق لفريق النادي الاهلي يعني خليني اقول لك يا كابتن ايمن لدى وصولنا يعني الاستاد القاهره اللي بيتزين النهارده لاستقبال للقاء القمه 122 بين الاهلي والزمالك طبعا النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت كان فارض حاله من السريه على تدريبات النادي الاهلي طبعا لدى وصولنا للاعبين خلاص في حاله ثقه في حاله تفاؤل في يعني
يعني الكابتن مستر بيتسو موسيماني اشتغل مع اللاعبين على الدوافع النفسيه واستغلال الدوافع النفسيه لمستر بيتسو موسيماني وتفوقه على الزمالك وتفوق اللاعبين على الزمالك في الفتره الاخيره. يعني لدى وصلنا ايضا كان موجود طاقم التحكيم بقياده امين عمر اللي كان حريص انه يتفقد ارض الملعب برفقه يعني الطاقم المساعدين يوسف البساطي وهاني عبد الفتاح واحمد الغندور ومحمود عاشور ومحمود بسيوني. يعني كان ليا اللقاء مع الكابتن امين عمر قال احنا النهارده ان شاء الله نتمنى ان الفريقين يساعدونا ان احنا نطلع بلقاء يليق بكره القدم المصريه وناكد كفاءه التحكيم المصري. لسنا مع احد اهلي او زمالك، احنا النهارده يعني كل فريق هياخد حقه. ايضا كان في حاله من الثقه ايضا عند طاقم المساعدين والمشاورات اللي بتتم ما بينهم يعني لدى وصولهم للاستاد القاهره. زي ما قلنا استاد القاهره بيتزاين النهارده ان شاء الله خلال لحظات مستر بيتسو موسيماني هيعلن التشكيل اللي هيخوض بيه النادي الاهلي هذا اللقاء. زي ما قلنا يا كابتن ايمن ان مستر بيتسو موسيماني كان حريص في الفتره اللي فاتت وايضا اليوم على الجلوس مع اللاعبين وجلسات فرديه زي ما قلنا جمعت بينه وبين جميع اللاعبين سواء السوليه وسواء اليو ديانج سواء محمد مجدي قفشه وايضا محمد شريف وطاهر محمد طاهر، وقال للاعبين لازم نستغل هذه الفرصه ولازم ان احنا نركز ولازم ان احنا نقرب اكتر واكتر بالفوز على فريق الزمالك، وايضا مش عايز اللعيبه تركز خالص في مباراه سان داونز. قال احنا عندنا خطوه مهمه خطوه الزمالك، لما نخلص مباراه الزمالك نبدا نفكر في مباراه سان داونز. طالب من اللاعبين تماما عدم النظر لمباراه سان داونز والانتهاء من مباراه الزمالك ثم ان شاء الله النظر لمباراه سان داونز. انا موجود معاك يا كابتن ايمن لو في اي استفسار او اي تساؤل. دي كانت كل الكواليس من هنا من استاد القاهره الدولي. شكرا جزيلا لزميلنا فاروق صلاح، ومن فاروق نروح لكريم احمد ونشوف اخبار نادي الزمالك قبل المباراه. اتفضل يا كريم. برحب بيك طبعا في البدايه يا كابتن ايمن شوقي، كل التحيه ليك ولكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. قبل طبعا ما نتكلم عن كل الاخبار والكواليس الخاصه بهذه المباراه، كل التوفيق النهارده للنادي الاهلي في مباراه غايه في الاهميه وغايه في الصعوبه، هتفرق مع النادي الاهلي بشكل كبير جدا سواء في بطوله الدوري العام ومنها التحدي الاكبر ان شاء الله في البطوله الافريقيه. تلاحم كبير وضغط كبير للمباريات، لكن ان شاء الله باذن الله توفيق يكون مع لعيبتنا النهارده باذن الله. الثقه بناكد عليها في كل مره، الجهاز الفني يا رب يكون حضر اللاعبين بشكل جيد، وايضا كمان تكون رغبه ودوافع كبيره جدا للنادي الاهلي في 90 دقيقه بنتمناها ان شاء الله تكون من نصيب النادي الاهلي. نقاط المباراه تكون ايضا كمان من نصيب النادي الاهلي والاداء المميز اللي بيتمناه كل جماهير النادي الاهلي. متواجدين يا كابتن ايمن كالعاده طبعا في استاد القاهره اللي بيستقبل هذه المباراه. وصل الفريقين بالفعل يمكن النادي الاهلي وايضا كمان نادي الزمالك. احنا عارفين طبعا يعني يمكن النادي الزمالك بيتصدر طبعا جدول بطوله الدوري العام، لكن هذه المباراه ليس لها حسابات على الورق ولا الارقام، ولكن حساباتها تكون في المستطيل الاخضر ان شاء الله. النهارده ثلاث نقاط دول هيساعدوا النادي الاهلي بشكل كبير، هيقرب ويتصدر من جديد باذن الله لبطوله الدوري العام، وده الشكل الطبيعي والعرف المعتاد عليه من جمهور النادي الاهلي. النهارده يمكن مستر باتريس كارتينون كان حاضر لعيبه النادي الاهلي لعيبه نادي الزمالك بشكل جيد جدا طبعا للمباراه. يمكن هو دخل معسكر مغلق ابتداء من يوم الجمعه، جمعه وسبت تدريبات كانت 4 عصرا قبل الفطار. يمكن الراجل بيحاول ان هو يجهز اللاعبين بيلعبهم في اجواء صعبه شويه لفرض مزيد طبعا من التركيز، لكن يعني كل اللي بنتمناه ان شاء الله بالنسبه لهذه المباراه تكون مباراه تخرج باسم النادي الاهلي وباسم نادي الزمالك، ما يبقاش في اي امور تعكر صفه هذه المباراه. 90 دقيقه فقط، الفير بلاي مطلوب جدا، وايضا كمان بنتمنى الحكام وطاقم التحكيم بالكامل يكون فير على الجميع، على نادي الزمالك وعلى نادي الاهلي. لكن لو بنخص النادي الاهلي بنتمنى ناخد حقنا النهارده في المباراه، كل الاخطاء التحكيميه وارده لكن التركيز مطلوب للطاقم بالكامل. يا رب يا رب النهارده ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي يكون في قمه تركيزها ومنتظرين ان شاء الله المسانده الكبيره من جمهور النادي الاهلي، وتوفيق ربنا ان شاء الله يكون معانا ونقدر نحصل على نقاط هذه المباراه. عوده لك يا كابتن ايمن من جديد. شكرا جزيلا للزميل العزيز كريم احمد، وبالتوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله. هنروح لفاصل وبعدين بقى نكمل كلامنا عن احداث المباراه مع نجومنا الكبار، ارجوكم انتظرونا. نرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، مباراه قمه ملهاش اي مقاييس. الفريقين كسبانين اخر ماتشين 2-1، الاهلي كسبان الاتحاد والزمالك كسبان سموحه، وتقريبا النادي الاهلي قدم عرض جيد ونادي الزمالك قدم عرض جيد بغض النظر عن اخطاء التحكيم، ولكن مباراه النهارده ما هياش مقاييس. هل الفرقتين بيسعوا للفوز من بدايه المباراه، ولا هنشوف فريق منهم زي مثلا كارتيرون ما بيلعبش ابدا ضاغط من قدام؟ هل من النهارده ممكن يبتدي يطمع في المباراه من البدايه ويضغط على النادي الاهلي من البدايه؟ بص يا كابتن ايمن، النهارده مباراه اللي هيدافع فيها كويس هو اللي هيبقى له وجود وهو اللي هيكسب. اللي هيستغل انصاف الحلول في الفرص اللي بتجيله اعتقد هو اللي هيبقى على الساحه متفوق وعنده الاسبقيه في الوجود في الملعب. ففي تعليمات النهارده اذا كان كارديرون ده
كان الاول يقول لك ايه، انا هصطاد النادي الاهلي واعمل كونتر اتاك وابتدي ابدله، ده في المباراه اللي هو كسبها او بقت علامه بالنسبه عنده هو. انما لما بنشوف النادي الاهلي هو اللي بيضغط على نادي الزمالك في اول دقيقه وبيروح بتضيع كوره في اول ثانيه وفي ضغط ومعلوم او تعليمات من مدير فني بتاع النادي الاهلي ان هو مش عايز يدي مساحات لنادي الزمالك، مش عايز يدي تفوق ثاني زي ما حصل قبل كده في نص الملعب. فهي انا شايفها طبعا الفرقتين منهكين جدا، ضغط كل 72 ساعه مباراه وخاصه النادي الاهلي. فالنهارده الشكل الانسب والاهدى اللي هيبقى موجود في الملعب اعتقد ده هو اللي هيديك الريزلت، يعني النتيجه هتبقى شكلها عامله ازاي. انا حاسس النهارده ان الشكل الهادي في دفاع المنطقه بالنسبه نص ملعب ودفاع اي فرقه منهم هما دول هيكون لهم التفوق. ليه؟ لان ده اللي بيدي عمليه الثقه نفسها اللي كان للفيرود اللي جاي حاسس ان في ظهره ظهر متين، ستاره قطع كل حاجه رايحه. يعني ليه دايما بنتكلم على ديانج عندنا في النادي الاهلي؟ بيدينا دايما احساس ان هو حتى لو كره اتقطعت مننا ان في حد بيقدر يعمل فولو، بيقدر يجري، بيقدر يجي يمين وشمال، بيخلي السوليه حتى يفكر ينطلق في الملعب زي ما هو عايز بامكانياته اللي هي موجوده. فانا ما بقى يعني ماتش الاهلي والزمالك ما بشوفش غير اداء كل لاعب هو اللي بيحدد لنفسه الشخصيه بتاعته اللي في الملعب. ناحيه الشمال مثلا في نادي الزمالك احنا بنحترمها جدا، اشرف بن شرقي بيبقى موجود فيها، لعيب كويس قوي، فلازم المدير الفني بتاع النادي الاهلي يبقى عارف ان ده لعيب مفتاح لعب نادي الزمالك، يعني نادي الاهلي نادي الزمالك. فمش هينفع ان انا ابقى شايف حاجات في الملعب في نادي الزمالك وحاجات متفوقه وكده وانا مش نازل عامل حساب الحاجات دي كلها. لازم يبقى فيه دراسه فنيه، واحنا كل ما بنيجي ناخد التعليمات بتاعتنا يقول لي مين اخطر ناس في الزمالك، نقول فلان وفلان وفلان، ففلان هيمسك ده وفلان هيحاول يعمل كذا وفلان، واحنا بيقول لك انتوا بقى ان شاء الله مين اللي هيقدر يمسككم انتوا. فبيبقى كل واحد عنده مفاتيح للفوز ومفاتيح للعب ومفاتيح كل حاجه بتبان يا كابتن ايمن زي الماتش اللي احنا اللي فات ده بتبان من اول 10 دقائق. صحيح. الشكل بتاعت اللعيبه نفسها حتى نفسيه اللعيبه في الملعب داخله بمفهوم ايه النهارده؟ هل نادي الزمالك داخل بريفنج وداخل هيضغط هو ويعمل كل الكلام ده، ولاعيبه الاهلي عندها نفس الاحساس، هي اللي بتضغط وهي اللي عندها الشكل ده، عندها انها تخلص الموضوع وتخطف المباراه من الاول، ودايما متعودين ان من النادي الاهلي على هذا الشكل. الحاله بقى اللي هي البدنيه اللي انت خارج منها هي دي برضو اللي بتحدد من المباريات اللي فاتت والمباريات اللي كانت بالنسبه للزمالك والاهلي. يعني احنا شفنا تعادلات وهزائم يعني برضه هم مش مستقرين فرقتين. أيوة. فانت النهارده عشان تبلور انت الناس النهارده هتلعب ازاي هنقول بعد ربع ساعه، وانت هتحس وانت بتتفرج الفرقتين دول شكلهم عامل ايه، الفرقتين دول عايزين ايه من المعطيات اللي في الملعب. وعندهم من التعليمات الكبيره جدا لعيبه النادي الاهلي ولعيبه نادي الزمالك ايه اللي مطلوب من مباراه النهارده. صحيح. فانا مش هقدر اقول لك اقل حاجه ان انا ضامن ان انا هتفرج على المباراه مفتوحه فيها تحفظات من كل اللعيبه الكويسه اللي في الملعب، وان شاء الله يبقى توفيق لعيبه النادي الاهلي بدنيا وفنيا ويقدر يقدموا لنا النهارده مباراه كويسه. صحيح. يعني باذن الله. كابتن علاء، يمكن الكابتن شريف اتكلم على صراع الرغبات بين الاثنين مدربين. طبعا الاثنين مدربين عندهم الرغبات ان هم يكسبوا الثلاثه بونت. طب ولكن كل ما الوقت بيمر والنتيجه بتبقى تعادل، هل ده في صالح حد من الفرقتين؟ يعني حد من الفرقتين ممكن يقول لك لا التعادل بركه احسن من ان انا اخسر الثلاث نقط اخد نقطه ويبقى الوضع على ما هو عليه؟ هاخد اخر سؤال وهكمل لك كام اخر كلمه دي. الزمالك اقرب. الزمالك مش عايز يخسر النهارده. ايوه. يعني النهارده الزمالك لو اخد مش عايز يخسر ثلاث نقاط. يعني ده ممكن يكون شعار كارتيرون. مش يعني شعار كارتيرون النسبه الاعلى مش عايز اخسر النهارده. ليه؟ خسارته النهارده مع المباراه المؤجله للنادي الاهلي بيبعد، هو عارف النادي الاهلي ان شاء الله بقى في مكسب النهارده على المباراه المؤجله وبقى اول الدوري، بقى الموضوع بالنسبه له عشان يوصل النادي الاهلي تبقى صعبه جدا. صعب. دي تفكير كارتيرون، هو مش عايز يخسر ثلاث نقاط النهارده. أيوة. الى جانب ان هو لسه من الدور الاول خسر من النادي الاهلي. فهو بالنسبه له ايمن حسابات مستر موسيماني اسهل من 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 كارتيرون في الحته دي. يعني مستر موسيماني كسبان المباراه الاولى 2-1. الشكل كان الشوط الاول ممتاز، الشوط الثاني الى حد كبير كان يعني الزمالك بدا يخش في المباراه، خرج 2-1 كسب ثلاث نقاط كانوا مهمين جدا. النهارده مستر موسيماني بيحسب على ان هو يلعب على المكسب، عايز ثلاث نقاط. أيوة. كويس، لو ما خدش ثلاث نقاط واخد نقطه مش وحش بالنسبه للنادي الاهلي.
لكن بالنسبه لنادي الزمالك تبقى صعب بالنسبه له ان هو كده بيفقد نقاط، لان هو عارف ان النادي الاهلي هو ليه مؤجلات. عارف لو العكس كان يبقى نفس الكلام، بس عشان الناس ما تقولش انا بتكلم اهلي والزمالك. دايما اللي بقى عنده مباريات مؤجله خصوصا مع النادي الاهلي وعارف مدى قيمه النادي الاهلي، ان بيبقى اول الدوري بيبقى مشكله تحصله تاني، هي دي. لكن هما الفرقتين ايمن وكابتن شريف قال كلمه كده بسرعه، متشابهين في كل حاجه. صحيح. الفتره الاخيره حتى النتائج خلي بالك لسه حتى الاحصائيات لسه قريبه منهم جدا. ما لسه بقول لك يعني اخر مباراه مثلا 2-1 2-1 صحيح، وفرقتين من اسكندريه صحيح مبدئيا بس كده بالصدفه، اتحاد وسموحه ده داخل فيه 13 جول، ده داخل فيه 13 جول، يعني الاحصائيات كلها تلاقيها واحده. الفتره الاخيره تلاقي مكسب تعادل الاداء لا صح. لكن اخر مباراه مثلا النادي الاهلي مع الاتحاد مباراه بعد كده هنكمل الكلام ده، بس نقول تشكيل النادي الاهلي. محمد الشناوي لحراسه المرمى، ناحيه اليمين محمد هاني، ناحيه الشمال ايمن اشرف، الاثنين اللي في القلب رامي ربيعه بدر بنون، خط الوسط الدفاعي عمرو السولية اليو ديانج، ثلاثي الوسط الهجومي طاهر وحسين الشحات على الاطراف، قفشه في وسطهم ومهاجم وحيد محمد شريف. نقولها مره ثانيه، هيبقى الشناوي لحراسه المرمى، هاني وايمن اشرف على الاطراف كظاهرين، في القلب رامي ربيعه بدر بنون، قدامهم عمرو السولية واليو ديانج، ثلاثي الوسط الامامي هيبقى طاهر محمد طاهر وحسين الشحات على الاطراف، في وسطهم محمد مجدي قفشه، وقدام مهاجم وحيد محمد شريف، البدلاء علي لطفي حراسه المرمى، محمود وحيد، ياسر ابراهيم، محمود كهربا، مروان محسن، وليد سليمان، والتر بواليا، صلاح محسن، واكرم توفيق. اتفضل يا كابتن علي. في اخر مباراه مثلا النادي الاهلي مع الاتحاد، مباراه النادي الاهلي اداء جيد، مش عايز اقول امتياز لكن جيد، احسن من المباراه السابقه 2-1، ودي ادي الثقه شويه ايمن، خصوصا انك كسبان الاتحاد فريق مش هين طول عمره. الاتحاد معروف فريق من الفرق الكبيره الموجوده في الدوري المصري، وعنده فرقه كويسه وجهاز فني ممتاز ورئيس نادي يعني حاجه في منتهى قمه الاحترام، ودايما على عينه على فرقته على طول، ودايما تدعيم، ودايما تحس ما بتسمعوش خالص حاج محمد مصلح خالص، بس الراجل بيدعم نادي الاتحاد كويس قوي. المباراه السابقه دي انا بالنسبه لي ادت هدوء شويه النادي الاهلي ودفعه كويسه بغض النظر عن الدوافع بتاع النهارده. ايوه مباراه الاهلي والزمالك مش محتاجه دوافع، هي لوحدها اهلي والزمالك طبعا. لكن انت ما تبقى خارج من مباراه الاتحاد وكسبان 2-1 وثلاث نقاط كانوا مهمين جدا، ومقدم عرض كويس، مقدم عرض كويس، بقول لك مقدم عرض كويس، بيدي ثقه. اول واحد مستر موسيماني، ايوه دي مهمه جدا، المدير الفني يبقى اطمن على لعيبته، اطمن على شكل لعيبته، واللعيب بالتالي الثقه اللي بتجيله بيبقى اهدى شويه، لان دايما جمهور النادي الاهلي بس وبس، دي تحط جنبها تحت مليون خط بيسال دايما عن النتائج وبيحب الاداء، هو خلاص انت عودته على كده. بص يا ايمن، النادي الاهلي سبحان الله كده حاجه لوحده، معود الجماهير على حاجتين مهمين جدا، نتائج ودي الحمد لله وبطولات، لكن كمان بتيجي على فتره انا عايز اداء. الفتره مباراه الاتحاد طمنت الجمهور، طمنت مستر موسيماني، ادت ثقه للعيبه كويسه قوي، دخلته في مباراه النهارده اللي هي برده ما لهاش مقاييس، لا انا داخل منتخب مطمن، مش قلقان، لان غصب عن اللاعب بيسمع يا ايمن، خصوصا في عهد السوشيال ميديا ده بيسمع وبيتكلم واصحابه يكلموه ان الاداء، لكن لما تبقى اخر مباراه انت لعيبه قبل الزمالك انت مطمن، جهازك الفني مطمن، جماهيرك اطمنت على شكلك انك رجعت تاني، لا تخش المباراه بدوافعك الموجوده بتاعت اهلي والزمالك لوحدها، بدوافعك بتاعت الدوري العام، وعامل مباراه انت مبسوط من نفسك. مهم جدا يا ايمن اللعيب يبقى خارج، لعيب الكوره على فكره لعيب الكوره بحاسس بنفسه، انا خارج النهارده مطمن مبسوط، عامل حاسس ان انا اديت كويس او العكس. لكن النهارده مباراه الاتحاد مديها دفعه كويسه قوي لعيبه النادي الاهلي، الدوافع موجوده، مستر موسيماني عايز الثلاث نقاط، عينه على ثلاث نقاط الاول حاجه وده متاكد مليون في الميه منها، ولعيبه النادي الاهلي النهارده عايز ثلاث نقاط مهمين جدا، لان هو بيبص في مباريات ايمن بتفرق معاك مشوار الدوري، واحده منهم النهارده مهمه جدا، النهارده المباراه بتاعت الاهلي والزمالك النهارده ان شاء الله تكسبها، حتى ولو بدري شويه، حتى لو بدري لكن بدري، لكن لما تكسبها النهارده بثلاث نقاط وعندك مباراه مؤجله انت هتبعد وانت دايما كده النادي الاهلي معروف اول ما بياخد الخطوه خلاص مفيش حد ان شاء الله حصله خالص، عشان كده دي اهميه مباراه النهارده. طيب قبل ما نروح للكابتن عادل نقول تشكيل نادي الزمالك، هيبقى عواد لحراسه المرمى، ناحيه اليمين حمدي المسلوسي، ناحيه الشمال ابو الفتوح، الاثنين اللي في القلب محمود علاء والونش، قدامهم اثنين خط وسط دفاعي طارق حامد وفرجاني ساسي، قدامهم اربعه
الاربعه دول هيتشكلوا بقى في الملعب زي ما هنشوف. هنشوف مع ضيوفنا زيزو وشيكابالا على الاطراف، اوباما وبن شرقي. نقولهم تاني، عواد لحراسه المرمى، حمدي المسلوسي ناحيه اليمين، ابو الفتوح ناحيه الشمال، اثنين اللي في القلب محمود علاء والونش، قدامهم اثنين وسط دفاعي طارق حامد وفرجاني ساسي، قدامهم خط الوسط الهجومي شيكابالا وزيزو على الاطراف، وفي القلب اوباما، وقدامهم بن شرقي او العكس. هنشوف مع ضيوفنا كابتن عادل. شفنا تشكيل الفرقتين، والمفروض في البدايه الفرقتين من وجهه نظري هيسعوا للفوز، ولكن الطريقه ممكن تكون مش شبه بعض. يعني احنا عارفين مستر كارترون، وانت عارفه اكتر مني، ما عندوش الجرأة الشديدة انه يبدأ بيهاجم النادي الاهلي من قدام، لكن هل مستر موسيماني هيبتدي ضاغط من قدام كالعادة، ولا هيفكر نفس تفكير كارتيرون؟ هقول لك حاجة كابتن، انا يمكن مستر موسيماني المفترض انه معاه بيلعب مدرب واضح وضوح الشمس. كارتيرون ما عندوش طريقة الا واحدة فقط لا غير، ما بيضغطش من قدام. ما بيضغط، بص كل المباريات بتاعته هيلاعب ريال مدريد، هيلاعب المانيا، هيلاعب اي فرقه في العالم، هو طريقه لعب واحد. مع ان احنا سمعنا له تصريحات غير كده اليومين اللي فاتوا. لا هو بدليل اهو، النهارده بيلعب بدون راس حربه ثابت، بيلعب بالاربعه اللي قدام متحركين، اللي هو اوباما وبن شرقي وشيكابالا وزيزو. ما فيش عنده راس حربه ثابت يعني، اللي هو اللي تقدر تقول يلعب عليه هجمه مرتد، هجمه سريعة. لكن هو هيشتغل ايه اللي جاي، اللي جاي من تحت علشان يعمل دفاع منطقه ويتقدم. دي طريقته، مصدوق ما عندوش، ما بيكمل يعني. انا بكلمك مش مجرد ان انا راجل بحلل بس، انا لعبته، انا الراجل ده لعبته مباريات، انا عارف. فانا بقول لك عليه يلعب قدام. طب هو في ضوء التشكيل ده فرقه صغير، ما انا بقول لك هيدافع كويس، هيعمل زون ديفنس ويلعب على الهجمه المرتده. ما عندوش سوابق واحد ثابت، راس حربة ثابت، يمكن اوباما هو اللي هيبقى اكتر واحد كويس واقف حتة في الراس حربة، لكن مش هيبقى واقف، هيبقى متحرك، لا هو لا شيكابالا لا زيزو ولا بن شرقي. بن شرقي هيكون فين في الوضع ده؟ بن شرقي اكيد بيلعب ناحية الشمال على طول. وبن شرقي عدلته ناحية الشمال، بس هتلاقيه داخل عنده حرية النهارده انه يدخل، لانه هو شوف يا كابتن الاربعة اللي قدام بن شرقي شيكابالا زيزو اوباما هيلعبوا بدون مركزية، لانهم مش محتاجين حد يلعب عليهم الهجمه، لان هم هيطلعوا من تحت. يعني شيكابالا، شيكابالا مثلا هيكون دوره النهارده تحت راس الحربه، تحت راس الحربه زي مثلا قفشه عندنا، زي قفشه، ولكن احيانا لما الكوره يفقدها ممكن تلاقيه في راس حربه وينزل مكانه اوباما. لكن اللي هم اللي هيتطرفوا، الاثنين اللي هيتطرفوا بن شرقي ناحيه الشمال وزيزو ناحيه اليمين. اما شيكابالا و اوباما يمكن هو بيساعد شيكابالا شويه في حته ان شيكابالا يهرب لناحيه اليمين عند زيزو ويدخل زيزو كراس حربه ممكن في اوقات، يعني خلي بالك، علشان هم بيحبوا التجربه وبيتفائلوا دايما باللي بيحصل قبل كده. أيه. يعني بدليل ان هو ممكن يلعب لعيبه لعبت في مباريات اهلي والزمالك كانوا كويسين، وممكن ما يكونش ماشيين كويسه يرجعهم للتشكيل. أيه. زي مثلا شيكابالا، هو متفائل ان شيكابالا جاب جونين في الماتشين الاقرانيين فيقدر يجيب جونين. خلي بالك شيكابالا بص تلاقيه رامي نفسه ناحيه اليمين في البدايه على طول، وهياخد زيزو ويحط زيزو في راس حربه واوباما يبقى تحته. أيه. وبعد شويه بص تلاقي شيكابالا يدخل في نص الملعب تحت الراس حربه ويطلع زيزو بره. لكن في الاخر الامر اللي انا عايز اتكلم عليه، ازاي موسيماني يقابله؟ علشان يقابل طريقه كارتيرون لازم يلعب لعبه هو، ما يضطرش على لعبه. لانه اللي بيلعب على كارتيرون بيخسر، دي حقيقه. يعني اللي هو ايه، اللي هو انت شايفه بيدافع طول الوقت فانت تهاجمه بشراسه. لا، هو انت المفترض انك تلعب معاه بتوازن وتهدى عليه شويه لحد ما توصل لاهدافك. هو ما عندوش البلان بي بقى. هو عامه موسيماني بغير شريطه يا عادل. يعني مستر موسيماني في كل مباريات اهلي زمالك غير، بس هو هيلاقي النهارده كابتن على مشكله. ماشي، هيلاقي مشكله، هو هيتخيل ان كارتيرون هيهاجمه. استنى بس، وكارتيرون انا بكلمش، ما بيهاجمش، انا بكلمش على تخيل هو كارتيرون هيهاجم ولا لا، انا بتكلم على انت النادي الاهلي عامه يا عادل، انت بغير شريطك. ايوه، بتلعب كل مباريات بطريقتك انت، بشكلك انت، ضاغط من البدايه. انت النهارده بتتكلم على كارتيرون هو اللي مغير،
انك انت بتغيرش. هو ما بيغيرش، هو بيلعب لعب واحد كرتلوني. مش فاهمني، مغير في الشكل نفسه. انت النهارده لما شرحت الاربعه وكلمت فيها ممتاز طبعا، ما فيش راس حربه ثابت، ما عندوش راس حربه ثابت، فهو هو اللي مغير في شكل الشكل جوه الملعب، المهام نفسها. لكن النادي الاهلي زي ما انت بتتكلم عن موسيماني ما بيغيرش طريقته. هو كان هنا 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 اللي انا عايز اتكلم عليه على موسيماني. لما تيجي انت وقت من الاوقات بتلاعب مدرب محير بيغير بيشتغل، بتبقى عندك صعوبه شويه انك انت تلعب استيميشن معاه ازاي هيعمل ايه النهارده. لكن لما بيبقى في واحد نمطي زي كارترون معروف طريقه لعبه، فانت اعمل طريقتك بالزبط. بس بشرط انك انت تقفل عليه حته الايه المهاره اللي عنده في الجزء الامامي، لانه قوي. عنده لعيبه كويسه في الجزء الامامي كويس. دي حقيقه ولازم نعترف بيها تماما. صحيح. عنده ناس عندها سرعات قدام، ناس فوتبولر بيعرفوا يمسكوا الكره تحت رجليهم، اوباما، شيكابالا، زيزو سرعات، وبن شرقي سرعات، فعنده كوكتيل جامد من الحته الهجوميه كويس. فيجب يقفوا كويس ويلاحظوا كويس. والمدافعين بنون ورامي وايمن وهاني لازم يبقى عندهم يقظه جامده، لانه مش هيعملوا حاجه الا بالكوره فرديه. انا عندي كلام تاني هقوله لك برضو، بس هقوله مع كابتن بلال. كابتن بلال، النادي الاهلي النهارده في النواحي الهجوميه، هو كابتن عادل اتكلم على النواحي الدفاعيه، ولكن في النواحي الهجوميه هل هيشتغل من القلب؟ واحنا عارفين ان في اخطاء كبيره جدا في القلب بين محمود علاء والونش، واحنا استفدنا منها الماتش اللي فات. مظبوط. ولا هيبقى في تنوع وهنشوف من ناحيه اليمين او الشمال تقدم لايمن اشرف مثلا في بعض الاوقات، او تقدم لمحمد هاني في بعض الاوقات، ولا زي ما قال عادل كده يخلي بالهم قوي قوي ان هم في النواحي الدفاعيه واحد هيقف ورا وياخد باله كويس قوي من زيزو، واحد يقف ورا كويس قوي وياخد باله من بن شرقي، وهيضغط الجانب الدفاعي على الجانب الهجوم. لا، ما اعتقدش ان الجانب الدفاعي ممكن يضغط على الجانب الهجومي. خلينا ابتدي لك من الاول. الاهلي عنده ثقه اكبر بكتير جدا من الزمالك، عنده ثقه لاسباب كتيره جدا. اولا المباراه دي لصالح النادي الاهلي. انت بينك وبين الزمالك زي ما قال كابتن علاء من شويه، قال انك بينك وبين الزمالك 4 نقاط وانت ليك مباراتين مؤجلتين. فالنهارده التعادل لصالح النادي الاهلي، فهو اللي بيلعب تحت ضغط، ده رقم واحد. هو اللي عايز يكسب، فبالتالي اللي عايز يكسب هو اللي مضغوط. كل دقيقه بتعدي على نادي الزمالك هو مضغوط فيها، ده رقم واحد. رقم اتنين والاهم، انت اخر مباراتين انت كسبان الزمالك، كسبان الزمالك في النهائي الافريقي بحاله اقل، كانت اقل من الزمالك بكتير جدا. كسبان الزمالك في المباراه اللي في الدور الاول، وانت حالتك قبل المباراه كانت سيئه جدا جدا جدا. أي. وكان كل يعني كل الناس عارفه ان الاهلي داخل المباراه بحاله سيئه، وكنا بنتمنى طبعا. ما هو انا بتكلم على الغيابات والاصابات وسوء التوفيق وحاجات كتيره جدا، ومع ذلك قدرت انك تكسب نادي الزمالك. ده معناه ان اللعيبه اللي موجوده في الملعب، المدير الفني نفسه عنده ثقه. صحيح. انت راقب داخل الزمالك وانت راكبه ماتشين قبل كده. أيه. فانت خلاص حافظ فرقه الزمالك، كعبك عليها لاعب لغه الكور. هم كمان قلقانين من الحته دي، ان هم اخر ماتشين انت اللي كسبان. فهم عنده حته القلق والتوتر ده، ان الاهلي حتى لما بيكون حالته سيئه لا هو بيكسب. المباراه اللي فاتت قدرنا نستغل الاخطاء، قدرنا نستغل الاخطاء دي. الحاجات ديت اخر مثلا نتيجه ماتشين، هل بيبقى ليها مردود قبل الماتش على لعيبه الفريقين؟ خد بالك انت المباراه اللي فاتت من شهر او تقريبا او شهر ونص، يعني قريبه مش بعيده، مش من 6 شهور ولا حاجه يعني. المباراه الاخيره؟ لا في رمضان. من مبارك مش من شهر. فكمان شهر، فيعني شهرين داخلين في عيد كمان. رمضان طيب اخر الاواتر، اخر الاواتر بلال من ضغط المباراه. انا عايز اقول لك احنا حضرنا، احنا لعبنا اكتر من اللعيبه، احنا قعدنا هنا اكتر من لعيبه داخل الملعب. فعايز اقول ان المباراه قريبه جدا، فمعنى المباراه قريبه جدا ان الحدث انت لسه في الحدث، لسه عايش فيه، لسه كسبانه اول امبارح بلغه الكوره يعني. فهو النهارده حاطط في ذهنه ان انت المباراه اللي فاتت انت كسبانه، والمباراه اللي قبليها في بطوله افريقيا في النهائي انت كسبانه. ومع ذلك هو كان في حاله جيده جدا بالنسبه له، حاله بدنيه وحاله فنيه. أيوة. وقدرت ان انت تكسبه. النهارده هو داخل وعنده حاجتين مهمين جدا بيؤرقوه، كعبك العالي عليه، الحاجه الثانيه ان انت قريب منه في النقاط، وان انت المؤجل لصالحك مش لصالحه. فالنهارده هو عايز يكسب النادي الاهلي، او على الاقل بلغه الكوره انه يخرج متعادل فيحفظ ماء الوجه بالنسبه له. صحيح. النهارده انا بشوف ان مستر موسيماني بيلعب تشكيل من وجهه نظر الشخصيه هو الافضل في كل المباريات اللي فاتت من وجهه نظر. هو مغير ثلاثه كابتن. بص، هو بادئ برامي ربيعه عن المباراه اللي فاتت، تمام، بادئ بطاهر
وبدأ النهارده محمد شريف. ما انا بقول لك هو ده التشكيل بالنسبه لي من وجهه نظر الشخصيه الأفضل. هو الافضل بالنسبه للاهلي على مدار المباريات اللي فاتت دي كلها. كلهم اساسيين يا كلهم. انا فاهم يا كابتن. اه طبعا انا بتكلم على الحاله يا كابتن علاء. الحاله كمان النهارده بتلعب بطاهر محمد طاهر ناحيه الشمال، بتلعب بحسين الشحات ناحيه اليمين. حسين قلنا المباراه اللي فاتت يعني عمل مجهود كبير جدا 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 وصنع هدف يعني وصنع هدف بشكل جيد جدا يعني وكان له تحركات مميزه صحيح. محمد شريف لعيب متالق الفتره اللي فاتت. مجدي قفشه هو المايسترو بتاع النادي الاهلي في الوقت الحالي. ويبقى الاهم بالنسبه للنادي الاهلي انك انت عندك بالانس يعني عندك اثنين بيقدروا يهاجموا ويدافعوا في نفس الوقت عمرو السوليه واليو ديانج وبيقدروا يدافعوا في نفس التوقيت برضو بنفس القدره وبنفس الامكانيات وبنفس القدرات. الزمالك عنده مشكله في الحته دي عشان كده في بعض الاوقات الزمالك بيلعب 4-1-4-1 بيخلي فرجاني ساسي يتقدم ويبقى طارق حامد اللي بيشتغل عرضي فقط ما بيشتغلش طولي. عشان كده في بعض الاوقات بتبقى انت زياده عدديه على نادي الزمالك في الحته الهجوميه لانه ما بيكملش باللعيبه بتاعته. مشكله نادي الزمالك كمان زي ما الكباتن اتكلموا في الاثنين اللي في القلب وخاصه محمود علاء بيسرح كتير جدا ما عندوش الجراه ما عندوش شخصيه قويه داخل الملعب. يعني الكره اللي راح بيها محمد شريف كره من ربع يعني من نص ملعب بالظبط. انت لو رايح 1-1 ممكن تعمل فاول ممكن تقطع الكره انت اللي عندك الافضليه لان انت ممكن تاخد فاول خلاص صح. لو اترقصت ومن نص ملعب وانذار والموضوع خلص لكن انت هو دي بتفرق في شخصيه اللعيب نفسه صحيح. كذلك الاثنين اللي على الاطراف حمزه المسلوسي ما لعبش كتير احمد ابو الفتوح اللعيب مودي ممكن تلاقيهم كويس ممكن تلاقيهم وحش لو بيتضغط عليه من بدايه المباراه لو بتروح 1-1 في اول المباراه بالنسبه لحسين الشحات او بالنسبه لطاهر محمد طاهر قدرت ان انت تعدي اعتقد اعتقد فرقه نادي الزمالك دفاعين هتقع بشكل كبير. في حاجه مهمه ثانيه ان بن شرقي وسيد زيزو بيعملوا مجهود كبير جدا 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 في الملعب فالنهارده الشوط الثاني اعتقد ممكن يبقى لصالح لعيبه النادي الاهلي. لعيبه نادي الزمالك يمكن الاثنين اللي على اطراف الملعب دايما على طول بيكملوا في الحته الدفاعيه لانهم اصلا طريقه لعب الزمالك زي ما قالوا كباتن ان هو بيشتغل على الكاونتر اتاك فبيشتغل في 90 متر فصعب على لعيب ان هو يلعب 90 متر طول الماتشات خاصه مع فرقه زي فرقه النادي الاهلي. الاهلي بيهاجم خد بالك يا كابتن الكلام ده يمشي مع الفرقه الصغيره لان انت دايما بتهاجم فبتشتغل في 45 متر انما مع النادي الاهلي بتهاجم وبتدافع فبترجع تشتغل في 90 متر. فاعتقد المجهود البدني بتاع لعيبه نادي الزمالك الاثنين اللي على اطراف الملعب ممكن ما يسعفش لعيبه نادي الزمالك انه يكملوا بيها المباراه وما عندوش الاحتياطي اللي يقدر يشتغل بنفس الكواليتي وبنفس الامكانيات بتاعه لعيبه الاطراف. فانا بشوف الاهلي يعني عنده حظوظ كبيره جدا لو زي ما قال كابتن علاء وكابتن شريف وكابتن عادل لو اشتغلنا بشخصيه النادي الاهلي من بدايه اللقاء لو ضغطنا عليه لان كارترون هو له طريقه ما بيغيرهاش هي طريقه الكاونتر اتاك صحيح. بس النهارده عايز اقول لك كابتن اخر نقطه ان هو النهارده مش زي كل المباريات اللي فاتت النهارده بيلعب بالافضل برضه بالنسبه له النهارده حاطط شيكابالا بحيث ان انا لو قدر انه يستغل شيكابالا ويقدر يسجل هدف في الاول ويبتدي يحط الاهلي في زون ان انت افتح لي المساحات وانا اشتغل على الكاونتر اتاك لو سجلت هدف هو بيشتغل على الحته دي النهارده فبيشتغل الكل في الكل فاحنا لازم نشتغل برضه على الحته دي دفاعيا وهجوميا صحيح. طيب هنروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار ارجوكم انتظرونا. شوط سلبي وحذر من الفريقين وتعادل بدون اهداف بين الاهلي والزمالك ده ملخص الشوط الاول. شفنا الفرقتين في تحفظ في البدايه حتى عدد الفرص اللي جت على المرميين قليله جدا والاحساس اللي يجي لك ان الفرقتين راضيين لحد دلوقتي بالتعادل. جه جول اهلا وسهلا ما جاش جول التعادل مش وحش. ده الملخص بتاع الشوط الاول. هنروح لفاصل وبعدين نرجع نكمل كلامنا مع ضيوفنا الكبار عن أحداث الشوط الأول والرؤية الفنية للفرقتين أرجوكم انتظرونا. نرحب بكم مرة تانية أعزائي المشاهدين. كابتن شريف شفنا الشوط الأولاني تحس إن فيه تخوف من الفرقتين يعني الفرقتين جبت جول ماشي ما جبتش جول والنتيجة 0-0 مش وحش. بص يا كابتن ايمن الحقيقه احنا اتكلمنا قبل الماتش كل اللي اتكلمنا طلع مظبوط. الحقيقه العمق بتاع نادي الزمالك انت تقدر تستغله تقدر تخترق من الحته دي
الزمالك بيحاول يعمل اكتر عدد هجومي، انت تقدر تعمل بكونتر اتاك بسرعات اللي عندك، اذا كان طاهر او الشحات او محمد شريف، وجالك الاربع خمس فرص اللي جم، انا بحسبهم اربعه خمسه مش فرصه الشحات بس. انا حاسس ان انا دخلت خط 18 اكتر من الزمالك دخل خط 18 بتاعك، بس الفرص المؤكده هتلاقيها واحده ولا اثنين. شيكابالا الدخول اللي هو احنا قلنا عليه في العمق والشوطه اتردت لبن شرقي، الحقيقه حطها ضعيفه جدا. يعني الشناوي طبعا عمل كان مميز لقطه فيها المباراه لحد دلوقتي، انه ثلاث مرات بيصد الكره. تحس ان اللعيبه راضيه بهذا الوضع، تحس انهم عايزين يخطفوا بعض. أيوه. لو قدر اي فرقه فينهم تجيب جول اهلا وسهلا، ما كانش انا ما اتعورش النهارده او اخرج مهزوم او اي حاجه. بالنسبه للحاله المعنويه في تحفظ كبير قوي شايفينه من الفرقتين، فهل الشوط الثاني الخطوط هتفتح، الجهاز الفني هيتدخل، الضغط هيبقى ازيد من النادي الاهلي على نادي الزمالك، نادي الزمالك يبقى فيه تحرر اكتر، ده اللي هنشوفه باذن الله في ال 45 دقيقه الجايه باذن الله رب العالمين. كابتن علاء، رؤيه سريعه للاحداث الشوط الاول، وهل هنشوف نفس الاسلوب دوت الشوط الثاني والتحفظ ده؟ هنلاقيه الشوط الثاني والاثنين يقول لك راضيين بالتعادل في الاخر؟ طيب لو هو لو 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 الزمالك راضي انت ما ترضاش، انت تلعب على مكسب، انت عايز تكسب وانت عندك يعني الافضليه. لكن هو النهارده دايما المستوى متوسط. الفرقتين عاملين حساب بعض كويس قوي، الزمالك عمل حاجه النهارده ممكن نقول تحسب له. ايوه. ان هو ما بيلعبش دفاع متاخر. بيلعب دفاع متقدم قوي. فالمساحه المساحه كلها بقت قريبه قوي من بعض، فالمساحات بتاع لعيبه النادي الاهلي بقت مش موجوده. أيوه. عشان كده شفنا بعض الفترات لجأت تلعب للكور الطويله. لبعض الفترات يعني ما فيش الكره على الارض وبسرعه ولمسه ولمسه، لا دي مش موجوده. لكن هو الاثنين متحفظين قوي، الاثنين مذاكرين بعض كويس قوي. عشان كده بقول لك الفرص شحيحه. ايوه. ما الفرص قليله قوي، تحس الفرقتين يعني عارفين عاملين حساب بعض كويس قوي. يعني كل مدير فني استفاد من المباراه اللي هي كانت لسه من شهر، مستر موسيماني وكارترون. لكن لعيبه النادي الاهلي لازم عندهم الشراسه شويه اكتر الهجوميه، لازم هو اللي يطمع. أيوه. ان النادي الاهلي عنده لو طمع في المباراه هيكسبها. أيوه. لكن هو الزمالك لحد دلوقتي يقول لك انا لحد الان نتيجه بالنسبه له كويسه. الفرق الوحيد اللي هيحصل في الشوط الثاني ايمن الحاله البدنيه لكل فريق. وده الفيصل. صحيح كابتن عادل، الحاله البدنيه لكل فريق الشوط الثاني هتاثر على الاهلي اكتر ولا على الزمالك اكتر؟ هو المفترض الفرقتين القدر بتاع الجري كان واحد في الشوط الاولاني، لان لعب مفتوح، ما حدش وقف ورا او عمل هجمه مرتده يعني. لكن المجهود البدني بتاع الفتره اللي فاتت يمكن اكتر ناس هيتعبوا اللي هم الاطراف اللي بيجروا كتير، والتغيير بتاع نادي الزمالك الثلاثه اللي قدام. الحاجه الثانيه المهمه عندك ديانج في النادي الاهلي جري كتير قوي، يمكن اكتر واحد متحمل المسؤوليه في وسط الملعب وتعبان في الجري في نص الملعب. ولكن في الاخر اقدر اقول لك عنوان الشوط بسرعه كده كابتن، عدم التركيز والتحرك، ده مهم قوي. ما فيش تحرك ولا تركيز، عدم تركيز من حسين الشحات في كره الانفراد اللي كده، براعه محمد الشناوي، عدم تركيز المدافعين في كره شيكابالا اللي تالت ماتش على التوالي يعملها، يخش جوه ويشوط ويعمل براعه الشناوي. ولكن في الاخر اقدر اقول لك الشوط الثاني عنوانه هيبقى الفرصه الاولى، لو جت ممكن النادي الاهلي يكسب كويس يا رب ان شاء الله. كابتن بلال، ايه الاوراق اللي ممكن يستغلها مستر موسيماني في الشوط الثاني؟ شوف الاهلي النهارده كان ممكن يتاح له اكتر من فرصه، يعني برضو الباصات الاخيره، التحركات الاخيره، في اكتر من فرصه من كوره يمكن اتكلمنا عليها وكابتن علي اتكلم عليها، الكوره وكابتن شريف، التحرك بتاع مجدي قفشه في قبل الباص، التحرك بتاع محمد شريف قبل الباص، الربط ده مهم جدا جدا، الربط ده ممكن يصنع اهداف، يصنع فرص حقيقيه، لازم يبقى في ربط فعال، لازم يبقى انت عارف امتى زميلي بيباصي، امتى اتحرك، امتى. يمكن كان في واحده كابتن عادل بيتكلم عليها، لا انا ببص الاول وعارف انا جنب الخط بتاعت مجدي قفشه جنب الخط، لازم اتحرك وابقى انا رابط مع الخط نفسه، مع تحرك اللعيب، مع اللاين مان، تمام، لازم ابقى رابط الحاجات دي يا جماعه. فرص مهمه جدا 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 تقدر تخلقها في ماتش زي ده. الزمالك زمان كابتن علاء بيعمل حاجه مميزه جدا، هو بيدافع من قدام، فمش مدي فرصه لبن شرقي انه يتعب النهارده، ولا زيزو انه يتعب النهارده، بيدافع من قدام، فبيتحرك في 45 متر عشان خاطر يعمل حسابه ان في شوط ثاني هيبقى شوط مهم جدا بالنسبه للفريقين. مين اللي هيفضل موجود عنده المخزون البدني للشوط الثاني عشان يقدر يخلص بيه المباراه؟ هي مباراه الفرصه الوحيده زي ما قلنا، يمكن اتيحت فرصه او فرصتين للنادي الاهلي. الدكه بره ممكن
يلجا له مستر شوف اسمه. هو طبعا يعني انت عندك في صلاح محسن، في مروان محسن، النادي الاهلي بيلعب على المكسب، عشان كده انا بتكلم في النقطه اللي في الحته اللي قدام. في صلاح محسن، في مروان محسن، في وليد. في وليد طبعا، وليد متحرر. الماتشات اللي زي دي عايزه لعيبه متحرره ومتحركه، عايزه لعيبه عندها سرعات. السبرنت اللي هي في اول 3 4 متر بيفرقوا كتير جدا جدا جدا. هرجع اقول مره ثانيه برضو، المفترض ان السوليه يبقى له دور هجومي شويه عن كده. انا النهارده عندي لعيب مريحني جدا، ديانج مريحني في الحته الدفاعيه، بيضغط، بيتحرك يمين، بيتحرك شمال، بيتحرك عرض، بيتحرك طولي. لازم انا وانا بلعب جنبه استفيد من الحته دي، لازم يكون ليها تواجد في الحته اللي قدام. باذن الله رب العالمين، كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله في الشوط الثاني بتحقيق الفوز. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه. ارجوكم انتظرونا. كما توقعنا، تعادل إيجابي بين الأهلي والزمالك. أحرز للأهلي أولا صلاح محسن في الدقيقة 73، ثم تعادل فرجاني ساسي للزمالك في الدقيقة 80. كابتن شريف، تعادل أعتقد أنه مرضي الفريقين. مرضي الفريقين، والحقيقة كان عندهم أكتر من فرصة. إنما لما في الدقيقة 73 أنت بيجي لك فرصة ذهبية زي دي وبتحرز هدف، وكان ممكن أنك أنت تأكد كمان بهدف تاني بعد الجول الاولاني اللي انت جبته. انما الشوط التاني اتفتح اللعبه، فتحت زي ما احنا قلنا، هل هيفتحوا الخطوط وهيبقى في رغبه لكل احد الفريقين ان هم يبقى عايز يكسب. انت الحقيقه الكلام اللي احنا قلناه لعمق نادي الزمالك، الاثنين اللي بيلعبوا في النص دول سهل جدا بكره منتظمه، كره سليمه، باصه سليمه، رؤيه كويسه، تحركات، تقدر تجيب منها اهداف كتير الحته دي. فجالنا واحده، وكان في الثانيه كمان او الثالثه، وفي واحده في الاخر. اعتقد صلاح محسن لما نزل عمل برضو بعض التحركات اللي عملها وجاب جون كويس قوي. كانت عندك فرصه ذهبيه ايمن، انك تفوز بالماتش ده. سيبك من ان احنا بنقول التعادل مرضي للفريقين، التعادل فير. الفرقتين لعبوا النهارده، يعني كان مش هقول حرام ان اي حد فيهم يخسر، انما كرة هي كده. فانت جات لك الفرصه الذهبيه النهارده انك تتفوق في هذه المباراه والتقدم، والحمد لله. عشان تفوقت يا كابتن، عشان كنت متفوق. لا ابتديت يا بلال، كان ممكن تحافظ على الجول بالظبط، عشان كنت كسبان. ابتديت حاولك على الفرص، ابتديت تشوف اللعيبه اللي يشوفوا بعض، والباص السليم، ومن احد الباصات السليمه ابتديت الرؤيه، ابتديت تلعب صح. انت بتلعب على الاثنين، يعني اسوأ اثنين في نادي الزمالك النهارده الاثنين السنتر قلنا لعبت عليهم. فكره قدرت تستغلها، يعني الشوط الاول محمد شريف قدر ان هو يعدي من الونش، فرصه رائعه جدا. الشوط الثاني صلاح محسن واحده بيخضع فيها مظبوط محمود علاء، يعني قدرت تستغل الاخطاء اللي موجوده. فكان ممكن تكسب. يعني انا مع وجهه نظرك النهارده. بص يا بلال، هقول لك على حاجه ثانيه. انا مش ضد التغييرات، انك انت تغير. يعني في تغييرات بتحصل، بتعمل زي صلاح محسن، نشاط وحيويه وسنه صغير وعمل تحركات، جاب جول او ما جابش جول، سواء عمل وجود جنب محمد شريف. انا برضو يعني محمد شريف، ان هو انت بعد ما تكسب فوت تعزز، تخليه في الملعب، ده لعيب تقيل ممكن يجيب لك جول واثنين. رؤيته بقى ان هو عايز يعمل يعني دم جديد في وجري جديد، وكمان دي مسؤوليه اللعيبه اللي بتنزل. مسؤوليه اللعيب اللي هو ينزل لازم يحقق المدير الفني عايز منه ايه، نشاط ويقفل. واحنا قاعدين هنا كنا قاعدين اكرم توفيق يمسك، يعني ديانج مش هيفضل هو والسوليه شايلين الحمل ده كله 90 دقيقه. يعني برده بيبقى في تغييرات احنا بنبقى نامل ان هي تكون موجوده، كانت هتقفل له نص ملعب كويس، هيبقى فيه جري اكتر، تحافظ على الجول. ممكن تحافظ على الجول، الهجمه المنظمه اللي جا منها نادي الزمالك الهدف كان ممكن ما توصلش في الحته دي، تبقى فاضيه بهذا الشكل. الضغط على ايمن اشرف ما يبقاش بقى من الناحيه دي نفس الشكل. فاحنا بنبقى قاعدين الحقيقه متوسمين في بعض التغييرات اللي هي تبقى موجوده معاك، زي ما صلاح محسن عمل الهدف، وعمل بطريقه رائعه الحقيقه من استلامه. بمناسبه الهدف هو كابتن شريف، بص الرؤيه البدايه بقى. انا هقول أيوة. ده سوليه اللي معاه الكره، ايوه يمشي شويه، ماشي يا سمير لو سمحت، ماشي. ايوه الكره بدأ مع سوليه، في هدوء في التحضير. وادي بص الرؤيه عامله ازاي، الربط ربط دي من اول هاف تايم الكره دي. ممكن ترجعها لنا بقى، ممكن ترجعها لنا والكره في الهواء عشان نبص على تحرك شريف وصلاح محسن. الكره دي كانت رايحه لشريف على فكره، وتحرك الاثنين اللي هم قلبي دفاع نادي الزمالك. ماشي نكمل واحده واحده. بصوا كانوا واقفين ازاي، باصين للكره ومش شايفين هم التحركات بتاعه الخفي. صلاح محسن ده جاي من الناحيه الثانيه، والكره دي كانت من اول لشريف اصلا، خد بالك.
وصلاح اللي جاي قاطع، صلاح اللي جاي عشان كده مش اوفسايد. صلاح جاي من قاطع في الكره دي عشان كده هو جاي، انما شريف كان اوفسايد، ماليش دعوه باي حته. تصرف فيها بمهاره عاليه قوي، مهاره عاليه جدا ورؤيه وهدوء في انك انت تحط كره زي دي. فده تغيير مثمر، ده اضافي في وبعد ما جاله جاب الهدف اكتسب ثقة تانية وبقى بيلعب ناحية اليمين وبيجري ناحية الشمال. فأنا برضو محمد شريف أنا الحقيقة كنت أتمنى أنه هو يكمل معايا لغاية الآخر، أعمل تدعيمه أطمع أكتر مش وحتة أكرم اللي قلت لك عليها وكلنا اتفقنا عليها الحقيقة. إنما يعني مش هقدر أقول لك هارد لك، بس إنما هو تعادل يليق بالفرقتين الحقيقة، وفرقتين عملوا مجهود وراحوا على الجون بأكتر حاجة. وبحيي برضو ساسي في الكرة اللي حطها، حطها برسو وشكل لعيب كبير يعني، وانا اللي قلنا عليه قبل الماتش بينام ويجي فجاه نلاقي ليه وجود في المباراه دي. انما اقدر اقول يعني مبروك وهارد لك يعني مش هقدر اقول لك يعني، كان عندنا الماتش في ايدينا يعني. كابتن علاء، نتيجه منطقيه بالنسبه لاحداث المباراه ولا عندك منطقيه لاحداث المباراه؟ بس يعني في حاجات كانت ممكن تحصل، كنت ممكن تكسب المباراه بعد الجول. بعد الجول ما هو لك حاجه، اولا المباراه طول المباراه ما فيش حد يعني احسن من حد. كانت المباراه بتروح شويه للزمالك شويه للاهلي، ده بيسيطر شويه ده بيسيطر شويه، الفرص مش كتير قوي. لكن اللي يحسب للاعيبه النادي الاهلي او يمكن مستر موسيماني قال بين الشوطين ازاي تستغل الدفاع المتقدم اللي عمله الزمالك، بس عايزه واحد زي صلاح محسن اللي هو لما بتقطع ما تقطعش على الجنب، تقطع بتقطع في القلب، اتعمل حلو قوي. بس الكلام ده كله اتعمل الشوط الاول، لكن في حاجه بتحصل في الشوط الاول مش مظبوطه، دايما الباص متاخره يا اما الراجل. كابتن مثلا ده استحواذ من عندنا ماشي، بس استحواذ بس بيقابله ايه يا ايمن؟ تمركز دفاع من لعيبه الزمالك وكويس ماشي، يعني عامل ستاره كويسه جدا. صح. نص الملعب، نص الملعب كويس قوي. لو الرجل لو بسرعه مباراه سابقه كان المنظر ده، بس تلاقي لعيبه النادي الاهلي في نص الملعب كلها فاضيه. مظبوط. هنا معمول ستاره كويسه، زحمه بس الى حد كبير، كل واحد قريب لواحد، حتى لما اللي هناك ده بيستلم زي كان طاهر ده هتلاقي الراجل نزل معاه اللي هو ناحيه شمال فتوح. كويس. فدي ده الالتزام بتاع لعيبه الزمالك. صح. انا في كوره طلبتها في الدقيقه تقريبا 60 و20 ثانيه، الكوره كوره مع الشناوي، لعيبه الزمالك بتقابل لعيبه الاهلي من جوه الصندوق، من جوه. مظبوط. صح كابتن، مظبوط. فده ده كلام مدربين. الكلام المدربين اللي حصل ان التمريره بتاع عمرو السوليه لصلاح محسن حتى لو كان لعيبها محمد شريف زي كابتن شريف بيقول اتعملت في التايمنج الصح. ايوه. انت بتلعب دفاع متقدم ماشي كويس قوي، مش محتاج حاجه من الاثنين، يا واحد من عطار في بيقطع جوه، يا اما واحد جاي للدفاع من خلف الامام اللي هو مش هيبقى اوف سايد، بس دي عايزه حد من نص الملعب. ايوه. اكيد مش جانج، لكن يبقى كان اقرب ليها عمرو السوليه، وكان كابتن شريف كان بيتكلم فيها. انما لما اتعملت صح المساحه اتواجدت صح، عمرو السوليه يمكن من مراته القليله قوي ان يلاقي التايم اللي هو يقدر يلعب. بص اهي دي، اقف هنا اقف هنا، شكرا. بص يا ايمن، عمري ما شفت لعيبه الزمالك ضد النادي الاهلي بيلعبوا الشكل ده. مظبوط. وده على فكره الشوط الثاني مش الاول. انا اتكلمت فيه انا وفي يعني الشوط الثاني يعني. مزبوط. بص الضغط فين اللي هو. صح. الشناوي انا ما عنديش حل. صح. يعني ده كلام بيبقى كلام مدربين. زي اللي حصل بين الشوطين من لعيبه النادي الاهلي، كلام مستر موسيماني ازاي تستغل الدفاع متقدم. هي اصل المباراه كل مدير فني بيحاول يفرض ارائه وتفكيره على المدرب الاخر. مزبوط. وهي على فكره من المباريات اللي الاثنين مدربين لعبوها حلو قوي. صح. يعني سيبك من الفنيات وسيبك من حلاوه المباراه، لكن جوه المباراه ايمن الاثنين مدربين بيلعبوا بعض كويس قوي. قوي كمان يعني. هنا بص دايما تلاقي لعيبه الزمالك عند كوره زحمه، يعني المساحات مش موجوده. لكن هرجع للهدف، الهدف بقول لك استلام عمرو السوليه لا من الوقت القليل قوي لا المكان ولا عنده وقت كويس قوي. انطلاقه صلاح محسن، وصلاح محسن من اللعيبه اللي عندها سرعه حركه مش طبيعيه بالكره من غير هي دي. بص خليها هنا شويه، خليها هنا شويه. صح. هنا تمركز دفاع غلط في حتتين. عمرو السوليه استلم كويس، سيبك من وضع محمود علي هو المغطي. مظبوط. تاخر حازم امام في اللي بقى موجود هنا، يعني بص ناحيه اليمين مفيش حد خالص. مبدئيا 2-2 دفاعيا غلط. بس مزبوط. محمود الونش طلع سنه من غير ما في تفاهم بينهم هما الاثنين، عشان هو محمود طلع ليه؟ عشان يطلع محمد شريف. صح. لكن ما عملوش حساب
صلاح محسن، صلاح محسن هو اللي في مكاني. صلاح محسن لو جبت بدايه الجري يا ايمن، اعتقد ان هو ما بصوش اصلا يا كابتن، بيبصوا للكوره بس. كويس ماشي، لان المفترض اللي في المكان ده اللي هو متعلم يبقى موجود فيه أي. حازم امام أي. هنا ده المربع ده أي. لازم برافو عليك متشكرين يا سامر. بس كابتن علاء برضو يعني انا معاك في دي، بس مش طبيعي برضو الاثنين الفراد بتوعهم يبقى جنب بعض كده على فكره. لا ما هو ان اللعبه دي صلاح محسن ما كانش كده. لا صلاح يعني محسن لو جبته هتلاقيه من على الارض. هو برضو وبرضو شريف كان كده برضو شويه كابتن، كان مقرب منه شويه. بص طب بص اتجاه، بص اتجاه شريف فين؟ عايز الكره فين يا ايمن؟ في القلب بس. لا مظبوط، عايزها في القلب فين؟ في اللي ورا 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 الوينش. هي اتلعبت يعني عمرو ممكن يكون قصدها هنا عند صلاح محسن، اتلعبت في المكان اللي صلاح رايح فيه. صح. بس صلاح ما كانش هنا من بدايه الكوره. كان على الخط، كان على الخط. عشان كده بقول لك الدفاع المتقدم ده وفي بيبقى في على فكره الاثنين مش اوف سايد على تصدق. لا لا الاثنين مش اوف سايد. لا 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 مش اوف سايد، مش اوف سايد. انا بقول لك محمود علاء مغطي الاثنين. انا كنت متهيألي ان شريف اوف سايد. لا لا شريف كمان مش اوف سايد. انت عارف يا كابتن علاء، استكمال لكلامك يعني في حاجات ما بتبقاش بس بتاعت مدير فني، بتبقى بتاعت لعيبه موجوده في الملعب. انا النهارده يا جماعه عارف شايف ان امكانيات وقدرات الاثنين السنتر باكس بتوع نادي الزمالك قليله جدا. اولا في المان تو مان في الرقابه ضعاف جدا، في السرعات فرق كبير جدا ما بينهم وبين لعيبه النادي الاهلي. الطبيعي جدا ان كل كره من نص الملعب تتلعب بالشكل ده، ده الطبيعي، ده المفترض. يعني احنا كنا بنتكلم والماتش شغال يا كابتن، ان ليه ما نلعبش كل كره على المان بتاع محمود علاء؟ ليه بالظبط؟ ليه ما نلعبش على محمود علاء كل كوره؟ واحد ضد واحد ما عندوش سرعه، بطيء يعني، هو والونش مش متفاهمين بالظبط نهائي. يعني بص الكره دي النهارده واحد واقف على اللاين والتاني واقف في نص الملعب، الجاب الكبير اللي ما بين السردباكين بتوع نادي الزمالك ده يخليك انت في الملعب تبدع كراس حرب، يخليك تفكر كتير قوي، يخليك تكلم لعيب نص ملعب زي ما حصلت دي. يعني دي واحده واتلعبت مرتين في الشوط الاول بس ما كانش فيها الربط. يعني النهارده بص حتى كمان البطء يا كابتن، ده صلاح راح واستلم ووقف ورقص وحط جول. يعني انت متخيل علاء بص يعني دي خدت بعد ما اتلعبت محمود علاء بلال المسافه راح عايز يغطي اوف سايد راح لقدام يا كابتن شريف. المسافه اللي اتلعبت فيها الكره دي صلاح محسن خد حوالي 10 ثواني 15 ثانيه عشان يجيب جول. أيوة. دي ما بتبقاش موجوده في الكوره في الانفرادات. ده هو 3 4 ثواني. بص يا كابتن راح وقف واستلم ولسه محمود علاء بيبص بيفكر فين وراح على الجول ووقع ومن غير ما صلاح يلعب. يعني بص راجل بيقول لك اعمل اللي انت عايزه في الكوره تمام. فانا اللي انا اقصده في حاجات كابتن علي اتكلم عليها بتاعه المدير الفني، انك تستغل الحاجات اللي من ورا المدافعين. في حاجات بقى بتبقى بتاعه اللعيب والربط الربط ما بين الشوط الاول كابتن علي اتكلم عليها برضه ما بين الشوطين، وقال ان هم بيلعبوا دفاع متقدم. هو هي دي الطريقه الوحيده اللي تقدر تربهم بيها. انا النهارده ما دي من عيوب برضه الكارتيرون شويه في المباراه بتاعه النهارده. انا الملعب دفاع متقدم ليها ميزه وليها عيب. ميزه لو انا عندي الاثنين السنتر باكس سرعة عندهم سرعه وعندهم انقضاض وقوه تمام، لكن عيب لما يبقى عندي اثنين بالبطء ده. أيوة. وما عندهمش الانسجام بالشكل ده. صحيح. لو لعيبه الاهلي كانت استغلت الموقف ده اعتقد كابتن علاء كان الموضوع راح في حته ثانيه، كان ممكن يجيب هدفين ثلاثه النهارده. صحيح كابتن عادل، رايك في نتيجه الماتش واداء النادي الاهلي بصفه عامه في خلال الشوطين؟ النادي الاهلي اضاع فوز سهل النهارده ده وجهه نظر. اضاعنا فوز سهل بتغييرين ما كانوش موفقين من وجهه نظر، اللي هم الاخرانيين وليد سليمان ومروان محسن. كان يجب انك انت تزود واحد في وسط الملعب، تجيب اكرم توفيق وتلعبه تالت في وسط الملعب، كانت مهمه جدا. خليت محمد شريف لانه ينزل على حساب مين يا كابتن؟ ها؟ ينزل على حساب مين؟ واحد من الرباعي الامامي. يعني ممكن طاهر يبقى عندك طاهر، ساعتها ممكن تحط قفشه تحت تلعبها 4-5-1 وتنزل قفشه كمان نص الملعب وتلعب وتقفل. ليه؟ نادي الزمالك هيبقى عنده مشكلة انه هيهاجم بشراسة عشان يتعادل معاك، هيبقى عندك مساحات وعندك سرعات ومجدي قفشة بيعرف يمسك الكرة تحت رجله، وانا كمان كنت ممكن انزل اخلي طاهر يعني مثلا. أيه. انت فاهمني؟ أيه. الحاجة المهمة يا كابتن انه انت جبت الجون الاولاني وهو ادينا شفنا دي سرعات دي فرصة يا كابتن برضو ادينا شفنا سرعات محمد شريف يا كابتن ايمن، وممكن كان لما يبقى الكره دي يا كابتن عادل بعد اذنك قبل ما تكمل كلامك، ما كانش ممكن حسين الشحات يعملها وان تاتش؟ المفروض وان تاتش، وفي طاهر هو جاي محضر يا كابتن. اللعيب اهم حاجه في الفرويد انه هي الكره جايه انا هعمل بيها ايه. لكن بقول لك دي حاجات يعني
دي من الحاجات اللي كانت ممكن تكسبك 3 4 النهارده الماتش لو جاب الجون، وهي فرصه بتفتح المباراه وما بعد الفرصه وما بعد الهدف. فاحنا خلينا نتكلم بمنطقيه. النادي الاهلي ممكن ما يكونش متفوق على الزمالك قوي النهارده، ولكن في الفتره اللي انت احرزت فيها الهدف وبعد الهدف كنت متفوق وممكن تتفوق ازيد وممكن تروح لمكسب اكبر لو كنت عملت انتظام جوه الملعب. لكن احنا يعني طمعنا اكتر في المباراه بدون حرص فعل. حتى هم ضغطوك وانت ضغطت. ليه ضغطت؟ علشان انت لعبت في الجزء الامامي بقطر عدديه وفي نص الملعب فضيته شويه. كان ديانج لعب جري كتير، كان السوليه جري كتير، كان اكرم توفيق يقدر يشيل الاثنين في وسط الملعب، كنت تتحكم في الكوره كويس، كنت بهجمه مرتده ممكن تجيب جون واثنين وثلاثه. ده من وجهه نظري. يعني لو كان يعني اول تغييره لينا كانت اكرم توفيق من وجهه نظري، كنا نقدر بعد طبعا صلاح محسن ما جاب الهدف، انت كنت ممكن تقفل نص الملعب وكنت ممكن تروح لنتيجه اكبر. دي واحد. اتنين بقى، تعالى نتكلم على الهدف اللي جه فينا. الهدف اللي جه فينا مش يعني هدف مش ملعوب، تقدر تقول فيه اخطاء فرديه، ويمكن صح. كمان الشناوي سلم نفسه بدري قوي ليها، يعني ما كانش متوقع ان فرجاني ساسي يشوطها. بص يا كابتن، يعني الشناوي لعب على توقع ان ساسي يعملها في القريبه، انه لا انه يرفع كروس او 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 كروس او مش هتتلعب على ويمكن يعني احنا هنشغلها. بص في 3 على 2 ده وضع تمام، اوكي ماشى سمره كده، ماشى سمير اهو مشيت الكوره تمام، رجع الثاني. بص الراجل ده اللي واقف ده مين؟ صلاح محسن. ايوه ده ليه واقف ومدي ظهره ومش شايف اللي حواليه؟ لو قفل كده شويه وطلع عليه الراجل اللي داخل عنده ما كانش لعبها. ماشي ماشي يا سمير، مشينا ماشي شويه، ديانج كان لازم ياخد خطوتين. طبعا ماشي يا سمير، ماشي الكره اهو. هنا بقى يا كابتن عاوز اقف بس لحظه هنا. احنا واقفين بدون اي رقابه، رقم واحد. بص الرقابه عاديه ايوه، لكن الشناوي نفسه التمركز بتاعه غير صحيح. ايوه اطلاقا رؤيه يعني. الكره كمان يعني لو كان الشناوي طلع خطوه كده قدام متر كان مسك الكره بايديه سهله قوي، ولازم يلعب على اخر حاجه مش على التوقع. يعني الشناوي هو لعب على التوقع. لعب على التوقع. انا رايي ان الشناوي ومن اكتر يعني يمكن اخطا هنا خطا كبير قوي انه لعب على التوقع. ماشي كده يا سمير، بص بعد حتى حركه الرجل بتاعته كان راح الناحيه الثانيه كان يعني هو متخيل الكره تروح في القريبه مش في البعيد. لا وفي حاجه مهمه جدا يا كابتن بلال، شوفها كده يا كابتن شريف، محمد الشناوي فتح رجله قوي مش هيعرف يعمل خطوه. هات تاني يا سمير بعد اذنك اهو. بص فتحه الرجل دي ما تخلكش تعرف تعمل الخطوه. بص فتحه الرجل الكبيره دي، الخطوه بتاعتك مش هتبقى يجب على الجون في التمركز انه لازم يضيق خطوات رجله علشان السكند موف الحركه الثانيه اللي هو هيروح. لو كان بس راح وهم على الكره كان جاب. عشان كده انا بقول لك انا النهارده مباراه زي دي انا المفترض كنت كسبتها وكنت كسبتها كويس، ولكن في حاجه تانية انا بقول لك ان التعادل النهارده يخدم الاهلي اكتر من الزمالك على فكره. ليه؟ عشان المواجهات المباشره. النادي الاهلي اصبح دلوقتي المواجهه المباشره بتاعته وعندك ماتشات مؤجله وعندك ماتشات مؤجله، لكن المواجهات المباشره تفيدك قدام، تفيدك في الترتيب، تفيدك ان شاء الله في اخر الدوري. لكن انا ان شاء الله انا بقولها لكم انا مش خايف من موضوع الدوري، ان شاء الله انت هتحسم الدوري قبلها بثلاث اسابيع باذن الله رب العالمين. كابتن بلال سؤالك ولكن بعد الفاصل ان شاء الله. المديرين الفنيين النهارده بعد المباراه راضيين بالتعادل ولا زي ما قالوا الكباتن ان الاهلي خسر فوز النهارده؟ ولكن بعد الفاصل. بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن بلال كنا بنسالك قبل الفاصل، انت كمدير فني سواء النادي الاهلي او نادي الزمالك وانت طالع متعادل النهارده 1-1 راضي بالنتيجه دي؟ طبعا الاثنين راضيين. الاثنين راضيين طبعا مما لا شك فيه. يعني ده احنا شفناه في الملعب، في شويه تحفظ من الفرقتين، تحفظ من مستر موسيماني شويه نوعا ما. برضو المباراه مهمه بالنسبه له. انا المهم بالنسبه لي ان انا ما اخرجش النهارده وانا مغلوب، لان انا
يعني انا عندي لسه مباراتين مؤجلين والزمالك هو اللي مضغوط، وانا كل لو المباراه انتهت بالتعادل هو اللي عنده مشاكل، انا ما عنديش مشاكل. كارتيرون برضو مش عايز يخسر تاني، هو خسر المباراه الاولانيه تمام، فالمباراه الثانيه مش عايز يخسر، فنازل النهارده برضو عنده شويه تحفظ، مش عايز يفتح الخطوط بتاعته بشكل كبير جدا. شفنا النهارده في اداؤه ان هو مخلي الاثنين الباكين الرايت باك والليفت باك مثبتهم الاثنين، ما بيتحركوش ما بيعملوش هجمات، فده يدل ان هو يعني بيلعب جيم مقفول، مش عايز يفتح الجيم قدام النادي الاهلي. المباراه اللي فاتت طب بعد اذنك كابتن فضل. بلال معلش اسف المقاطعه، اتفضل نروح بس نشوف المؤتمر الصحفي لمستر موسيماني وبعدين نرجع لحضرتك مره ثانيه. اوكي السلام عليكم. Yeah, a difficult match obviously. We played against credible good opponents. It's not easy. ماتش صعب طبعا، لعبنا قدام فريق بيكون يلعب بمنطقيه وبقوه وكانش سهل طبعا المباراه بالنسبه لنا. You could see tonight that Zamalek was playing for their pride, and obviously they didn't want to lose three times in a row with us this year. طبعا زمالك شفتوا النهارده بيلعب بفخر وبعزه، وكان برده مش عايز يخسر ثلاث مرات ورا بعض مننا. So they gave a good fight tonight. فقاتلوا قتال جيد النهارده. And all the last three games we played them. واخد ثلاث مباريات لعبنا معاهم يعني. We score first. كنا بنسجل دايما في الاول. And they always come back. لكن هما بيتعادلوا او بيرجعوا في السكور. That shows how credible they are. They're a good team. طيب بينما قد ايه هما فرقة كويسة. They're a very good team. فرقة قوية. فرقة كويسة. But yeah, I think it's fair that we got we all shared the points. بس اعتقد من العدل ان احنا اقتسمنا نقاط الماتش. If you look at it, we are not happy that we lost two points at home tonight. طبعا احنا بالنسبه لنا بص من ناحيتنا احنا الماتش ده بتاعنا نخسر نقطتين على ارضنا، احنا مش سعداء بحاجه زي كده. But if you are optimistic, sorry about it, and you focus on football. كنا بص التفاؤل ونركز في كرة القدم. ونبقاش نجيش ورا مشاعرنا وانفعالاتنا. You can say we got four out of six points from them. هنقول احنا لما تيجي تحلل هتلاقي ان احنا خدنا اربع نقاط من ست نقاط على الماتشين بتوعنا مع الزمالك. We got the Champions League. اوكي واحنا في بطوله افريقيا متاهلين في بطوله افريقيا. فالحمد لله ماشيين كويس. Can be better but ممكن يكون افضل بس يعني You can have everything you want. مش ممكن تحقق كل نفسك فيه. احمد اتفضل. المباراه النهارده The game tonight. السبعه او الثامنه على التوالي اللي بيجي النادي الاهلي هدف. فدي مشكلة مقررة للنادي الاهلي، ازاي هيقدر يتعامل معاها خاصة ان عنده بطولة الماتش الجاي في افريقيا وهو محتاج ان هو يكون مش بس نظيفة في الماتش العودة. The 6 or 7 games in a row that you can see the goal and how you can deal with that, especially to have the home game in the African competition and playing the Sundowns here, how to can avoid to concede the goal against Sundowns. Yes, the goal in CAF Champions League. When you concede it is you're right, it's not a good sign. بقول حضرتك طبعا بطولة افريقيا ودخل فينا جون على ارضنا مش حاجه كويسه. You'd like to keep zero. تحافظ على السكور ما يخشش فيها الشباكك نظيفه يعني. But I would like to focus on my team to say every game we score. بس انا بحب اركز على فرقتي اقول ان كل ماتش نسجل. So you can look at it like this or like this. يعني بص ممكن تبص على الوش او الظهر، بص بايجابيه الجزء الايجابي. I like the goals. انا بحب الاهداف اللي بنحرزها. Yes you're right, you must keep zero. طبعا انت عندك حق المفروض نحافظ على الشباك النظيفه. Will you be happy with me when you play 0-0 three games in a row? بس تبقى سعيد لما اتعادلت ثلاث ماتشات 0-0 حافظت على شباكك وما سجلتش اهداف. You can say that we didn't concede for the last three games. وهتقول انت ما دخلتش فيك اخر ثلاث ماتشات بس احنا ما سجلناش. You can look at it the way you want. اوكي ممكن ده بالطريقه المختلفه. هو قصده يعني هو قصده ان انت بتسجل مركز في تسجيل اكتر من ان يخش في اهداف. Right for Champions League. بس عندك حق هنلعب على ارضنا في بطوله افريقيا. We should not concede a goal, you're right. المفروض نحافظ على شباكنا نظيفه ما يخشش فينا جون. ابو علي اتفضل. اوكي فهمت. مستر بيتسون سمعني طبعا فرحت بيك. ويلكم كوتش. I'd like for that using the two points against the Malik. The Malik will start with the pressure, high pressure against us. You're thinking this one. No. وفكر أسئلتك كل مرة. You like the tactics. تحب أتكلم عن الخطط على طول. You should be a coach. فوت تبقى مدرب. I told you last week. Stay. You are in the wrong job. Be a coach. Be a coach. You have. تبقى صاحب تبقى مدرب. تحب الخطط والتام. فضي فضي. Are you doing it only to me? Did you do it to Cartoon? بتعمل معايا كده ولا بتعمل كرتون كمان بتتكلم في الخطط؟ ده سامي شيء. اتفضل.
ايه لايك فيه؟ اوكي جو اون. هل التفكير في مباراه صن داونز حسيتها خاصه ان هي مباراه قصيره يعني الماتشين رايحين والخوف من الاصابات خد من تفكير اللعيبه النهارده او خد من تفكير مستر بيتس وسوماني في مباراه الزمالك النهارده؟ انت قصدك على الماتش بشكل عام ولا البدايه؟ حضرتك قلت بداوا هم ضاغطين، قصدك على بدايه الماتش ولا على الماتش بشكل عام؟ In general, the Sunday plays in the high pressure. Maybe because you are focused in the Sundowns games, especially the knockout games. If you lose, you will be. So somebody told you I focused on Sundowns game tonight. قبل ما كمل أي حد قالك إحنا كنا مركزين في ماتش Sundowns. Don't care about Zamalek. ومش مهتم بماتش الزمالك. No, it's a question, coach. It's just a question. No, that's the answer. I focus. One game at a time. مركز في ماتش. Leave Sundowns. ماتش Sundowns فقط. After Sundowns, you can ask. بعد Sundowns هيك ممكن تسأل. The physical attitude of the players, that looks like they are very tired. Maybe because the accumulation of the games, because they play every 3 days. Do you feel that it can affect the players in the next game against Sundowns? Especially Sundowns has speeds and has the tactic. Yeah, the Sundowns people are here. في الناس من Sundowns قاعدين معنا في المؤتمر. My brothers that I brought them to Sundowns, they are all here. Yeah, okay, Sundowns is a good team. صح في من Sundowns قاعدين. I created a monster. عملوا عملاق كبير وحش كبير وعايزين يهزموه وعايزين يكسبوه وعايزين ياكلوه ينقضوا عليه. It's okay, it's football. لكن دي كرة القدم. I saw Pep playing against Barcelona when he was at Bayern. شوف بيب لما كان في بايرن لعب قدام برشلونة. And he lost to Barcelona. وخسر هناك. I hope I don't lose to Sundowns. أتمنى ما أخسرش إن شاء الله زي ما. The question is the physical conditions, it affects. Yeah, they are resting, we are playing. هو رجعت للسؤال بتاع حياتك وضحت له حكايه الحته البدنيه. قال طبعا هتاثر لان احنا بنلعب وهم مستريحين. انت شايف ايه؟ ده بطريقتي انا باسلوبي. الاهلي از ذا اونلي تيم ذات بلاينج كاف تشامبيونز ليج ريبريزنتنج ايجيبت. الاهلي هو الفرقه الوحيده في مصر بتمثل في دوري في التشامبيونز ليج بتاع افريقيا بتمثل مصر. You we would protect Ali if I was in Egypt. يعني أنا فكر أن أحافظ على الأهلي أكثر. And don't put a game of Zamalek. ما نحطش ماتش الزمالك دلوقتي في توقيت زي ده. Most especially when Sundowns is putting the games ahead. خاصة إن Sundowns أجلوا ماتشات. Sundowns أجلوا ماتشات عشان ياخدوا راحة. إحنا ما أجلناش. الاتحاد الكورة ما أجلش ماتش. The way it is in Egypt, so. لكن دي الطريقة في مصر. So hopefully, but one day more, one day less. لكن يوم زيادة يوم قليل فراحة. Doesn't really mean that we will lose the match. ما تعنيش إن إحنا نقدر الله هنخسر المباراة يعني. So, but we, yes, of course, the conditions are different. We can see. الظروف البدنية مختلفة طبعاً. That we dropped a little bit at the end. شايفين في آخر المباراة مستوى بدأ ينزل. But it's the program, it's the schedule of Egypt. بس ده برنامج الماتشات عندكم هنا في مصر، جدول الماتشات بتاع في مصر. بتاعك وين؟ اخر سؤال كان المباراه بعد كده. Can we give the older guy a chance please because you are younger. Yes, please. Can you talk? Let's give the old man respect, okay? Can he go? تفضل. Please respect the little bit. Okay? He's your father, okay? Coach Usmani. تفضل. You know that the اهلي team, اهلي club very strong team in Africa, but this year for this year, 8 months, 7 months, not because of your coach. In Africa? In Africa, yes. Africa and Arabs. The fans of the cup. Like to enjoy and playing and scoring. Well, the 97 or 95 or 90. The حكي كلمة عربي انجليزي انا مش even that even after طب معلش ممكن نهدى نقول سؤال تاني من الاول انا ما فهمتش. I've looked at Ali's history. انا شفت تاريخ النادي الاهلي وجاوب على in Champions League. شفت تاريخ النادي الاهلي في seven years we have not won it, we won it. سبع سنين ما خدناش الكاس يعني واحنا كسبناه. We qualified now with a game in hand. متأهلين اهو في الماتش يعني to Sudan the last match. I think maybe the last minute to qualify. وقصده البطوله اللي فاتت. This year was a little bit better. Okay. A little bit better, and we won the Champions League, so we're still the champions. طب ممكن بس اترجم حاجه بس هي دي فرصه عشان احنا كده الدنيا عكس. So I understand your frustration. You want 3-0, 5-0, 4-0.
And that has never happened for the last 7 years with Ali in the Champions League with all the coaches. بقول لحضرتك السنة اللي فاتت حضرتك سمعت بقى كتر حضرتك مش عايز تلعب في الإجابة. ريلاكس. I'll give you time. I respect you as an elder. هو حضرتك بتسأله بتقول له الأداء مش ممتع وما فيش اللعب على حد ما فهمت من الإنجليزي بتاع حضرتك إن الأداء مش ممتع ولعيبة الجماهير الأهلي منتظر أداء وأهداف فبيقول لك أنتوا آخر 7 سنين ما تأهلناش. السنة اللي فاتت لما تأهلنا تأهلنا في آخر ماتش قدام الهلال السوداني المرة دي تأهلنا ماتش بدري. يعني فالنادي دي المفروض الاداء افضل ومع ذلك لما تاهلنا في اخر ماتش قدام الهلال السوداني وصلنا وخدنا البطوله وصلنا كاس العالم فبيقول حياتك يعني الموضوع اصلا مفروض كويس ماشي في الافضل وتاهلنا خدنا نقاط اكثر من دوري المجموعات السنه اللي فاتت اند ذا ديفندينج تشامبيونز ومندافع اند ذا بيست ثيرد تيم ان ذا وورلد وافضل خدنا برونز تات افضل فريق في العالم يس بات وي ار نوت سكورينج 5 نيل اف يو وانت بس ما جبناش 5-0 زي ما حضرتك عايز 6-0 بس اي وانت تو نو هو سكورز 5 نيل اند 6 نيل بس قولي مين بيكسب 5-0 و6-0 في بطولة افريقيا سو اي هافنت سين ذات تيم ان ايجيبت فور ذا لاست 7 ييرز ما شفتش فرقه في مصر بطولة افريقيا سجلت 5-0 و6-0 في بطولة افريقيا سو وي ار اوكي وي ار نوت ذا بيست احنا مش الافضل بات وي هاف دان ايفرثينج ذات وي سبوز تو دو وي هاف دان ات بس عملنا كل حاجه المفروض نعملها عملنا شغل كسبنا الدوري وي وون ذا كاب والكاس We've won the Champions League. وبطولة أفريقيا كسبناها. We got the medal for all of Africa. خدنا ميدالية باسم أفريقيا تاني عالم. We qualified for the quarterfinals. وصلنا. We are second. So we have ticked all the boxes. For me, I've ticked my boxes. Okay. أنا شايف بعمل. And I look at your history for the last 7 years. I've ticked my boxes. And you win in Berkan, in Berkan, you win Qatar. I'll say 4 cups. Eh? So relax. Wait a little bit. It's coming. Okay. And if we win again in the Egyptian Super Cup, I'll say 5. إن شاء الله ربع بنكسب الكاس الرابع اللي هو كاس نهدى بركان السوبر ونكسب كاس السوبر ده ما يجيش. 7 years maybe you have not. وحاجة أقول لك ما حصلش قبل كده في السبع سنين. But we don't score 4 nil, 5 nil. وكل ده عملناه بغير ما نكسب 5-0 و4-0 و6-0. I understand tonight. أنا متفاهم النهارده بالليل. How is Jurgen Klopp feeling? Jurgen Klopp حاسس بإيه؟ I understand how Pochettino is feeling. بتشيلوا حاسس بايه I understand how is Hansi Flick feeling Hansi Flick حاسس بايه You understand I can go on and go on the Juve coach out of Champions League شايف بدأ يوفنتوس بره and the Messi with Barcelona okay وميسي برشلونه حاسس حاسسهم بايه go slow okay نهدف. We not the best احنا مش but we will get there مش افضل thank you شكرا كابتن بلال يمكن واضح ان مستر موسيماني احنا كنا بنقول راضيين عن التعادل للمديرين الفنيين واضح ان هو راضي عن التعادل النهارده قال لك اه من ضمن كلامه قال لك نادي الزمالك فريق كبير طبعا وبدليل ان هو قدر يرجع المباراه ويتعادل اه احنا بالنسبه للكوره هنقول الماتش بتاعنا كان المفروض ان احنا نحافظ على الفوز او نكسب ولكن احنا واخدين من الخصم ده 4 نقط من 6 مباريات ودي حاجه مش عارفه اما ده اللي اتكلم عليه مستر موسيماني ماتشين قال ان احنا يعني هو احنا كسبانين الماتش الاولاني والشوط والماتش الثاني احنا متعادلين فبالتالي احنا ايه لينا الاولويه يعني في الموضوع واحنا الافضل بالنسبه لنا لو احتكمنا المواجهات المباشره في النادي الاهلي هو الافضل يعني لو كان الكلام ده في هيبقى في حسم للدوري الاهلي هو راضي واضح من طريقته ان هو راضي عن الاداء وقال لك احنا سجلنا برده الاول وده شيء جيد هم قدروا برده يرجعوا في اللقاء عشان هم فريق كبير وعندهم امكانيات وعندهم لعيبه عندها قدرات عاليه ومدرب كويس طيب انا عايز اقف عند النقطه دي يا كابتن بعد اذن حضرتك مش ضد مستر موسيماني هو اتكلم عن نادي الزمالك ان انت بتلعب فريق كبير قدر انه يرجع للمباراه ماشي انت احيانا في بعض المباريات وخصوصا هي المباريات الثقيله او الكبيره لما بتلعب خصم كبير انت كفريق كبير ممكن تكسب بجول وتقدر تحافظ على الجول ده صح مظبوط وده اللي يمكن الكباتن اتكلموا فيه وكابتن عادل اتكلم فيه وكابتن شريف وقالوا حته ازاي تكسب يعني الفرق الكبيره بص عشان ممكن العب زون ديفنس وارجع ادافع من يعني من قدام المنطقه بتاعتي مع الفرق الكبيره بتبقى صعب شويه خاصه لما بتلاقي فرقه عندها كواليتي لعيبه كويسه عندهم مهارات وامكانيات مش بتلعب فرقه بس عندها سيستم وعندها نظام الفرقه اللي عندها نظام وعندها سيستم بس ما عندهاش لعيبه عندها المهارات العاليه الواحد ضد واحد والقدرات الفنيه العاليه دي ممكن تقفل عليها كويس جدا وتقفل عليها مفاتيح اللعب لكن فرقه الزمالك لما تديهم فرصه ان هم يلعبوا في نص ملعبك
عندهم زيزو عنده مهارات عاليه وعنده امكانيات وقدرات، بن شرقي عنده امكانيات وعنده مهارات عاليه، واحد ضد واحد بيعملوها بشكل كويس، شيكابالا لما كان موجود في الملعب، يعني عندهم اللعيبه اللي عندها الحلول. واحنا شفنا النهارده بتاعك لا والجول اللي جابوه حل، يعني كان حل فردي ما كانش حل جماعي. انت جايب الجول بتاعك في عز ما انت بتتكلم الكلام، انت بتقول مضغوط الاهلي وبيلعب بزون ديفنس وبيعمل كل حاجه وبيلعب على المرتده مزبوط. فانت جبت الجون في الشكل ده، ممكن تجيبه مره واثنين وثلاثه كان ممكن بنفس الشكل على فكره مع امكانيات الزمالك اللي قال عليها المحترمه الربط اللعيبه اللي بيقول عليها طبعا. يعني طبعا نفس الشكل، لو انت مضغوط خدت بالك انت كنت ممكن تكرر دي بعض المواقف هنا طبعا. ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. الزمالك هو نازل كارتيرون بيعتمد على مهارات اللعيبه اللي موجوده عنده، يعني انا مهاره شيكابالا دي واحده، دي الاولانيه، دي الكوره الوحيده اللي عملها شيكابالا النهارده في المباراه، وهي دي اللي بيعتاد عليها شيكابالا النهارده، وفيها تالق كبير من محمد الشناوي على مهارتين طبعا بشكل جيد جدا جدا. فدي الحاجات اللي بيعتمد عليها. خليك لا 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 نرجع تاني نرجع اول ما هو ايوه بالظبط كده، وبس كده اقف هنا. احنا عندنا هنا زياده عدديه كبيره جدا طب تبص اربعه على واحد اللي هو شيكابالا اللي معاه الكوره، يعني هو 7 على 4 يعني انت 7 على 4. مين القريب منه اللي معاه دوت ده. لو كان كمل مع شيكابالا وحط رجله ده ايمن اشرف بالظبط، واللي على خط ال 18 ده عمرو السلي تمام، وديانج اللي ورا راجع ورا طبعا ورا رامي ربيع. ربيع وده بدر بنون ماسك بشكل جيد، ومحمد هاني ماسك بشكل كويس. طاهر محمد طاهر مش في الصوره دي خالص؟ لا لا ما اعتقدش ان طاهر محمد طاهر هي راحت ايمن اشرف اللي على طرف ايمن اشرف القريب من شيكابالا ايمن اللي المفروض ان هو هيدخل على شيكابالا كده. طاهر اللي عدت منه 4 على 2 يا بلال هنا، يعني مين هنا 4 على 2 5 على 2 لا لا انا بتكلم عن دي شيكابالا 4 على 2 4 على 2 الحته اللي فيها شيكابالا 4 على 2 تمام. فدي مهاره لعيب، خد بالك دي مهاره لعيب، هو بيقدر يشتغل عليها ويستغلها. غير كده احنا ما شفناش يمكن يعني حتى كارتيرون وهو بيلاعب الفرق، يعني الفرق الصغيره بيبقى عنده مشاكل. ليه عنده مشاكل؟ دي يمكن الشناوي عملها هاي الحقيقه، يمكن اتعامل فيها بشكل رائع جدا، وانقذ هدف، يمكن هدف كان محقق بالنسبه لنادي الزمالك فعلا. فعايز اقول لك ان هي لعيبه نادي الزمالك بتشتغل في الحته دي، حتى الجول اللي جه فينا ما هي مهاره فرديه. يعني طلع بنزيزو زيزو رقص واحد وبعدين اتلعبت وفوتت لساسي، ساسي حطها في الزاويه البعيده، كباتن اتكلموا على وقفه الشناوي وتمركزه فيها، التمركز الغير جيد، بس خلاص هي دي مهاره فرديه من اللعيب. فانا كنت بشوف ان وانس ان انت سجلت الهدف خلاص انت بقيت في حته ثانيه خالص في المباراه، كان ممكن تلعب جيم ثاني مختلف خالص من وجهه نظر الشخصيه. كان ممكن تقفل بشكل كويس، تقفل في نص ملعب، لان انت بتلعب على فرقه هي القدرات بتاعتها في نص ملعبها الامكانيات كلها في نص الملعب. لو قفلت نص الملعب زي ما عملت المباراه الاولى بتاعه النادي الزمالك وضغطت عليهم في نص ملعب وقفلت لهم نص ملعب واستغليت سرعات اللعيبه اللي موجوده قدام، محمد شريف جاب الجول ازاي؟ ما هي من سرعه تمام، واكتر من فرصه لمحمد شريف كان ممكن يسجل بيها هدف. النهارده راح برده واحده واتلعبت لكن خبطت في عواد وراحت بطيئه شويه. فانا لو كنت انت قفلت بشكل كويس بعد الهدف مباشره ولعبت على كاونتر اتاك، عندك اثنين سرعة جدا شريف صلاح محسن، اثنين عندهم السرعه بيلعبوا على اثنين عندهم بطء غير طبيعي وتمركز خاطئ بشكل غير طبيعي، في مساحات فاضيه او هيبقى في مساحات بطبيعه الحال هيبقى في مساحات. الزمالك كمان وهو مغلوب 1-0 وسوري وهو متعادل 0-0 عنده مساحات، انت جبت الجول وهو عنده مساحات، التمركز خاطئ، الوقفه غلط، الرقابه غلط، البطء كمان بتلعب باثنين عندهم بطء شديد جدا جدا. فلو كنت اشتغلت بالطريقه دي واشتغلت على الكرات الطوليه الكاونتر اتاكس اعتقد ان انت كان ممكن تسجل هدف او اثنين وكان ممكن تحافظ على الجول اللي انت جبته. لكن احنا فتحنا الجيم، يعني مستر كان عنده وجهه نظر ثانيه انه يفتح الجيم يزود عدد من الاهداف، يريح يخرج اللعيبه اللي ممكن تكون من وجهه نظر اجهدت ويفتح ويلعب جيم مفتوح لنهايه المباراه. وده اللي هو فكر فيه، ده فكر مدير فني ممكن يكون رايح للحته دي، ان انا لا مش هدافع، مش عايز ارجع لورا، عايز العب بنفس السيستم اللي انا بشتغل بيه، فبالتالي هلعب جيم مفتوح مع نادي الزمالك وهستغل الخطوط اللي هتبقى مفتوحه بالنسبه لي. بس يبقى محمد شريف موجود بقى، يعني ما هو ده اللي احنا قلنا كابتن. لكن خد بالك انت برضو يعني مش بص ما هو انت النهارده بتلعب برضو نادي الزمالك، انك انت عنده محمد شريف يعني وضع طبيعي انه هيضغط خطوط طبيعي لما تدي تغيير هيضغط انت سوري انا محمد شريف وصلاح دول موقفين خط طبعا عمل فاكر عليها مالك بيلعبوا ضاغطين تقارب الخطوط وما خلاص ده فتحوا الحته دي خالص كابتن ومش هيقدروا يعملوا زياده عدديه على نص ملعب النهارده. كابتن محمود علاء قطع كام كوره
تقريبا ولا كوره تقريبا واحده دواه كلها يا فاولات للنادي الاهلي وكرات عاليه بيخلها. وصلك للجول كم مره بالظبط تمام يعني بتتكلم على لعيب هو ثغره في فرقه قدامك انا لازم استغلها كمدير فني ولازم استغلها كلعيب لو انا كنت اشتغلت بالشكل ده من وجهه نظر احنا طبعا المباراه خلصت فاحنا خلاص احنا شفنا الماتش فاحنا بنحلل الاداء يعني لو احنا كنا اشتغلنا او لو موسيماني كان اشتغل في الحته دي واشتغل على الاثنين السنتر باكس بتوعنا الزمالك وبطقم اعتقد كانت مراحت 2-0 و3-0 مع ذلك كابتن بلال جات لنا فرص برضو يعني احنا جات لنا فرص كان ممكن الاهداف المهدره دي برضو تخلص لك الجيم طبعا اكيد وفي يمكن في واحده اتلعبت يمكن وليد مجدي قفشه عملها الفاول برضو اللي اتلعب ودي برضو عايز يعني بلون. لازم نبص عليها طبعا لازم نبص على الحاجات دي بشكل كويس يا جماعه في الكرات الثابته بتبقى يعني مفتاح مكسب في بعض الاوقات او في كتير من الماتشات المغلقه يعني انت ساعات يبقى عندك الماتش مقفول كره ثابته بتخلص الماتش كره وليد سليمان اللي اتلعبت عبد الشافي طلعها دي برده كان ممكن تبقى هدف اي بص ده موقف من ضمن المواقف بقى برده هنا بص طاهر اه كره طويله انت بتروح لوحدك يعني عايز اقول لك يعني دفاع نادي الزمالك لو زي ما بيقول لك طبعا قليل جدا جدا قليل جدا ادي شيء راح حسين الشحات ممكن يعدي ويرقص ويفوت ويلعب كل حاجه ممكن تعمل كل حاجه في الكوره هو بيلعب عليها من بدايه المباراه ايمن يعني كده. المساحات اللي انت جبت منها جول في الشوط الثاني هو بيتلعب عليها من بدايه المباراه صح لكن زي ما بقول لك انا توقيت التمريره هو اللي بيفرق طب انت انا عايز استرجع بالكره اللي انقذها الشناوي بص الكره الطويله انا عايز ارجعها تاني سمير والنبي الكره اللي انقذها الشناوي بص الكره الطويله ما اتلعبت موقف نادي الزمالك ايه هتلاقي بالظبط الموقف بتاع الجول ايوه هتلاقي 2 على 2 يعني بص دي طار شايف كويس قوي عاملها بص هنا المفروض مين موجود المفروض الباك ليفت أيوه. مش محمود خالص مش موجود يعني بص هنا مظبوط مش موجود خالص صح. الهدف مين اللي كان لازم موجود كان حازم مش موجود هو اتلعب على دفاع الزمالك صح لكن الاخطاء موجوده اللي بنتكلم عليها بلال عشان ابرز الخطا يا ايمن لازم انا اعمل حاجه الصح ما هو الاخطاء يعني الموقف الدفاع بتاع لعيبه الزمالك واللي هو الدفاع متقدم قوي ده بيلعب بين بدايه وراه والى حد كبير احنا اتكلمنا قلنا ناجح ليه لان مفيش اختبار حصل حقيقي بان في استغارات غير واحده زي دي بص هي دي ده انا بتكلم من القلب بس ايه التمريره بتاعت محمد مجدي مفاجاه صح. يعني بص مين واخد بقى بص اقف هنا ثانيه اقف هنا بص التمركز اللي كان بيتكلم عليه بلال دلوقتي محمود علاء بص فين مش ماسك حد خالص صح صح كويس والباك رايت حمزه بص ضامن بس برده المساحه موجوده لمحمد شريف اللي خلى المنظر ده يبان ايه يا ايمن حاجه بسيطه جدا الباص اللي عمله محمد مجدي طويل التايم نفسه اللي هو مفيش حد لسه بص يعني محمد مجدي تخيلها كده لو وقف الكره دي كان كل اللي احنا بنتكلم عليه ده انتهى مزبوط. لكن هي الباص الغير مباشر صح. هنا باص تمركز دفاعي بص يا ايمن كل عايز تقول حاجه عادل اتفضل لا انا كنت عايز اعدد على بس بعد بعديك كابتن كنت اعدد كلام بلال في حاجه بعد لما تخلص بص يا ايمن مواقف الزمالك الدفاعيه لو عملت ملخص كده للمباراه كلها هتلاقي المواقف دي كتير جدا متكرره بس انت عرفت منين لما جه الهدف بانت تمريره زي دي تبين لك في واحده اللي بيتكلم عليها بتاعت بلال كمان بتاعت صلاح محسن كمان تبين اكتر هي المساحات موجوده والاخطاء موجوده بس الخطا بيبان ايه لما العقاب بيجي صح بص المنظر اقف هنا اقف هنا ماشي بص ما ينفعش يعني المنظر ده ما ينفعش في 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 قول ده الاخطاء دي متكرره ما انا بقول لك الماتش اللي فات ماشي ايوه الزمالك اللي فات بص يا ايمن مفيد بقى الاكتر كمان الاخطاء دي متكرره بدايه الموسم مع لعيبه الزمالك أيوه. مع دفاع الزمالك بص أيوه. ده ما ينفعش كده يبقى موقف دفاع الفريق الزمالك أيوه. لكن بتعدي ما انت مش عارف لسه الخطا لازم تعاقب الخطا انت مفيش عقاب أيوه. عقاب أيوه. العقاب جه بس في الهجمه اللي جه منها الجول ولو جبت بس انا عايز كره الشناوي تاني اللي هو طلعها الشناوي واتعمل الطويله في موقف يعني مش طبيعي أيوه. يعني ريت ترجع سمير لو اتردت على الديفنس الزمالك اما ترد على الديفنس الزمالك أيوه. موقف بتاع الهدف بالظبط اللي هو 2 أيوه. على 2 يعني هو بس انت المواقف موجوده بس دايما بقول لك الذكاء انك تظهر الخطا طيب هنروح لزميلنا فاروق صلاح ونرجع نكمل لقائنا مع نجومنا الكبار وفاروق صلاح ولقاء مع الكابتن سامي ومصام مدرب النادي الاهلي
من جديد ده كل تحيه ليك يا كابتن ايمن ولضيوفك الكرام ولكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان عقب نهايه اللقاء بتعادل ايجابي ما بين الاهلي والزمالك بهدف لكل فريق. يسعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء كابتن سامي امصون مدرب فريق النادي الاهلي. كابتن سامي برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي. خلينا نتكلم على مباراه في مجملها. النادي الاهلي كان الافضل، كان الاحسن، كان الاخطر على مرمى نادي الزمالك. بفقد نقطتين النهارده، لكن مهم جدا ان انا قبل مباراه سان داونز ان انا اللعيبه اطلع من اللقاء ده اللعيبه كلها سليمه الحمد لله. طبعا تحدي كابتن ايمن وكابتن شريف وكابتن علاء ميهوب كابتن عادل ابو رحمن وكابتن احمد بلال. زي ما انت قلت مهمه جدا، نتيجه مهمه جدا بالنسبه لنا ان انت تعمل نتيجه ايجابيه، خصوصا ان انت هتلعب مباراه كبيره قدام سان داونز. النهارده اعتقد اللعيبه ادت مباراه كويسه جدا بالنسبه لنا، خصوصا الشوط الثاني كان كنا متوقعين طبعا سيناريو دوت نادي الزمالك النهارده اخر امل بالنسبه له، يعني اخر النهارده اعتقد لو كنا ربنا كان كتب لنا المكسب اعتقد كانت هتبقى فرصته صعبه في البطوله. لكن انت عارف مباراه الاهلي والزمالك مباراه قمه، بتلعب خصم مميز عنده امكانيات كويسه برضو. اعتقد ان احنا عملنا جيم كويس النهارده، وبشكر اللعيبه طبعا على الاداء وعلى النتيجه، ان شاء الله ربنا يكرمنا الفتره اللي جايه ان شاء الله. كابتن سامي نقطه مهمه جدا حضرتك اثرتها، ان انتوا كنتوا متوقعين الاداء ده من نادي الزمالك، اكيد الزمالك هينزل مندفع وبالتالي النادي الاهلي شفنا توزيع مجهود اللاعبين على مدار ال 90 دقيقه. الشوط الثاني اللي كانت الكتير بيتكلم ان اداء النادي الاهلي بيقل في الشوط الثاني، لا شايفين اداء افضل من النادي الاهلي في الشوط الثاني. بص ودي نقطه زي ما قلت لك اللي احنا اللي الراجل اتكلم عليها، خصوصا ان نادي الزمالك برده الفتره اللي فاتت بقى له فتره كبيره جدا اول مره يعمل برده كثافه مباراه زينا، يعني فكنا متوقعين برده ان الشوط الثاني هيبقى اقل بدنيا. نحاول ان احنا نبدا في الشوط الاولاني بالضغط العالي نحاول نحله، يمكن عملناها كذا مره، يمكن كان عندنا اخطاء الشوط الاولاني في الثلث الاخير، يعني قرارات اعتقد كانت فيها تسرع شويه، ما فيش قرار مناسب للموقف يعني. لكن اعتقد حسناها الشوط الثاني، اتكلم الراجل اتكلم من الشوط على النقطه دي، حسناها الشوط الثاني وكان عندنا فرص الحمد لله كنا ممكن نستغلها ونجيب اكتر من هدف. لكن الحمد لله برده الماتشات الكبيره ديت مهم ان انت يعني اعتقد اللعيبه عملت اللي احنا عملنا اللي علينا ودي خطوه. عارف بطوله الدوري لسه بدري جدا، خطوات كبيره جدا، لكن كان مهم جدا بالنسبه لنا وزي ما قلت لك ان انت تعمل نتيجه ايجابيه. يعني اعتقد الحمد لله اللي احنا عملناه برده ان انت تبقى ليدنج فور الماتش وتحرز هدف، ويمكن كان عندك باد لك في الهدف اللي احنا استقبلناه يعني. لكن ان شاء الله دي هي دي الكوره، وان شاء الله نركز اكتر بقى الفتره اللي جايه والماتش اللي جاي ماتش مهم بالنسبه لنا، التركيز لازم يبقى اكبر، بطوله كبيره انت حامل لقب ليها، فاعتقد يعني ان شاء الله تكون لعيبه ان شاء الله تستوعب كده وتقدر ان شاء الله تركز ان شاء الله وتحسم من المباراتين يعني في المباراه الاولانيه ان شاء الله. كابتن سامي اعتقد بروفه قويه، وحضرتك تطرقت لمباراه سان داونز النهارده حاجه مهمه جدا ان انا بكسب طاهر باداء رائع اكثر من رائع، النهارده ايضا بكسب عوده ايمن اشرف، بكسب صلاح محسن، اعتقد ممكن تكون مكاسب يعني تعوض ممكن النقطتين اللي انا فقدتهم في اللقاء النهارده. ويمكن دي النقطه اللي انا كنت بتكلم عليها فيها على طول، ويمكن معاك كنت بتكلم فيها ان احنا يعني مع ضغط المباريات ما عندناش حلول كتيره، يعني كان عندنا برضو فتره كبيره عندنا فيها اصابات كبيره جدا ما كانش عندك حلول. النهارده زي ما انت قلت الحمد لله حلول كويسه، النهارده طاهر ادى اداء مميز جدا، يمكن برضو يعني تاثر شويه في الاخر في الاصابه اللي جات له يعني، لكن اعتقد عمل اداء كويس النهارده. صلاح لما نزل عمل اداء كويس، وليد برضو حاول اللي هو مروان، فاعتقد النهارده سوليه ودانج عاملين اداء مميز، بدري نفس القصه، ورامي ايمن زي ما انت قلت مكسب كبير وقوه كبيره بالنسبه لنا، محمد هاني نفس القصه، قفشه كالعاده يعني، فاعتقد الحمد لله في اجابات كتيره ان شاء الله نبني عليها ان شاء الله المباراه القادمه. كابتن سامي مش هقول لك ان اللعيبه كانت بتفكر في مباراه سان داونز، لا احنا خلاص قفلنا مباراه الزمالك، تحضيركم للمباراه اللي جايه خاصه ان انا عندي مباراتين وانا حامل اللقب، اعتقد بتدي ضغوط عليكم على اللاعبين. يمكن هو ده اللي الراجل اتكلم بعد المباراه على طول، شكر اللعيبه على الاداء النهارده، ولكن قال لهم احنا عندنا تحديات اكبر، ثلاث مباريات مهمين بالنسبه لنا، بطولتين كبار، بطوله انت حامل لقب فيها، بتلعب خصم كبير، يمكن النهارده برده كانت بروفه كويسه زي ما انت قلت، عشان يعني لاعب بسان داونز مشابه شويه لنادي الزمالك، بيلعبوا في الهاف سبيس كويس، عندهم لعيبه مميزه خصوصا في الثلث الاخير، فاعتقد الحمد لله كانت بروفه كويسه ان انت تقفل عليهم كويس وبتدي اللعيبه ثقه كويسه. عندنا ماتش ثاني نهضه بركان في قطر ان شاء الله برده نفس القصه، فاعتقد الحمد لله اللعيبه ان شاء الله يعني قادره ان شاء الله اللي هي ان شاء الله تبقى في الموعد كالعاده يعني، وتفرح جمهور النادي الاهلي ان شاء الله الفتره الجايه. اشكرك يا كابتن سامي وبالتوفيق ان شاء الله في المباراه. شكرا. كابتن ايمن ده كان لقاءنا مع الكابتن سامي امصون، اتكلم على المباراه، اكيد في ايجابيات، اكيد النهارده النادي الاهلي بيفقد نقطتين في مباراه كان هو الاحق هو الافضل على مدار ال 90 دقيقه. من جديد تعود ليك الكلمه كابتن ايمن ولضيوفك الكرام. شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح. يمكن برده كان في رضا من الكابتن سامي امصون على نتيجه المباراه، وقال ان شاء الله الفتره اللي جايه نحسم باذن الله مباراه سان داونز من القاهره ان شاء الله. هو طبعا الحسم بيبقى عن طريق المباراتين، وخصوصا لو انت بتلعب
فرقه ثقيله زي سان داونز، انما نتمنى ان شاء الله ان احنا نكسب هنا فوز مستريح باذن الله رب العالمين. يمكن احنا طلبنا الكابتن علاء ميهوب طلب الكره اللي اتلعبت علينا من بدايتها. لا مش دي، لا مش دي، مش دي. احنا كنا عايزين الكره اللي اتلعبت على الشناوي، والشناوي شالها. عايز الفرصه اطلعها الشناوي، فرصه اللي طلعها الشناوي الشوط الاول بتاع شيكابالا، الفرصه بتاع الشناوي. المهم معانا الارقام والاحصائيات المباراه كابتن شريف. الاستحواذ 50-50 اهي، ادي الكره كابتن، الكره كملها كملها والشناوي هيطلعها وكل حاجه. ماشي كمل كمل نكمل كمل كمل يا سمير كمل كمان كمان ماشي ماشي خليك ماشي لحد ما تطلع بس طويله. طاهر محمد طاهر كمان كمان كمل. لا كمل كمل ماشي شو ماشي. هو عايز يجيب الوقفه بتاعت نادي الزمالك. نادي الزمالك كمل كمان كملها كمل كمل نكمل كمل كمان زي ما انت ماشي كمل كويس كمان كمان كمان. بص بس وقف هنا وقف هنا وقف هنا. بص نفس نفس المنظر. بص اتنين على اتنين بالظبط، وفي محمد شريف واقف لوحده. بص ده اللي انا بتكلم. شكرا يا سمير. ده انا بتكلم عليه ايمن. ماشي. ان الخطا موجود من بدايه المباراه. مظبوط. ان اتنين على اتنين طول المباراه. بس هو الهدف جه عشان يبان ان في خطا، لكن الخطا ده موجود. ده تشتيته اتنين من لعيبه الاهلي مع اتنين من لعيبه الزمالك. محمد شريف واقف لوحده خالص. بس دي حاجه متكرره كابتن علاء. دور المدير الفني في النقطه دي ازاي؟ لا مش هو بقى اللي مش انت بتتكلم كده. ده خطا كارتيرون. هو خطا متكرر من كارتيرون. هل هو قايل ان انتوا تلعبوا 2 على 2؟ استحاله، ما فيش حد في الدنيا بيقول لي 2 على 2. ده احنا طبيعي يعني. ده زمان ما احنا صغيرين كده يقول لك 2 لازم حد زياده. لكن حتى ما يكون الهجمه ليك انت ايمن، ما ينفعش استرحان اللي في لعيبه الزمالك. عشان بقول لك ده خطا من بدايه المباراه بس مش واضح. لكن اول ما جه الهدف خلاص انت عرفت ان في خطا هنا اساسا. صحيح. طب كنا بنتكلم على الاحصائيات يا كابتن شريف. يمكن استحواذ تقريبا، لا مش تقريبا، هي النسبه واحده. الاستحواذ 50-50. التمريرات الصحيحه نادي الاهلي 437 من 526، نادي الزمالك 395 من 474. استحواذ ازاي بقى زي بعض يعني؟ تصويب على المرمى نادي الاهلي 3 من 10، النادي الزمالك 6 من 12. الفرص والاهداف 1 نادي الاهلي من 8، نادي الزمالك 1 من 4. معنى كده ان انت خلقت فرص اكتر من نادي الزمالك. ادي الفرص موجوده معانا على الشاشه. ادي ده جول، ده كده الضعف اساسا. ادي انت كده طب. انت بتتكلم عن ضعف. دي اول فرصه. اتفضل. ماشي انا مش فاهم انت الاعتراض هنا على ايه. مش فاهم. المهم دي في فاول. الفرصه الثانيه الموقف صعب شويه، ولكن كان ممكن تروح تجيب جول. هي جت في رجل واحد. هو كانت ممكن تخش جول، كان ممكن تخش جول. دي الفرصه الثالثه. دي محمد نجش، دي قفشه. انا عايز احطها في البعيده بس ما جاتش. ضعيفه من ثلاثه. دي ثلاث فرص. ماشي. دي الكره بتاعت بدر بنون اللي هي السابقه. دي برضه مهمه قوي. ده جول. الرابعه. دي الرابعه. دي رابع. خلي بالك انت بتتكلم عن تقريبا اهداف محققه. تمام. فرص مؤكده. تمام. عشان كده قلت لك يا كابتن ايمن الاهلي اضاع فوز. دي بتاع شريف. الاهلي اضاع فوز من ايده. ده الخامس. ده كده الخامس. وادي الجول السادس. ودي سادس فرصه اللي ده جابها صلاح محسن جول. خلي بالك كده احنا في ست فرص. ست فرص هيجي لك بعديها كمان فرصتين. ادي ايه واحده ايه؟ ادي واحده بس وليه؟ للاسف ما وقفش كويس زي ما وليد سليمان. مروان واقف هنا. احنا ممكن نجيب الكره دي بتاعت وليد سليمان تاني بعد اذنك. هي نجيبها بقى مره تاني. ماشي. وهي دي كمان. ودي اخر واحده. دي كمان. ماشي. دي بتاعت ادي التمانية اللي خرجها على الشاشه. دي جول. كروس كويس قوي. صحيح. معنى كده ان احنا خلقنا فرص كتير جدا. طبعا. ووصلنا ضعف نادي الزمالك. كان ممكن عن طريق فرص دي تخطف الماتش برضه. طبعا انت اي استحواذ انا قلت لك قبل كده نادي الزمالك بينزل نص ملعبه وبيفقد الشق الهجومي وبياخد مجهود كبير قوي عشان يعوض الدخول تاني لمنطقه جزاء النادي الاهلي ويعمل الهجمات. وده اللي خلى كارديرون على فكره يعمل التغييرات بتاعت حازم امام. يعني هو منزل ليه حازم امام وعمل الاطراف؟ لانه حس للحظات ان زيزو موفق في ناحيه اليمين دي وبيعمل عرضيات. دي كره وليد. لازم بقى هنا الكره دي ما كانش يقدر وليد يحطها مره واحده زي جون كتوكو، زي جول الكابتن الخطيب في كتوكو. كتوكو نعتقد كان ممكن تتعمل عاليه قوي
بس صعبه يعني صعبه كده. كابتن خطيب كان جاي وهو شايفها بس عشان الحارس هل هو بصش عليه طلع ما شافوش ولا ما طلعش؟ لا وليد طلع طلع على طول تبقى صعبه ممكن بس هو ما شافوش وليد ممكن هو مروان محسن اللي كان لازم لا يعمل فولو على كره زي دي. يعني مروان اللي كان لازم يشتري واحد يمين في الكره دي. انا عايزك وانت بتستعرض كده واستلام نادي الزمالك حتى في الاستلام في الكونتر اتاك بتاعه مش اللي يخوف بتاع النادي الاهلي. طيب. النادي الاهلي عنده السرعات في الاختراق في العمق، واحنا قلنا اجمعنا كلنا قبل ما نقعد ان سكه نادي الاهلي النهارده الاثنين الطرفين اللي في العمق هم اللي بيدوك المساحه والسرعات الاعلى بتاعتك هي اللي بتوصلك وهي اللي بتخليك تبقى انت الاخطر. طيب. في الماتش ده واللي قبله على فكره. طيب. انت برضو في الماتش الاولاني من كورتين فيها شخصيه وفيها شوط وتصويب وتفكير وتركيز سريع قدرت ان انت تخلص الماتش في اول هاف تايم الماتش اللي فات. الماتش ده ما جالكش الحظ انك انت تترجم الاهداف في اول شوط، انما ما كانش عند كاردرون حاجه ايمن غير انه يضغط. طيب. بكل الخمس ست دقائق سبع دقائق اللي انت شفتهم اللي احنا بعدها على طول واحنا جايبين الجول. طيب. اللي احنا برضو عندنا التيمبو عندنا الايقاع عندنا الرؤيه واثقين ان احنا هنخترق من نفس المكان اللي انت يعني قتلناه بحثا ان هما الاثنين واقفين غلط. حتى بعد ما اتلعبت لصلاح محسن محمود علاء عمل حاجه غريبه قوي راح طالع لقدام تاني عشان علي عايز يكشف اوف سايد. طيب. راح الراجل موقف الكره براحته وراح قبل ما رجع له كان رقص الجول وراح حاططها وهو بيتزعق. طيب. فالاستحواذ اللي انت شفته من نادي الزمالك كان استحواذ تحضير مش قادر يعوضه لانه بينزل كل اللعيبه بتنزل نص الملعب فعشان توصل لغايه منطقه الجزاء الخصم كل الفرقه الثانيه رجعت. أيوة. والفرقه الثانيه نظمت الصفوف بتاعتها. صحيح. وانت برده كان النهارده الحقيقه الاضافه لعيبه النادي الاهلي النهارده كان عندهم هدوء نسبي ما كانوش متسرعين حتى هم في منطقه الجزاء بيحاولوا يلاقوا بعض بيحاولوا يباصوا مش عايزين يزعزعوا الدنيا عايزين يقولوا للشناوي ما تقلقش احنا واقفين على رجلينا شايفين الدنيا كويسه. رجوع ايمن اشرف الحقيقه برده ادى قوه شويه الخط الدار ومحمد هاني النهارده عشان التزم هو وايمن اشرف بعدم الخروج كتير كان ليهم شكل وعملوا ايقاع. صحيح. انا بشكر اللعيبه النهارده على المجهود اللي عملوه وخاصه ان احنا برده عايزين اقول لك حاجه رمضان برده انا حاسس ان اللعب هو صايم وبعدين يفطر فجاه وما فيش بتفرق معاه شويه وكل يومين ثلاثه وكل يومين ثلاثه ماتش ف صحيح. يعني الحمد لله. تعالوا نروح لزميلنا فاروق صلاح ولقاء مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي بعد نهايه احداث المباراه. من جديد كل التحيه ليك يا كابتن ايمن ولضيوفك الكرام ولكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يعني عقب نهايه اللقاء الاهلي والزمالك بتعادل ايجابي بهدف لكل فريق يسعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء كابتن سيد عبد الحفيظ. كابتن سيد مباراه كبيره انت افضل على مدار ال 90 دقيقه كنت الاخطر كنت الاحق بالمباراه النهارده بتفقد نقطتين لكن مهم جدا ان انا قبل ما ادخل مباراه سان داونز تكون اللعيبه كلها نطلع من اللقاء ده اللعيبه سليمه ومكاسب كبيره جدا ان انا بكسب عوده صلاح محسن للتهديف عوده طاهر محمد طاهر وتالقه ايضا قفشه وايمن اشرف. يعني الحمد لله طبعا على كل شيء هي مباراه يعني مهمه في ختام مرحله كانت صعبه جدا في تلاحمها وضغطها يعني لكن في النهايه هي مباراه على المستوى الفني اعتقد انها مباراه على مستوى عالي جدا يعني انتهت 1-1 مهم قوي ان انت تقفل الصفحه بجد يعني لان انت داخل على ثلاث مباريات يعني مباراتين فيهم بتكمل على وتحافظ على على لقبك اللي انت حققته السنه اللي فاتت والثانيه بطوله لوحدها غايبك عندنا اللي هي مباراه نهضه بركان اللي هي هتبقى يوم 28 ان شاء الله. يعني مش عايز اتكلم كتير برضو عن المباراه النهارده لكن في النهايه هي مباراه وانتهت في ختام مباراه في ختام مرحله كانت صعبه يعني مش عايز اقول ان انت كنا قريبين من المكسب لكن في النهايه الحمد لله على كل شيء يعني خلينا نقول من يوم الخميس ان شاء الله الرحمن هيبقى عندنا معسكر برضو يعني استعدادا لسان داونز يوم السبت ان شاء الله الرحمن نحقق نتيجه كويسه وتساعدنا على مباراه العوده ونروح مش عايز اقول يعني معركه ولا حاجه لكن عايز اقول يعني مباراه هتبقى صعبه جدا يعني سواء كانت هنا ولا هناك بس نفكر في المباراه اللي هنا الاول وبعدين ان شاء الله الرحمن بقى اتجاه ان احنا نكمل ونطلع من بره على مباراه السوبر باذن الله. كابتن سيد من النقاط المهمه جدا اللي احنا كنا عوده بعض اللاعبين النهارده مكاسب للنادي الاهلي وانك تخرج من اللقاء دول بدون اي اصابات قبل مباراه سان داونز خاصه زي ما حضرتك قلت انت مطالب بالحفاظ على البطوله. يعني الحمد لله طبعا على كل شيء يعني الحمد لله انت برضو يعني
اذا كنت لسه بدري على الدوري جدا، لسه بتكلم على عدد مباريات كبير جدا جدا، يعني في حاجات بتروح وحاجات بتيجي وحاجات بتبقى مفاجآت اكيد، وفي حاجات بتحافظ عليها. لكن اعتقد ان الحاجه الايجابيه في الموضوع بشكل كويس ان انت برضو يعني لعل وعسى ممكن تحتاجها في يوم من الايام. ده كان مهم، يعني كان مهم ان احنا نكسب النهارده الحمد لله، يعني ان احنا نجيب جول وبعدين نتعادل، لكن كان مهم ان احنا نكسب ونزود عدد الفرق بعد كده لما نخلص مؤجلاتنا ان شاء الله الرحمن يعني. لكن في النهايه يعني انت حافظت برضو، يعني عندك سن مقبولة ومعقولة اللي هي اللقاءات المباشرة دلوقتي في صالحك انت يعني. لكن لسه بدري جدا جدا جدا، لنا في الدوري الاسباني عبرة، يعني الفرق لما بتكون مضغوطة، وفي ناس بتضحك علينا وناس بتتكلم بشكل تقول لك يعني ايه الفرق مضغوطة، فرق مضغوطة ده ريال مدريد وبرشلونة واتلتيكو ومانشستر يونايتد، يعني في ناس كمان قالت ايه ده مانشستر يونايتد يعني هيلعب يوم الاحد وهيلعب يوم الثلاث وهيلعب يوم الخميس، ومحدش مين اللي قال لك ان محدش يتكلم؟ حضرتك لو مطلع وحضرتك لو بتقرا كويس هتلاقي ان مانشستر يونايتد بادارتها بمديرها الفني اعترضوا بشكل كبير قوي، وقال لك يعني انا مش عارف اكافئ لعيبتي ان هم وصلوا لنهائي اوروبا مش دوري الابطال، يعني من ضغط المباريات اللي احنا بنتعرض له. الناس طبعا كلها اي حد فني واي حد يعني لعب كوره اكيد بيبقى عارف ده كويس يعني. لكن خلينا نقفل الصفحه ديت، نقفل صفحه الدوري المحلي تماما تماما، نقفلها تماما يعني، عشان عندنا مباراتين، مباراه مع فرقه او مباراتين مع فرقه انت كنت طلعتها السنه اللي فاتت وهي طلعتك السنه اللي قبلها، ففي نديه وفي حسابات حتى كمان يعني لها حسابات على المستوى الفني والشخصي يعني. فمش عايز اتكلم على مباراه الزمالك كتير ولا المرحله اللي فاتت كتير، عايزين نركز ونقفل صفحتنا اللي فاتت ديت ونفتح صفحه احنا محتاجينها جدا ولازم نركز فيها كويس قوي، لان احنا نقابل خصم عنيد وخصم متميز جدا اللي هو صن داونز يعني. كابتن سيد، حضرتك تطرقت لمباراه صن داونز، يعني في نقطه مهمه جدا عايزين نتكلم فيها النهارده. النادي الاهلي في ظل ضغط المباريات واللعيبه واقفه على رجليها على مدار ال 90 دقيقه، ده مش شق بدني بس يا كابتن سيد، ده شق كمان شق نفسي، والاعداد النفسي اللي حضرتك بتشتغل عليه مع اللاعبين اعتقد ده دوره مهم جدا خلال الفتره القادمه. يعني في الاول والاخر برضو انت معاك نوعيه لعيبه على اقل مستوى، غايب مننا ناس كتير طبعا وناس مهمه ومؤثره ان شاء الله الرحمن ترجع في الفتره اللي جايه، ناخد عدد من المباريات اعتقد انه مش هيتكرر اللي فات ده يعني ان شاء الله. لكن زي ما قلت لك يعني مهم جدا جدا ان انت يبقى تفكيرك ايجابي، خلاص الصفحه انتهت ما تشوفهاش، يعني مش عايزين نفكر اصل كره فلان لو جت اصل كره فلان، خلاص المباراه انتهت بحلوها وبمرها وانتهت بواحد واحد، وهي مباراه على المستوى الفني اعتقد انها حلوه سريعه جدا يعني هنا وهنا، يمكن ممكن تكون انت متسيد في بعض الاوقات والزمالك كمان كان عنده في بعض الاوقات هو كمان، فده وضع طبيعي يعني تلعب في اكبر فرقتين في مصر يعني. فمش عايز اتكلم فيها كتير يعني، خلينا نركز مع فرقتنا بكره ان شاء الله الرحمن هنعمل الريكفري بتاعنا العادي والمعتاد ان شاء الله الرحمن، نحضر من يوم الخميس باذن الله في معسكر، نقفل على نفسنا جدا، ما حدش يتكلم في اي حاجه خالص خالص، ودي تعليمات هتبقى متقاله للعيبه، ما حدش يتكلم في اي حاجه خالص تخص الدوري المصري، ما حدش يتكلم في اي حاجه تخص الحته المحليه، لازم نخش بمنتهى التركيز. عندنا 180 دقيقه شوط اول هنا في السلام، وبعدين شوط ثاني اللي هو 90 دقيقه في السلام، وشوط ثاني هناك في بريتوريا يعني. كابتن سيد اخيرا، هل في بعض اللاعبين المصابين من الممكن يعني النادي الاهلي يلحق العوده لمباراه صن داونز سواء مباراه الذهاب او مباراه الاياب؟ يعني اعتقد ان اجاي خلاص دخل معانا اصلا بقاله يومين، هيبقى موجود معانا ان شاء الله يعني على حسب اختيار موسيماني ليه، وعلي معلول ان شاء الرحمن باذن الله بنسبه 99% ان شاء الرحمن هيسافر معانا. سيد اخيرا، لو هتقول رساله للاعبي النادي الاهلي وكل جماهير النادي الاهلي متداخل على مرحله صعبه تحافظ على لقبك في سياق الكلام، يعني خلاص الصفحه انتهت، يعني احنا لعبنا المنافس بتاعنا مرتين، ممكن يبقى عندنا افضليه في اللقاءات المباشره، لكن لسه بدري قوي على بطولة الدوري، انت بتتكلم في عدد مباريات يعني ممكن يتخطى ال 20 مباراة ولا سوري ال 15 مباراة ولا حاجة، فانت بتتكلم في عدد مباريات كتير مش قليل يعني، واللي هيحسم البطولة السنة دي على فكرة الفرق اللي هي يعني يتقال ان هي فرق صغيرة يتقال، لكن هي طبعا مقامها كبير وموجود وتاريخيا يعني موجود في تاريخ البطولة، لكن انت هتخش في مباريات بتركيز عالي قوي وفي مباريات تانية التركيز اقل، اعتقد ان المفاجاه هتبقى وارده يعني. كابتن سيد وبالتوفيق. شكرا. كابتن ايمن، ده كان لقاءنا مع الكابتن سيد عبد الحفيظ عقب نهايه اللقاء وتعادل ايجابي ما بين الاهلي والزمالك بهدف لكل فريق. من جديد تعود الكلمه ليك يا كابتن ايمن ولضيوفك الكرام. شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح، وزي ما قال الكابتن سيد ماتش الزمالك انتهى الحمد لله رب العالمين، طلعت النتيجه 1-1 والنادي الاهلي زي ما بنقول خسرنا نقطتين، ولكن بنبص بقى للي جاي اللي هو
الدور الثمانية المباراة المهمة اللي قدامنا دلوقتي مع سان داونز. كابتن علاء زي ما قلنا ماتش وعدة وانت داخل على موقع ماتشين جامدين جدا دور الثمانية، ايه الايجابيات اللي النادي الاهلي تلعب بيها النهاردة وبالتالي تأهله ان يدخل مباراة سان داونز بروح معنوية عالية ثقة بالنفس عندك استعداد ان شاء الله انك تخلص الماتش هنا باذن الله رب العالمين تعمل نتيجه كويسه وتروح الماتش اللي هناك تحسم الامور. اول حاجه عدم خساره لان كره قدم ممكن كنت تخسر ما فيهاش حاجه، لكن النهارده مفيش خساره زي ما قلنا التعادل هيبقى لحد كبير مرضي للعيبه النادي الاهلي. الشكل العام يا ايمن على طول المباراه انت بدنيا كويس ودي حاجه مطمئنه جدا ان بدنيا كويس جدا. المكسب كمان ممكن مكسب مهم قوي صلاح محسن النهارده، انا من اكتر الناس متحمس جدا لصلاح لكن ان امكانياته عاليه جدا لازم هو يستغل الفرصه دي مهمه جدا. يعني بشكل عام انا مطمن على مباراه سان داونز على فكره، انا بشكل عام مطمن سان داونز لعيبه النادي الاهلي الحمد لله كلهم موجودين وكلهم سلام. زي ما بقول لك النهارده كنت ممكن تبقى تكسب المباراه وكان انت الاقرب كنت المكسب، لكن التعادل واضح ان هو مرضي لكل الاطراف مستر مالك وسيد حتى هو بيتكلم دلوقتي انك مفيش خساره النهارده تخش على مباراه سان داونز. في وقت ممكن لحد يوم السبت يعني وقت مش كبير لكن تقدر ان شاء الله يبقى كل تركيزك على المباراه هتتلعب ان شاء الله في العيد موضوع رمضان ده زي ما كان اتكلم كابتن شريف وعادل فبقى بعيد شويه. كابتن علاء بص يا كابتن في كورتين تقريبا هما لديانج الاثنين لديانج بص ده في ماتش تعدي وفاكر لما انت اتكلمت عنها تعدي بتاعت البينالتي وواحده ماتش النهارده وواحده ماتش النهارده هو بص يا ده البينالتي بتاع الاتحاد اللي احنا اتكلمنا عليه النهارده بص قطع منين بص قطع منين ديانج بص يا ايمن احنا متفقين كلنا في الاستوديو هو اللي حسين قطع حسين قطع لكن بص ديانج شق بقى بص ديانج والقوة البدنية عنده والانطلاق الطولي دايما بيقطع مسافة كبيرة جدا بيقطع خطوط يا ايمن وده لعيب مطلوب وديانج الفترة اللي فاتت دي اجمعنا كلنا ان هو من عناصر مهمة جدا موجودة في خط نص النادي الاهلي عامل فرق كبير جدا 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 ووجوده حاجة مهمة ما شاء الله بدنيا كويس جدا حتة كمان الزيادة اللي بيعملها دي بقت صفة جديدة فيه فبقول لك النهارده انت النهارده عندك ايجابيات كتير جدا مباراة طلعت مرضية على كل الاطراف اصابات ما فيش اصابات الحمد لله النهارده دخول صلاح محسن واحرازه الهدف هيديله دفع معنوي لي هو صحيح مستر موسيماني بيديك الفرصه مزبوط. لكن انت بتثبت نفسك واحسن حاجه للعيب الكوره ان ينزل ويجيب جول فتخيل بقى انت نزلت وجبت جول وفي الزمالك فدي صح. بتفرق كتير قوي ايمن اعتقد صلاح محسن النهارده هدف النهارده في الزمالك هيقطع مشوار كبير قوي ان هو يقول انا موجود في فرقه النادي الاهلي وعايز ابقى موجود في النادي الاهلي نفس الكلام ليه ولطاهر محمد طاهر وعايز طاهر كمان كل ما يجيلك فرصه لازم تقول انا موجود لازم تثبت نفسك عايز اسالك عليا في حاجه كمان انت النهارده بتلعب الزمالك انا ما افتكرش ان صن داون اقوى من الزمالك لا لا خالص فدي الايجابيات يعني النهارده النهارده انت لاعب مباراه كبيره جدا ها تديك ثقه كبيره قوي صحيح لحتاب صن داون لا صن داون اقوى من الزمالك يا كابتن لا ازاي يا لا يا كابتن طبعا صن داون اقوى من الزمالك في الشكل الهجومي لا طبعا طبعا في الفتره دي صن داون اقوى بكتير جدا بشكل بس انت بتعرف تلعب مع الفرقه بشكل كويس يعني انا من وجهه نظري انت الافارقه عندهم برضو عيب خطير انت لما بتضغط عليهم قوي ما بتديهمش مساحات ما بتديهمش يعني وقت ان هم يشتغلوا يعني لان صن داونز برضو فرقه كوره مش فرق مش عندهم الطابع الافريقي القوه والضرب بس مش باطراف نادي الزمالك بالسرعات احنا السنه اللي فاتت كابتن ضغطنا عليهم كويس قوي ما ادناهمش مساحات في الملعب قدرنا ان احنا نسجل اهداف ونستغل الفرص عشان كده احنا خرجناهم من البطوله فالنهارده السنه دي لو عملنا كده اعتقد ان احنا ممكن اللي انا عايز اقوله بلال انك انت لعبت فرقه كبيره قوي النهارده لا تقل خدت بالك في نفس الشكل وفي نفس انما برضه انت لعبت فرقه عندها امكانيات كتير قوي قدرت تقف على حيلك زي ما علاء اكتسبنا النهارده ناس عندها خبرات وناس دخلت ثقه وكلام من ده فانا مبسوط النهارده من المباراه دي اللي هي كانت جت وادتني ثقه كبيره قوي قبل صن داونز. كابتن عادل رجل المباراه من وجهه نظرك ديانج يمكن افضل واحد في المباراه بس انا كان عندي تعليق بسيط وسريع قوي على اللي اتقال كله بالنسبه للمباراه النهارده بالنسبه للمباراه النهارده احنا شفنا في الاحصائيات ان احنا اضعنا فرصه كبيره من احنا ان نكسب المباراه نقفل عليها ماتشين سان داونز مش ماتش واحد صح. يمكن قوه سان داونز مش مباراه واحده يمكن مباراه الزمالك زي ما قال بلال هي فرقه قويه فرقه قويه لكن دي كمان مباراتين يا بلال انك انت تشتغل هنا ازاي وهتروح هناك تشتغل ازاي فانا من وجهه نظري ان النادي الاهلي يوصل ان شاء الله بالكفاح وبالقوه
يعمل نتيجة إيجابية هنا وهناك يحلها 2000 حلال، لأن عندنا فرصة كويسة قوي هناك إنك تلعب بثلاثة ديفندرات في وسط الملعب وتقدر تحافظ على نتيجتك اللي هنا ثلاثة إن شاء الله تحسم بشكل كبير، وده بقى المهم نقفل على الدوري قفلنا على الزمالك نشتغل على صن داونز علشان ده مهم جدا للغاية، لأن البطولة وكأس العالم عندنا مهمين جدا بإذن الله رب العالمين. كابتن بلال رجل المباراة، انا بشوف برضو يعني اتفق مع كابتن عادل، يمكن يعني أليو دانج لعيب مهم جدا من افضل اللعيبه اللي كانت موجوده النهارده في الملعب، بيستلم كويس بيسلم كويس بيضغط في كل مكان بيتحرك بشكل طولي بيتحرك بشكل عرضي، يعني لعيب يعني بستايل لعيب اوروبي كده يعني حاجه كده كواليتي مختلفه شويه عن اللعيبه. كبشي فابننا رجل المباراه نفس الكلام، وبضيف عليه مجدي قفشه برضو بيبقى له مواقف. كابتن علاء ديانج يبقى احنا متفقين ان ديانج كان هو نجم اللقاء من النادي الأهلي. هنروح لفاصل ونرجع نستقبل خبرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس والحديث عن الحالة التحكيمية لمباراة اليوم. أرجوكم انتظرونا. نرحب بكم مرة تانية أعزائي المشاهدين، نرحب بخبرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس. أهلا وسهلا بك كابتن ناصر منورنا. تحياتي كابتن ايمن وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان، تحياتي لنجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم والكابتن علاء منهوب وكابتن عادل وكابتن علاء الرحمن وكابتن احمد بلال. في البدايه كابتن ايمن بنقول المباراه صعبه على طاقم التحكيم. ليه صعبه؟ اولا موقف الفريقين في جدول الدوري او على سلم الترتيب، كل فريق ليه الرغبه ان هو عاوز يفوز، دي بتصعب مريت طاقم التحكيم. المباراه صعبه ايضا على طاقم التحكيم امين عمر، خاصه ان المباراه الاولى كان يعني هناك نجاح كبير جدا لكابتن علاء لمحمود البنا. خلي بالك لما يجي النهارده امين عمر هو مش عاوز يقل في المستوى صح عن الحكم الاول، فدي كمان كانت عامله ضغوط على امين عمر. بشكل عام في المباراه يعني اعتقد اقول ان طاقم التحكيم النهارده ادار المباراه اداره جيده، ما فيش حالات كتيره قوي كابتن يعني داخل الصندوق. يمكن النادي الاهلي كان له دور في ان المباراه تسهل، التزام اللاعبين داخل ميدان اللعب، حاجات كتيره جدا جدا، وده ما يمنعش ان هناك بعض الاخطاء يا كابتن عادل اللي بتبقى موجوده في المباراه، وفي اي مباراه بيبقى فيها اخطاء تحكيميه. نروح لطاقم التحكيم على طول يا كابتن ايمن ونقول ان كان امير عمر الحكم الدولي كان موجود على راس طاقم التحكيم حكم الميدان، وكان عندنا الحكم مساعد رقم واحد عندنا كان هاني عبد الفتاح وكان يوسف البساطي موجود، وكان احمد الغندور حكم رابع على الفار، كان الحكم الكبير محمود عاشور اللي هو رايح الاولمبياد، بنتمنى له طبعا هو يعني اول مره النهارده عاشور يروح الاولمبياد ونتمنى ان هو يعني ربنا يوفقه، وكان محمود بسيوني كان معاه مساعد الفار. نروح للحاله الاولى ونشوف امين عمر يمكن عنده ايجابيات كتيره جدا جدا النهارده، نشوف الحاله ديت، والحاله دي حاله من الحالات المهمه جدا جدا كابتن ايمن، هو لا يتردد هنا. نشوف احنا قلنا الساق لما بتتفرد وتروح بقوه وسرعه كابتن احمد، عشان اقول في بطاقه حمراء يبقى انا الساق بتروح من مسافه وفيها قوه وفيها ايه سرعه. نشوف هنا لحظه الدخول بتاعه فرجان الساسي، نيجي لحظه الدخول هنلاقي ايه، نشوف ستوب هو هنا ايه لما وصل كابتن ايمن رجليه تنت شويه صح، والمسافه كانت قريبه هنا قللت شويه السرعه والقوه، الاصطدام هنا بنقول قل شويه صح، ولكن لو كانت بالقوه والسرعه وكانت رجل اللاعب النادي الاهلي هنا ثابته مفيش كلام، كان لابد ان كنا فيها بطاقه حمراء كابتن احمد. واحنا بنقول هنا الانذار اقصى درجات التهور وبمشي مع الحكم امين عمر في هذه الحاله. نمر نروح الحاله بعد كده، حاله من الحالات المهمه جدا، نشوف هنا ارتطام الراس في الراس، وهنا القانون بيقول يا كابتن هنا اي اثنين لعيبه من فريق او من هنا او من هنا ويحصل الكلام دوت الحكم فورا سلامه اللاعبين اهم من كل شيء، وهو كان امين عمر هنا جنب اللعبه وانا شايف هنا في اصطدام وبالتالي اوقف المباراه. مش حاجه اسمها بقى فرصه ولا تدي فرصه لحد كابتن عادل ولا حاجه، سلامه اللعيبه هنا كانت اهم من صح اي شيء. نمر ونروح للحاله اللي بعد كده، يلا سريعا نشوف هنا ستوب هو هنا يعني هو يمكن كان يعني بنقول دايما الحكام ما تبقاش انت واقف في مسار اللعبه كابتن احمد، حاول تخرج تبقى خلي اللعبه قدامك عشان تبقى حاصل اللعبه بينك وبين الحكم المساعد اللي هو رقم اثنين. هو هنا امين ايه امين يمكن هو راح في سكه الكوره. نرجع تاني بسرعه، نرجع تاني عشان نوضح لدي نقطه مهمه جدا بنقولها لجميع حكام ستوب ستوب ستوب. انا هنا كابتن علاء انا كحكم عندي اوبشن
اوبشن ايه؟ استخدم الجري الخلف ان انا ارجع لورا واجي هنا، او اطلع من المحيط ده واروح الناحيه الثانيه هناك. يعني لابد وانا بتحرك لابد ان انا افكر، لان هنا انا ما بقاش هنا ايه عائق للاعب. هنشوف هنا ستوب، هنا الكره جت. ومع ذلك هو طبق القانون ويعمل اسقاط لصالح النادي الاهلي، ان كانت هجمه للنادي الاهلي. اللي بعديها نشوف تاني حاله من الحالات المهمه جدا 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 جدا، بحيي فيها المساعد رقم واحد، وبحيي فيها قرار امين عمر ان هنا لا يوجد اي مخالفه من الحكم المساعد رقم واحد. نرجع تاني كده ونشوف، نشوف هنا الحاله دي اللي بعد طالب بيها، نشوف مفيش اي حاجه. ده تنافس بنسميه تنافس عادل، الاحتكاك ما بين الاثنين لعيبه، وبالتالي الحكم مساعد تميز. بص بقى رد فعل لعيب الزمالك كابتن وطريقه الاعتراض. هنشوف هنشوف، بس انا بحلل اللعب الاول ان هنا مفيش اي مخالفه على لاعب نادي الاهلي محمد شريف، وبالتالي هنا بشيد بقرار الحكم مساعد ابو صاطي وحكم المباراه امين عمر اللي كان النهارده على مستوى عالي جدا من كفاءه. نشوف رده الفعل هنا من نرجع بقى تاني نشوف هنا الاعتراض من بعض لاعبي نادي الزمالك. نشوف هنا 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 المباراه في بدايتها كابتن علاء، هنا مباراه في بدايتها وفي اعتراضات. انا عندي اربع لعيبه، انت امين النهارده عملت مباراه رائعه، مباراه كبيره جدا جدا، بس في حالات بعض الحالات يا كابتن احمد لابد ان النهارده على الاقل على الاقل اخد قرار، خاصه في هذا الاعتراض. وكان يجب كان يجب على الاقل اشهار البطاقه الصفراء لاي لاعب من اللاعبين اللي هم راحوا لامين عمر. دي حاله مش حاله فنيه او حاله جدليه نختلف فيها انذار مش انذار، ده قرار في الاعتراض بشكل غير لائق. صح، نمر ونروح للحاله اللي بعد كده. طارق حمد هيتخانق معايا. ما انا بقول لك دي على الاقل يا كابتن احمد لابد ان لاعب اي لاعب من الاربعه اللي جولك تبقى يعني، حتى بيقولوا لنا كده كحكام ما ينفعش اللعبه تمر مرور الكرام، لا كده يتجرأ عليك اللعيب. يبقى لابد ان انا اشهر بطاقه دي فرصه ان اللعيبه تتجرأ عليك. ولكن انا بقول برضك طبعا حاله من الحالات هو يمكن هو قدرها، يعني قدرها ازاي؟ احنا بنلعب في الدقيقه 6 وقال لك ان ادي انذار، ممكن انذار ثاني يجي الامور تبقى مش متوقف، ولكن بنعدي ونقول ان مجمل المباراه هنا نشوف حاله من حالات التهور. هو لما تردد حتى ايمن اشرف راجل مقتنع تماما بالمخالفه، وهنا في انذار صحيح للتهور مع شيكابالا. نمر ونروح للي بعديها سريعا، نشوف حاله من الحالات المهمه اللي جايه ديت كابتن ايمن، ونشوف تاني انا هنا في مخالفه، يعني انا يعني هنا في مخالفه. هنشوف كده ده ضغط على رجله هنا المخالفه هنا حمزه المثلوسي اللي هو الباك اليمين، نشوف هنا القدم ونشوف المخالفه هنا، نشوف ستوب هنا هنا بنقول هنا الدخول بتهور، وكان لابد هنا اشاره بطاقه صفراء في هذه الحاله. يمكن امين ما شافش اللعبه، زاويه الرؤيه كانت صعبه بالنسبه لكابتن بالظبط كده بالظبط. وهنا التفاصيل مهمه جدا مهمه جدا، لكن هي عدت كان يجب اشهار البطاقه. السؤال الحكم الرابع كان ممكن يديله عشان هو اللي اقرب. هقول لك احييك كابتن عادل، ممكن انا احييك ممكن اسقف لك، لان وجود الحكم الرابع في المنطقه ديت مش وجوده يقف بس، لان هناك بعض الاخطاء ممكن الحكم ما يشوفش. أيوة. وممكن الحكم المساعد ما يشوفش، تعرف لو تدخل الحكم الرابع لعب الكوره وبعدين ليه افشل لو كان اتفضل. ايوه صح، وقع بعدها بالكوره، بعد الكوره جاي كل لعيب بيتضرب ضربه زي دي بيقع، فهو افشل طلع لغايه بره، فخلى حتى امين عمر مش عارف الدنيا فيها ايه. الرابع بقى بالظبط برده تاني كابتن عادل بنقول للحكام الرابع مش جاي يتفسح، الرابع جاي يقف. يمكن احمد كمان واقف طول المباراه على الخط، يمكن برضك عدت من احمد، ولكن هنا نقول هنا انذار وجوبي لابد ان كان هنا يعني يشهر الحكم البطاقه الصفراء. نمر ونروح للحاله اللي بعد كده ونشوف هنا ستوب ستوب ستوب. هرجع تاني كابتن عادل انت حكم ستوب، هل انت ممكن ده من الخلف تصفر هنا ولا تخلي اللعبه تواصل؟ لو راحت ل ما اعرفش انا ممكن اخليها تتواصل. نمشي بقى ونشوف الكره هتروح لمين. هنا في مخالفه، خلينا هنا في مخالفه لصالح اليو ديانج. نشوف هو هنا اشار باستمرار اللعب امين عمر. نمشي 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 نمشي، يلا يلا نروح للهجمه، وده اللي احنا بنقوله كان من الممكن ان هنا يجي هدف. صح صح، ومين اللي هنا يتسبب في الهدف دوت؟ نمره واحد مش تسبب فيه اللي هو سمح باستمرار اللعب، اللي هو اضاف المتعه، ما وقفش اللعب وعمل مشكله وخلى اللعب يتواصل، وكان ممكن هنا يجي هدف. وبالتالي هنا بحيي امين عمر على هذا التوقع والقراءه الجيده في. طب هل اللعبه دي كانت تستحق انذار؟ حاله هنا اللي بنقول ان هي دخول بتهور
لو كانت هنا بتهور كابتن هنا بنقول هنا ممكن ارجع للانذار تاني، ولكن يمكن انا جايب اللعبه ليه؟ لان بعض الحكام يا كابتن ايمن بتقتل اللعبه في نص الملعب. ايوه بتقتلها ما عندوش قراءه. أيوة. ولكن انا جايب لعبه لان امين عمر كان عنده قراءه ان هو سمح باستمرار اللعبه، كان ممكن يجي منها هدف، وبقول ان هي حاله من حالات التميز للحكم اشار باستمرار اللعب في هذه الحاله. نمر ونروح للحاله اللي بعد كده سريعا ونشوف ده الهدف. حاله من الحالات اللي انا بقول امتياز، صح بجد امتياز للحكم المساعد الثاني هاني عبد الفتاح. وهقول ليه امتياز يا كابتن احمد، وهقول ليه امتياز يا كابتن علاء، هرجع للحاله ستوب، ارجع ولا نرجع تاني، نقف. ماذا لو الحكم المساعد اشار بالتسلل؟ لو رفع الراي لازم يكمل وتدخل ويعيدها تاني. طب لو حكم صفر معاه في التسلل يبقى خطأ، يبقى اللعبه ايه؟ انتهت. انا بحيي حكم مساعد ليه؟ لان اي حكم مساعد النهارده عنده يعني عدم ثبات في القرار او عدم تمركز جيد، كان ممكن يرفع وبالتالي الحكم كان صفر معاه، كان هنا قتل هدف صحيح بالمره. وهنشوف ليه هدف صحيح لحظه اللعب. لا وقفته كمان نروح جيده جدا. نروح نشوف هنا الهدف صح مع محمود علاء على الخط بالظبط مع محمود علاء. وده هدف وده هدف بعديها صح ما رفعش تمام بعديها. شوف هنا التميز للحكم الثاني، لعبه من الالعاب الصعبه. عندك اثنين لعيبه، ازاي تربط ما بين الاثنين لعيبه؟ انا ممكن اربط بين لاعب، ولكن انا بربط ما بين هنا وما بين هنا وما بين اللاعب اللي في النص، والاثنين جريوا والاثنين قطعوا. طب انا هقول لك على حاجه جميله جدا، حتى لو اللاعب النادي الاهلي هنا كان في تسلل تمام، هو انا عندي هنا لاعب سليم، كان لابد ان انا برضك اخلي اللاعب يستمر، لان هذا اللاعب لم يتداخل مزبوط باي شيء من الاشكال، وبالتالي هنا بحيي فيها المساعد رقم 2 هاني عبد الفتاح. نمر ونروح للحاله اللي بعد كده، ايضا نشوف هنا نفس الشيء، هنا على طول امين عمر لا يتردد وما عندوش حسابات، والمعيار واحد هنا الدخول بنقول بتهور، ونفس الشيء ان هنا الرجل هنا برضك يعني عدت كابتن احمد عدت ما راحتش، حتى لو عاليه ما راحتش لابسه، او كانت رجل لاعب النادي الاهلي كانت ثابته، قلنا لو ثابته والدخول ده لابد يكون الحمراء دي ما ينفعش كارت احمر يا كابتن. بنقول اقصى درجات تهور بالنسبه لحكامنا في الحالات التعليميه يا كابتن احمد، يعني بص انا بقول هنا هي الرجل هي هنا خفت شويه النزول هنا لما قعد يا كابتن ايمن لما قعد هنا، لان هو مش جاي المسافه مره واحده وراح ولكن عاده قلل شويه، واحنا قلنا القوه والسرعه تقلل وبالتالي بتنزل من الحمراء الى بطاقه صفراء، هي انذار وجوبي للاعب محمود علاء. نمر ونروح للحاله سريعا، هنا بنتكلم على المساعد رقم 1 يوسف البساطي. هرجع من اللعب الاول لحظه اللعب وموقف التسلل، هرجع هنا كابتن، هنا خلاص اللاعب في موقف التسلل، قلنا امتى الحكم المساعد يخلي اللعبه تواصل؟ لما تكون رايحه هجمه والهجمه ديت تبقى ممكن يجي منها هدف. صح. هو هنا البساطي هنا ايه ستوب، هنا في تسلل، همشي معاك يا بساطي، انت خليت اللعب يستمر واحتفظت بالقرار، نمشي بعد كده ونشوف التاخير من الحكم المساعد في ان هو يشهر البطاقه. لو قلنا ان في تسلل، على الرغم ان انا شاكك فيها، ولكن لابد انك انت كحكم مساعد تبقى مركز ورابط ما بين اخر تاني مدافع وموقفك كابتن ايمن. ومع ذلك خلاص نروح نشوف احداد، خلاص لعبنا هنا من هنا ستوب هنا على طول اشير بقى بالقرار، انما هو خلى اللعبه يستمر اكتر من وقت وبعدين اشار. ده الكلام اللي احنا بالظبط كده يا كابتن علاء، انت مشيت اللعبه خلاص للهجوم، والهجوم خلاص الهجوم اتمنع، النادي الاهلي منع الهجوم، وبالتالي هنا بنشوف ان القرار تسلل كان فيه تاخير شويه من الحكم مساعد رقم 1. بشكل عام نقول ان التحكيم رغم الضغوط اللي كانت موجوده على الحكم من عمر، لان زي ما قلت بالقياس بالمره الاولى هو ادار المباراه بشكل جيد. محمود عاشور النهارده ايضا طاقم التحكيم ادار المباراه بشكل جيد. كابتن ناصر سريعا قبل ما نختم مع حضرتك، شيكابالا النهارده صدرت منه حركه غير لائقه بالنسبه لجمهور النادي الاهلي المتواجد في المباراه، مين اللي هيحاسبه على الكلام ده؟ تمام، في المباراه كابتن ايمن بيتم تعيين كوميشنر ماتش، او اللي هو بيبقى مراقب العام للمباراه، اللي هو بيبقى قاعد في الملعب، بيبقى فيها منسق امني ومراقب للحكام ومراقب العام للمباراه. مين اللي بيقعد في الملعب؟ اللي هو المراقب العام، اللي هو مراقب لجنه المسابقات. اي احداث قبل او اثناء او بعد المباراه هو بيفضل موجود في الملعب لحد اللعيبه ما بتخرج ولحد ما الجهاز الفني ما بيخش. اي شيء بيحصل في هذه الفتره
لجنة المسابقات المراقب اللي موجود بيكتب تقرير للمسابقات، وهنا أي حدث بيحصل من أي لاعب بيتم اتخاذ قرار طبقا للمخالفة التي تمت أثناء خروج اللاعب من الملعب. كابتن أيمن، إذن هي ديت مأمورية المراقب المسابقات، ولو الحكم الرابع شاف بيكتب في تقريره، احنا قلنا الأحداث التي تقع قبل أو أثناء أو بعد هي مهمة طاقم التحكيم إذا شافوه، ما شافوش ومراقب المسابقات هو شاف الواقع، لابد ان هو يكتب تقريره للاتحاد والاتحاد هو بياخد القرار. بشكل عام نقول المباراه عدت كتحكيم مباراه جيده لطاقم التحكيم، خاصه الحكم امين عمر والحكم المتميز الحكم سعد الثاني كان هاني عبد الفتاح. شكرا جزيلا لخبيرنا التحكيم الكبير كابتن نصر عباس، امتعتنا كالعاده. شكرا كابتن ايمن، شكرا. الله يخليك. وبانتهاء الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه اليوم وبين الاهلي والزمالك، والتي انتهت بالتعادل الايجابي 1-1. كل الأمنيات الطيبة للنادي الأهلي الفترة القادمة بتحقيق الفوز، وإن شاء الله من البداية يوم السبت القادم ثالث أيام عيد الفطر المبارك، كل عام وأنتم بخير، بمباراة سان داونز إن شاء الله نتمنى المكسب للنادي الأهلي والحسم من هنا بإذن الله. حابب نشكر نجومنا الكبار اللي شرفونا النهاردة، كابتن شريف عبد المنعم، اهلا وسهلا بيك كابتن. اهلا بيك يا كابتن ايمن، يعني نورت لك. انت نورت تبداوا تاني، اهلا وسهلا تبداوا تاني. انا مش عارف احنا مكملين بس انا شايف هتتكلم. عايز اقول لك بالتوفيق ان شاء الله ماتش سان داونز باذن الله، وانا من انا بقول لبلال النادي الاهلي هيكسب وهيكسب مكسب كبير يا رب ان شاء الله يوم السبت. تطمنا من هنا ان شاء الله من المباراه اللي لعبها اللعيبه دي النهارده، احنا هنكسب مباراه مكسب كبير باذن الله ان شاء الله يوم السبت. وبشكر اللعيبه النهارده على الاداء الرجولي اللي عملوه. كابتن عادل اهلا وسهلا ونورتنا. اهلا يا كابتن، وانا زعلت في اخر مباراه الاهلي والزمالك على الكلام اللي حصل ده، وهنشوف بقى العقوبات التبعيه، لانه انت لازم تبقى قدوه للاعبين الصغيرين، اي لعيب كبير في مصر مش لازم اول مرة يبقى قدوه. مش اول مره مش اول مره, مرة دي يعني صحيح. لا يعني دي لازم تاخد فيها موقف. ما نقعدش نتكلم على القدوه والمثل يا كابتن، اسف يعني مظبوط، ما نقعدش نتكلم على القدوه والمثل، وان في التعصب ما بين الجمهور، وبعدين الحركات اللي يعني دي فيها شطب يعني. بص يا كابتن اقول لك حاجه مهمه يا كابتن، نتكلم على اخلاق، وبعدين احنا دايما في مصر بنتكلم على القدوه ولشبابنا وكرة القدم للمتعة وكرة القدم، لأن احنا بنربي أجيال تطلع، وانت نجم كبير ولعيب كبير وما عملتهاش مرة، عملتها أكتر من مرة، فيجب أن يتخذ في موقف قوي. صحيح كابتن علاء، ألف شكر كابتن، أمتعتنا كالعادة. أشكرك يا إيمان، وإن شاء الله نبارك مستبت يكون مكسب يا رب إن شاء الله بإذن الله. كابتن أحمد بلال، ألف شكر كابتن، أمتعتنا. بنا خليك كابتن أيمن، وإن شاء الله بإذن الله الماتش اللي جاي يعني نكسب ونكسب مكسب إن شاء الله يكون يساعدنا للمباراة الذهاب بإذن الله تعالى. يا رب إن شاء الله. والشكر لكم أيضا أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، وعلى أمل أن نلتقي بكم مرة أخرى، واستوديو تحليلي آخر لكم مني أطيب المنى وأرق تحياتي.